نضال بدري ثورتنا هزت قوم ثورتنا هزت قوم ثورتنا في نهار قوم على شعبنا المظلوم على شعبنا المظلوم على حقنا المهضوم على حقنا المهضوم والعسكري الظالم والعسكري الظالم سالب حقوق الناس بالضرب والرصاص يا راعي للأمات يا أمي يا أمه يا راعي للأمات ثورة في دمي ثورة راجيك طول عمري ثورة بلهي ابني نار الشوق ثورة كل الصغار نادوك ثورة باسم الوطن سموك ثورة سموكي سموكي ثورة سموكي سموكي ثورة في مطلع الشارع ثورة مطعم طفل جاي ثورة يا شعب يا رايق ثورة يا شعب يا رايق ثورة زلزل جبال الخوف ثورة احرق حريق الجوف ثورة اصل الطلب معروف ثورة حرية بالمكشوف ثورة بنحب الشعب يا شعب الكلمة الطيبة مغيور شعوب العالم كونك صامد بدعاني مجروح تنزف يا واعي وترد الجرح غاني متعدد في ألوانك متعدد في أديانك والإسم في سوداني بنحبك شعب عظيم بنحبك شعب كبير بنحبك شعب أصيل جايين نبغى التنوير بل لا معقول والممكن نسير بالوعي نسير سودان الأرض فوتو سودان نسوي جديد سودان الأمس فوتو سودان نسوي جديد يا شعبنا إيدنا في إيدك يا شعبنا إيدنا في إيدك يا شعبنا إيدنا في إيدك نتعطف كلنا سوا الآن وزبنا نساها نتبادل معنا القوة لا منك اطلع حازوك لا قزوة صحان النية هنجيب ديمقراطية هنجيب ديمقراطية هنجيب ديمقراطية هنجيب ديمقراطية شرب الحرية لا لون لديانا بتحكم وطنيتك تبقى هوية لا لون لديانا بتحكم وطنيتك تبقى هوية لا لون لديانا بتحكم وطنيتك تبقى هوية حرية سلام حرية حرية سلام حرية حرية سلام حرية حرية سلام حرية حرية سلام بسم الله الرحمن الرحيم ضجت رفست تخرج روح الموت انحبست سين سكينك وقابل القبلة لو ما رفست كيف أحوالكم علكم طيبين علكم زينين نسأل الله أن يتقبل شهدانا الأخيار الميامين نسأل الله أن يشفي جرحانا ويعيد مفقوديننا ويصلح على الوطن كيف أحوالكم علكم طيبين طيب نشوف شير عشان يعرف الغير شير عشان نوصل صوتنا للغير كيف أحوالكم علكم طيبين والله يا أخي حال الوطن حال يحزن يا أخي حال يحزن حال يحزن قالوا لي انساه وامسح من خيالك ذكرياته وانسى كل الماضي وابعد عن طريقه وعن حياته فات وخلاك للزمن بعد مالك سدى ليه تحل من تاني ليه تفكر في صلاته السنين اللي عشت فيها معاك هنايا أقوى من قول العوازل واسمه من كلمة وشاية لو خلاص قلبك نسى الأيام معايا برضي راضي وفي الغرام كم من ضحايا التحية للوطن الوطن الحقيقي الوطن السودان المكلوم المغهور المهزوم شير عشان نعرف يعرف الغير شير عشان نوصل صوتنا للغير كيف أحوالكم يا جماعة طبعا المستجدات هي ما في مستجدات حية اليومين دل طبعا ما بتلقى طريقة بتاعت مستجدات كده حية دايما هي كلها بس يهو الصراع بتاع مريم الصادقة المهدي وما أدراك مع مريم ومواضيع كده بسوقوها انصرافية على أساسين في مخطط كبير طبعا ماشي يتنفس خلاص هو ماشي في اللمسات الأخيرة يعني في الفينيشينج خلاص هم المؤامرة خلاص خيوطها كلها اكتملت والشارع خلاص انزوى بقى ما في طريقة للشارع الشارع ذاته بقى مجهجة لأنه عرفوا كيف يغرزوا لكم الغنابل ويستغلوا المشاكل التاريخية بتاعتنا والصراعات التاريخية بتاعتنا وعدم توحدنا مع بعض دائما في القضايا إلا إذا دعا الداعي يعني بعد فترة طويلة جدا وبعد تراكمات شديدة جدا حتى إن الشعب البركان ده يقوم هو أنا زي ما قالوا فعلا هو شعب بركان لأنه أكتوبر كانت بركان وأبريل كان بركان وديسمبر كانت بركان
وكل واي ثوره قام بها هي لازم بعد بركان وبعد ولاده متعسره دائما. يعني وقت يقوم كده بيقوم بعد تعب شديد جدا وبعد جهد واجتهاد ومثابره وتعريه ولايفات شغاله صباح ليل وقمع واستبداد وظلم وقهر ونهب ثروات حتى بعد مسافه ينوم كده. شفت شنو؟ لكن الوقت اللي بيقوم فيه هو شعبي بركان. الشعب السوداني هو فعلا الشعب البركان وهو حيقوم يعني، لانه مرات برضو البلاكين بتقوم ورا بعض. يعني في ناس بتفتكر انه الثورات دي ما بتجي ورا بعض، يعني الثوره دائما بتاخد فتره طويله جدا عشان تجيب اخوتها، بتحتاج كده يعني. يعني بينسوا انه الناس مرات كده في ثورات كده بتجيب تيمان، بيكون في حاجه لسه في مشاكل، البطن مغلغل عشان تطلع الثاني، ما جايبين له خبر، ما لسه. ما نحن عايشين في العالم البدائي ده، ما بدائيين. انت بتفتكر انه السودان ده ما دوله بدائيه، وهي ما ناميه. ناميه دي شنو يعني؟ النمو وين؟ الناس بتقطع كهرباء من الصباح لغايه، ناس بياخذوا الكهرباء نص كهرباء في الدنيا، يعني نص كهرباء في الدنيا ونص وقود في الدنيا ونص مواصلات في الدنيا، بيعاني في المرارات اللي لسه عند الشعوب البسيطه خلاص، يعني فاتت الحده بتاعت الاكل والشراب. نحن احتمال يكون في العالم زي 10 دول ولا 15 دوله بس هي اللي بتعاني من الجوع والعطش والفاقة. يعني نحن أسوأ إدارة في من إدارات العالم أو دول العالم، نحن في الأخير، ممكن تكون قبل الأخير بثلاثة. يعني العالم كله فات، الناس بقت فايتة بعيد جدا جدا، ونحن لسه بين في محيط العمالة والارتزاق والميليشيات والقتل والسحل والصراعات المدوره دي والعنصريه والجهويه وكده، لسه نحن ماشيين في النقطه الاولى. انا كنت متابع طبعا كل الاحداث، ما عارف ابدا بالزياره بتاعت السيسي. الحسي بتاكد لك انه فعلا الناس دي بعد لو ما طلعت للسيسي يبقى في النهايه الثوره بتاعتنا دي فعلا ما وصلت للنضوج بتاعها. هاي كانت ثورة عظيمة كبداية كانطلاقة، لكن ما وصلت لأنه السيسي ده مشكلة كبيرة جدا. طبعا الناس في صراع بأنه الزول ده جاينا في بلدنا وضيفنا ونحن بنكرم ضيفنا، والكلام بتاع السودانيين المبني على الـ على الـ على الـ على الزرائع بتاعت العاطفة وكده. يعني السوداني دائما عنده مشكلة في أنه ما بواجه بسهولة جدا جدا، دايما بتناسى المرارات. يعني معقول انت الصراع الحسي بيتكلم عنه صراع مريم الصادق المهدي والوقفه بتاعت مريم الصادق المهدي، الناس اللي نقدتها دي كلها مريم كانت صح؟ ما صح. ما هي مريم في كلامها ده كله ما قدرت تتكلم عن حلايب وشلاتين وبورماده، ما قدرت تتكلم عن اراضيك. انت دار تكاتل مع زول شايل اراضيك؟ انت دار تكاتل مع زول انت ذاتك بتعاين لك كده بطرف؟ يعني هو يدفر فيك عشان تمشي تكاتل هناك وتجي تقول لي يا اخي انا والله اتذكرت انا عندك؟ ما دي العماله. انت قال العماله وين؟ العماله في انك انت تجي راجع لدوله مصر بعدين تقول لها بعد الحرب. واذا انتصرنا، اذا افترضنا انه انتصرنا والحس الناس دي اليارين واطي الاثيوبيين دي حسوا بانه الشغل ده تحت في حاجات كثيره جدا، بدوا هم ذاتهم يرموا السناره بتاعتهم، يقول لك يا اخي ما في مشكله، نحن اصلا ما بنختلف معاك يا اخي، دي ما ارضك هاي ودي علامات تاريخيه موجوده، هكذا خلينا نحن حنسلمك ارضك وما في مشكله كده. شوف ارضك اللي عندك، الزول اللي بكاتل والبحرش فيك ده كده طلع حقك منه. فما يعني موضوع مريم الصادق ده ما هي عماله، قلت لكم دي واحده من المسببات بتاعت المشاكل بتاعت بيقولوا شنو الرواسب بتاعت شنو؟ الرواسب بتاعت المحاصصات والطرديات دي، ما الرواسب بتاعتها ودي الازمه بتاعتها. بينك انت بتجيب لك زول ما هو ما عارف ذاته بيعمل في شنو يعني، بس جاب حكم الميراث ميراث الدولة. وانا قبل كنت بحضر في اختنا شادية كانت بتتكلم، انا طبعا مرات بتابع اللايفات لانه انا من الناس يعني بعيد نفسي من الناس القدام يعني في اللايفات دي، بكون متابعها بتأني وبكون متابعها بدقة كده، وبحب احضر في اللايف ده يعني اهم حاجات النهايات بتاعته خاصه، يعني بحضره لغايه ما شنو اعمل تذكر التلفزيون زمان احنا صغار اطفال كنا معذبين ابواتنا، اما شخشخ ولا بقول شو شخشخ، نحن اصلا ما بنمشي منهم فبنكون متابعه ليش شخشخه. فكانت بتتكلم يعني وهي امراه، يعني الدكتوره دي على سجيتها كده تحدثت عن القنوع والذله بتاعت اللي هم ناس مريم الصادق المهدي وناس يعني الضبلنه دي، مش تلقاهم الضبلن زي ما بنقول نحن، تلقى كده زي الضب كده لابد كده
ويعمل لك فيها يعني انه هو زول ومدنقر دائما. ده المساسه بتاعيننا تلقاهم مدنقرين. هي طبعا دي فيها عيوب نحن ما قادرين نعالجها، اللي هي العيوب في التربيه ذاتها. نحن بنفتكر انه الزول بالضبلن كده ومدنقر راسه ده زول محترم جدا وزول مؤدب وبتاع، ودائما تلقاه المدبلن ده لا دائما تلقاه صاحب بلوه وصاحب مشاكل. لكن دي حاجه يعني شفناها لا اكثر ناس بينفذوها. طبعا الشيوخ لو لاحظتوا انه يقول لك الشيخ ده ما بيرفع راسه وكده مدنقرين. هنا في اوروبا دي زول اللي بيعمل كده طوالي بشكوا فيك، ده مجرم طوالي، ليه انت مدنقر؟ اللي بخليك تنكسر شنو تدنقر راسك؟ دي هنا الناس اللي دار تعرف انها هي نظريه كيف هي في النهايه تناقضات. انت بتشوف الافضل شنو بين 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 دولنا العربية والدول الأفريقية والدول الأوروبية. هنا في النهاية الناس متطور وأحسن منك، عشان كده بنشوف الناس اللي بتفتش. نحن كل يوم بنفتش الناس اللي وصلوا المرحلة دي كيف اتطوروا، كيف لما يعني وصلوا لمصاف الدول العالمية، وصلوا للتطور والازدهار والنمو وكل شيء. اكتشفنا انه السلوكيات بتاعتهم ذاتها هي جزء من التطور. يعني سلوكياتك انت في المجتمع والطريقة بتاعت تناولك للأشياء ده هو ذات التطور. فهم كانوا بينظروا لنا ان احنا طبعا عاملين فيها محترمين وبندنقر وكده وكده، لكن كانوا بيعينوا لنا بعين الاجرام. انت زول بتدنقر ليه يا اخي؟ انت راجل زيك كده بتدنقر ليه؟ انت ما قدرت توريني عينك انت تساوي شنو؟ ده ما مفهوم. فهم النازل سايقين المفاهيم دي الوزراء بتاعيننا عاملين بنفس الطريقه بتاعت المشايخ الصوفيين والناس الطرق الاداريه الادارات الاهليه زي ما نحن بنقول، سايقين بنفس الدرب يعني متدرجين في نفس الشارع ده، فحاسين بانه هم بيعملوا في الحاجه الكده بتاعت التهذيب والادب والاخلاق. وطبعا دي انكشفت يعني. ثانيا النازل ما هو العيب بتاعه بالنسبه لانك انت قدر ما تقدم لهم وصايا يعني فقد الشيء الله يعطيه. يا جماعه نحن حسي الوصايا اللي بيقدموها لمريم الصادقه المهدي كشارع، الشارع ده ما عنده منطق وعنده ناس كتابين وعنده ناس فلاسفه. انت قال العالم ده اتطور بالفلاسفه، الناس بتخت لك نظريه وبتخت لك مفهوم، المفهوم ده بعد شويه بيترسخ وبيبقى قانون. ده اللي بيعملوها الفلاسفه. الناس هي الفلاسفه دي انت قال اي زول فيلسوف؟ ما هي ممكن يكونوا جزء ما فيلسوف لكن اتفلسف في مساله طلعت بقت منطلق وبقت تشرعنت زي ما الناس. التعليق ممكن يكون تشرعن من مرحله لما نصل في النهايه يبقى هو ذاته فلسفه تعليق بتاع زول واحد بيعلق كده بس يعلق. وده دليل على لو لاحظتوا القنوات بقت تتجه للتويتر وللتغريدات دي لانها مرات فيها فلسفه بتاعت حياه، بتشوفها كلام بسيط لكن فيه معاني كثيره. فالمهم ده ما موضوعنا. الموضوع بتاع الثاني الجزء الثاني اللي هي يعني ناشدت اللي هي شادي دي ناشدت من الوزراء انه يعملوا كده ويعملوا كده. وهي للاسف الشديد حقه تفهم بانه النازل ما عندهم امكانيه ما عندهم فهم اصلا. هي شغلانه ذات جات بالميراث جات بالصدفه وجات بالتكاسل كانوا شغالينها برا، جات بانه هو جاي من برا الناس بتفتكره انه مناضل وكده وجاي ياخذ حق النضال بتاعه. فما عنده حاجه يقدمها لك. يعني هو لو كان عنده حاجه بيقدمها كان بيكون ما محتاج ان الناس توجهه تقول له لا ما تمشي بالشارع ده، الشارع ده كعب فيه حفر فيه كده فيه كده، لا ما بيحتاج الزلزال. لكن هم ما مؤهلين لا مريم الصادقه المهدي ولا خالد سلك ولا الحكومه دي ذاتها. وكونه انه حمدوك يقبل بادي المشكله الاكبر. يعني نحن ما انت في النهايه الزول بيختار لعيبته، حمدوك بيختار لعيبته، فحمدوك ما اختار اللعيبه بتاعينه الحقيقيين، اختار مرتين وفشل. رغم انه اللعيبه قاعدين الناس الكويسين الناس المتميزين الناس اللي كان ممكن يرفعوا البلد دي. ولا حسين احنا مستمرين طبعا. حمدوك هو ماشي في اتجاه قلت لك واحد، يعني زي ما بقول لك انا ما قاعد اغير كلامي. حمدوك ده حسي قال لك ان احنا استقبلنا 820 الف جرعه من لقاح الكونفيد 19 ده هسي من الجابون. يعني قام طوالي في التغريده بتاعته حدد منظمه الصحه العالميه التحالف العالمي للقاحات اليونيسيف البنك الدولي الاتحاد الاوروبي. يعني طوالي بدا يقولوا لك يعني دي اسماء دي من المنظومه بتاعته السابقه، هو بيستفيد من المنظومه بتاعته السابقه. هسي خلاص ده كلام سمح جدا. ونحن ذاتنا متمنين انه طوالي طالما وصلت زي 820 الف جرعه طوالي يدشنوها علينا بالطرق العالميه.
طوالي يبدا يدشنوا، دي حاجه كويسه يعني، ما نحن ما معاك. طوالي يمشي حمدوك والبرهان طوالي يدشنوا المشروع ده ويبدوا يطعنوا باللغه ده عشان يعرف، عشان نعرف ذات الشعب يطمئن. ما لسه على الشعب ده سامع حاجات كثيره جدا، في ناس لو هو عيان وجابوا له الحقنه دي بيرفضها، فيقوم حمدوك ذاته عشان ياكد للناس ويبدوا المشروع ده بتاع الحقن دي طوالي هو والبرهان، كل ذول يكبسوا لنا حقنة دي عشان نعرف نحن ذاتنا الشعبي كله يجي مطمئن بعد 800 وقال في كميات تانية جاية، عشان ما تكون اشتراها من 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 البايتة من الشغل القديم يعني، ما نكون حقل تجارب يعني هي في النهاية نحن خايفين تكون فيها عيوب يعني بالنسبة للشعب السوداني، وممكن تكون تم اختيار الشعب السوداني، ما الشعب السوداني هو اللي اختار داير، لا انتوا اخترتوا لنا النوع ده كفئران بتاع التجارب، ما العالم شغال بيه كده. التقال دي نقطة بالمناسبة أنا يعني ذكرتها طيف وطايف من غيراتي قبل. طيب زيارة السيسي طبعا نحن دائما الحاجة المحزنة ومعظم الناس ما عارفينها إنه الهجوم ده على مريم الصادق المهدي وعلى الحكومة دي ذاتها ما بقى عندنا زول مساعد تاني، ودي الحاجة المؤسفة في الثورة بتاعتنا دي، ودي اللي أحبطت الثورة. لو دي واحدة من الـ بيقولوا شنو من النقاط، ما هي مجموعة بتاعة النقاط شكل إحباط للثورة، اللي هو لو لاحظتوا الشغل ده الدخل الإعلامي ده ضخ شديد جدا على مريم الصادق المهدي وعلى كده. طبعا ده الكيزان، أي معاك، أنا معاهم، مع ناس مريم الصادق حقيقة في كيزان شغالين في نفس خطنا، ما هم برضو بفتشوا في الأنا وفي حب الذات وما عشان الوطن يعني، هم ما زي يعني انت بتنادي بأنه اللي بيسوي فيه مريم ده حيضيع عننا وطن عزيز يعني، دي بتفرتك في الوطن ودي زولة ما عندها كفاءة ودي زولة كده. هو لا ما فكر زي كده، هو فكر بمفهوم تاني الكوز، هو بشخص في القضية ولسه هو ساكل العدالة الانتقامية بتاعته، لأنه بيفتكر إنه شالوه من 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 الـ من الـ من اللبن الحليب ده ولا البقر الحلوب دي، فكوا منه انت ما جريت منه الشطر، عشان كده دي واحدة من الحاجات اللي بتأخر الثورة بتاعتنا، وده كلام مهم والله يعني. نحن حسي مطالبنا ذاتها يعني المطالب بتاعت الكيزان هي قريبة لمطالبنا، بس في حاجات هم فاهمنا انه نحن يعني بنختلف من الكيزان فيها، نحن ما بنفتش في شو، بنفتش في محاسبة رموز النظام، وده أساس لمفاهيمنا، وده اللي بيخلينا إن إحنا هم دايما بنزووا مننا، ما بكونوا قاعدين معانا، نحن بالنسبة لهم زي بسم الله وقت نقول بيطيروا طوالي، لأنه نحن مفاهيمنا إنه يتحاسبوا، مفاهيمنا إنه التمكين ده يتم بصورة قانونية. أنت قايل حسيت أدمر التمكين الجديد شنو؟ إنه تمكين قصاد تمكين وما كان بصورة قانونية، بصورة انتقائية، لجنة إزالة التمكين. فنحن والكيزان ده واحد ده، فنحن والكيزان بنتفق على انه الحكومه دي سيئه، لكن نحن شخصيا بنتفق انه الكيزان اسوأ منهم، ودي النقطه اللي هي هم ما عارفينها ودارين نوصلها لهم، عشان كده دائما ما بكونوا معانا. نحن ما مختلفين هاي مع الحكومه دي، الحكومه دي سيئه كلها من بدايتها، وعارفين انها هي ذات جزء من الكيزان، الجزء الثاني من الكيزان ممكن يكون، لكن نحن برضو الكيزان بالنسبة لنا أسوأ منهم ما في ذول مرة، لأنه الحاجة الحسي نحن بنعاني منها الدعم السريع وخوفنا على البلد وخوفنا على ضياع البلد، دي كلها تسببوا فيها الكيزان ديل، رسخوها عديل في الشارع ده وشيدوها كده، لما بقت نحن شعرين بأن الدولة دي ممكن تنهار في أي لحظة، ده أساس هم الانهيار خلقوا الكيزان، لكن ديل ما جو صلحوه، ديل جو كملوا في مسيرة الكيزان، واصلوا بنفس الدريبة يعني، لا لفوا به هنا ولا لفوا به هنا. أنا قال وقبل وقت نرجع لموضوع حمدوك والمنظومة بتاعت العملاء ديل، هي في حاجات يا جماعة بدت يعني تتضح، هم النازل حسي ما بدوا شغالين في حاجات ممكن تحل مشاكل دي، نحن بنقتنع فيها يعني، بدنا نقتنع بأنه هم فعلا بدوا يحركوا قضايا كده عشان يشغلوا الشارع ويقنعوه، هي بالنسبة ليكم انتوا إغناع بالنسبة للشارع، لكن بالنسبة لنا نحن دي قضايا انصرافية، أساس الدولة لسه ما شغال، ما وصلوا الكلام اللي نحن بنتكلم عنه، مفاهيم الدولة ذاتها، الجيش بتاعه الهالك ده والدعم السريع الحسي بدأ يبسط في نفسه وبدأ يزيد في نفوذه وبدأ يشكل دولة تانية، والناس ساكتة والناس لسه بتفكر في انه حمدوك ممكن ينجح حمدوك ما ممكن ينجح، يا خلونا من حمدوك ينجح شنو، لو نجح ولا ما نجح، نحن مشكلتنا في العساكر ديل الحسي ماشيين يبيعوا البلد دي،
الماشين البواخر، البواخر اللي بتجي والبواخر اللي بتطلع والصراعات بتاعت، نفرض انه حمدوك في اي لحظه قاموا زحوا من الصوره، نحن اتفرتقنا، حنعيد العقد ده تاني كيف؟ ما انت حاسس حمدوك ده لو قاموا شالوه مش في ناس مؤمله عليه؟ قاموا العساكر ده انقلبوا عليه. عشان اوريك انه في ناس بتفتكر انه نحن ضدها، لا افهم بانه حسي حمدوك لو قاموا شالوه ما ممكن يشيلوه، ما حسي يتداري يشيلوه اكثر من القرارات اللي بيعملها برهان دي. شنو يعني؟ يعني برهان ده اللي لو تطلع القرار ده دي ما ازاله لزولك ذاته، القرار بتاع تغيير الدوله ذاته، القرار اللي اتخذه البرهان ده يعني في العالم بتاع تحويل الدوله لدوله فيدراليه، رغم انه نحن اي دايرينه. انا معاك في انه ممكن انا والله اقبل بالنظام ده، ده نظام متميز، لكن بقبل به بمفاهيم، يعني بمفاهيم راسخة، ما يجي زول تاني يقلعه من تعد يقول ده لا ده ما صحيح. لا تقعد المجلس التشريعي بتاعنا ان احنا خططنا له وجهزنا له، يقعد حمدوك ذاته، ما هو في النهايه حمدوك ده عنده قابليه ينفذ المشروع ده ويخطه، لكن تقوم تجيب رئيس مجلس سياده بأعباء تشريفية يقوم يغير لك سيستم زي ما المرة اللي فاتت مشى طبع مع إسرائيل، ده ما دليل على إنه حمدوك قاعد ضيف يا جماعة. عشان كده أنا ما قاعد أكاتل حمدوك، حمدوك ضيف شرف، كومبارس في اللعبة دي كلها، هو كومبارس كده زي البزول اللي بيشتغل. أيوة اشتغلت كده كويس، أي عليك الله، يلا غير الصورة بعد تعلينا بيه كده، أنت اشتغلت كده عدل الصورة. يعني الناس اللي بتفتكر إنه حمدوك ده حيغير، ما حيغير، ما ودي نقطة، دي نقطة مفصلية يعني في المشكلة ذاتها كلها. يعني البرهاني يلتغي، قال لك الليلة وفود بتاعت الإدارات الأهلية بتاعت جبل النوبة، البرهاني يلتغي البرهان، البرهاني يلتغي الحلو، البرهاني يلتغي نتنياهو، البرهان وده كله، ويجي يقول لك يا أخي ده تشريفي، ده التشريفيين يا أخي، العساكر ماسكين الدولة عديل يعني، تسير للدولة عديل، ويجي يقول لك لا والله ده كده كده لسه الزول ده شغال والزول ده حيعالج والبتاع، هو المعالجة بتاعته اقتصادية. أيوة إذن في النهاية هو في نقطة حقه يفهمه، والنقطة دي الليلة بدأ يفهم فيها الناس اللي بتتابع الليلة حمدوك، ما طلع له بتغريدة اللي هو طلع قال شنو نحن دارين استحضره. ايوه قال الرئيس، قال يا اخي اهم حاجه في الدوله اللي هو قال حمدوك الاجهزه الامنيه تلعب دور مهما في الانظمه الديمقراطيه. شنو؟ اي حمدوك قلت شنو؟ قال لك الاجهزه الامنيه تلعب دورا مهما في الانظمه الديمقراطيه. يا اخوي انت طيب، انت من زمان نحن كنا بنهنك، ما نحن عارفين انه الانظمه الامنيه دي ذاتها هي سبب المشاكل ذاتها وهي اللي بتخلق المشكله. يعني انت جيت بعد الفتره دي كلها تعترف بكلام نحن بنقول لك لنا سنه، بنقول لك الاجهزه الامنيه دي هي اللي بتلعب الدور اذا غزر ولا دور حسن، الاثنين بتسويهم هي. الليله جاي تقول كلامنا ده، نحن عارفين الكلام ده لنا سنه، هتعمل شنو في الاجهزه مش الامنيه الغمعيه دي؟ يعني اللايفات دي كلها تتكلم عن نفس المفهوم ده، تجينا انت بعد سنة الليل طالع لك بتغريدة والكلام ده، قالوا في كم جهة يعني، صدر في كم جهة، انه حتى في الصحف يعني طلعوها في الصحف، انا كنت داير اقراها كعنوان كريبورت عديل. طيب وينو؟ طيب وعليكم السلام. طيب ابرز عناوين الصحف، قال شنو؟ قال المركز يحدد اعلان لدينا احباط هروب سجناء من في غرب دارفور. طبعا دي عناوين الصحف، قال احباط هروب سجناء من في سجن غرب دارفور. طبعا يعني من المفارقات انك انت تكون قاعد في سجن وعارف انك انت سارق لك 40 مليون، سارق لك بيت، سارق لك عربية، وتكون حزين جدا جدا، الواحد السارق وطن قاعد في الرئاسة قايد البلد سارق وقاتل، وانت تكون قاعد في السجن في غرب كردفان ولا غرب دارفور، وانت تسارق لك، ممكن تكون سارق لك بهيمة ولا سارق لك خروف، حاجات محزنة خلاص. قال الخارجية مضمون حديث مريم أسيء عرضه،
والله هي مريم اساءت لنفسها برا. مريم دي كده خلينا اللي زي عرضها ما تكلمت عن حلايب وشلاتين. ليه مريم دي؟ هي مريم ذات المشكله انه هو جابوها يا جماعه دي طرديات، دي نحن حقه ما نتالم. يعني انا زمان بقول لك ما تتالم، الطرديات دي ما مغسه، دي ما واحده من المغسات والمواجع بتاعتها والاحزان بتاعتها. انك تجيب لك زول ما فاهم يعني جايبينه ليه؟ لانه هو دوت فلان الفلاني ودوت خاله فلان الفلاني وده قريب فلان الفلاني ودوت شيخ الحله. ما هي دي ضيعتنا ودي ضيعت الوطن ودي اللي حتضيع الوطن 300 الف سنه. ما ده 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 ما قانون يا اخي، يا اخي ده ما حكم من لا يملك لمن لا يستحق، من لا يملك لمن لا يستحق، لانه فعلا ما بيستحق. يعني الخارجية ده وزارة التجارة عودة الشركات الحكومية اكتشاف إهرامات ده كله كلام دقيقة. مرسوم دستوري بإنشاء نظام الأغاليم، ده الكلام اللي أنا بتكلم عنه. يعني أنا ده الكلام اللي بقوله لك. المرسوم الدستوري، المرسوم الدستوري اللي احنا دايما بنتكلم عنه، وده دي 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 بتأكد لك إنه هم ديل الدولة، ديل الدولة. الدولة منو؟ العساكر. الدولة منو؟ العساكر. ديل ودي المشكلة أصلا. طيب ده واحد اخونا بيتصل بي عشان كده حاولت، معلش اخرت. وقال حمدوك بيقول لك سنعبر وسننتصر وكده. انا بفتكر انه طبعا حمدوك عبر، يعني بالنسبه للشعب السوداني حقه يفهم انه الحاجه اللي بيتكلم عنها حمدوك حقيقه هو عبر، وهو هو هو سنعبر دي هو سنعبر منه، هو ما مع نحن ما معه. تخيلي هو معه حميتي ومعه البرهان، وهم فعلا عبروا يعني ويتمكنوا في عبور اكثر مما يبقى رئيس وزراء. يعني في عبور ثانيه اكثر من كده؟ كيف هو عبر يعني؟ خلى الشعب السوداني كله بكورك به، هنا قاعدين هنا وراكبين في المركبه المهترئه دي، وتعمل كده وتعمل كده. هو راكب طبعا قدام عنده الزورق الكبير، هو وحميتي وكباشي وياسر العطا، وبيعمل بعد شويه لسه ما دارين يلوحوا لنا، بعد مسافه حيلوحوا لنا يقول لنا نعتذر يعني انه ما قدرنا نسوقكم معانا. طيب مفهوم الامن عندنا متخلف جدا. الامن عندنا يتلخص في دوره في حمايه انظمه الدوله. هم دي المشكله فعلا. التحيه لك يا منو يا فيصل. فيصل اي اسال واحد قاري علم نفس يفتش لنا عشان نعرف غشوك ده. طيب حمدوك معتمد على المجتمع الدولي، بالعكس جاب وزير خارجيه كوز وقاصد ده. دي مبادئ. طيب ما انت في النهايه حمدوك، ما هو دي يعني طريقه اللي انتهجه ده، هو في النهايه باكد لك انه هو معك، هو داير ممكن يكون داير ينجح. هو يعني حمدوك ممكن ينجح، هو حسي ما في النهايه ممكن ينجح كده يمرر الشغلانه، ويجي في النهايه يعمل انتخابات تيوط كده، وفي النهايه تنبغش تاني يعني تتفرتك تاني وتيوط تاني وتبقى شاغل تاني. يعني انت ما عندك حلول. ما هو زي ما زول اللي بقوم يخت لك حاجه كده يقوم يلمع عليك من فوق وكده، لكن لو وطط قدم حتنهتك بيه. ما انت في النهايه بتكون سلمتها بنفس الطريقه القديمه وبنفس المضامين القديمه وبنفس المفاهيم القديمه. يعني انت ما عدلت شيء. انت لو عدلت شيء اوكي، لكن انت ما عدلت شيء. يعني انت في النهايه سلمتها بنفس القنبله الموغوته الموضوعه فيها، بجيش المنتظر 200 الهفوه بتاعت الدوله المدنيه عشان يتلف فيها، ولسه بيجهزوا في ضباط جداد. يعني حسي المفهوم اللي بيعمل فيه البرهان ده يا جماعه اصلا انت ما بتقدر تتصوره الا اذا انت بتقراه من زاويه معينه، تقف في الزاويه هناك في الركن وتعاين للحاجه اللي بتحصل دي، وتطلع منها ما تبقى زول سوداني وما تبقى متعاطف، تعيش الدور عشان انت تقدر تقيم الوضع، تعيشه وانت في واقع ثاني. عد نفسك من دوله ثانيه، من دوله شقيقه ان شاء الله.
ان شاء الله جزر القمر. في النهايه انت اقف كده وعاين لقضيتك دي، وانت عارف الحاجه اللي بتحصل فيها، بتعرف انك انت ماشي صح ولا غلط. يعني حسي تلاحظ انه الحاجات اللي بيعمل فيها البرهان والحاجات اللي بيسوي فيها حمدوك به هنا، عاين للبرهان بيقابل في منه وماشي يقابل منه، وبيرسي في قواعد بتاع دوله ديكتاتوريه جديده كويس، وعاين حمدوك شغال بياته قضايا، كل زول شغال بدلو بدلو بطريقه ثانيه. لكن الخطوره حسي في البرهان ده في انه اسرع وتيره، ماشي شديد، ماشي على اساس انه استحوذ على الدوله دي بكل السبل. يعني انت غير انه طلع القرارات الجديده بتاعت الدوله الفدراليه دي، قرارات ما قلت لك حتى الدوله كلها تتلمى ما تصدرها الا يصدرها مجلس تشريعي ويخش لمجلس الوزراء ويجي طالع من مجلس الوزراء، وفي دول اخذت فيها 30 سنه عشان تطلع، لانه بتطلع معاه قواعد واسس وبتعالج مشاكل الاصليه، ما بتقدمها شعاها كده. هو طبعا قدمها كده بوك على اساس انه هو غايه دوله جديده، وعشان منه عشان ناس أركم الناوي يمشي يستلم توالي ولايته. يعني اتعملت لأركم الناوي، شوف الفهم ده، شوف الفهم الجديد ده. يعني انت خلاص كده بعدنا دارفور يمسك أركم الناوي، ده الصراع الجديد اللي بيحصل هنا. انت مش داير القراية الجاية لو تمت الشغلانة دي ومش استلم أركم الناوي المناطق بتاع دارفور، بتبقى الحرب الجديدة، وبتبقى في تفلتات جديدة، وبتصهر ميليشيات جديدة. وتحداك لو ما حصل الكلام ده تعال تف لي في وشي، لو مشى بنفس الطريقة دي والنازل نفذ الاتفاقية ومشى استلم أركو، والله الموت ده يبقى في الشوارع، والله العظيم الموت ده يبقى في الشوارع، لأنه في حركات ما بتقبل أركو مناوي، ولأنه دي ذاتها يعني بتبقى فيها نوع من الحقارة لقبائل كثيرة جدا. في ناس تانية في حركات، يا هو عبد الواحد، في فلان. انت في النهايه وقت تيجي تسلم دارفور لاركو مناوي، ما هو ده نفس الصراع القديم تجاه السيسي الحسي، هو بكورك ده الليله بيطلع وبيصرح بدل يكون قاعد في السجن نايب دارفور دي كلها، صندوق اعمار دارفور ماكله، وديل قاعدين وكل الجهابز، ودار تجي فيها ناس صديق ودعه يا اخي، انت دار تحيي الدجل والشعوذه والنهب والسرقه في الشوارع، وشغال حسي في الشوارع. الناس اللي بيقولوا، الناس اللي بتتكلم عن الوضع في السودان الليله، القتف في الشوارع والنايف في الشوارع جهارا نهارا. دارت اقول لي كيف انت لسه مؤمل في انه الناس دي ممكن يمشي لقدام؟ ما الناس حتموت في الشوارع، والله الناس تموت في الشوارع. فيجي يجي يجي يجيك زي البرهان ده، هو شغال في الادارات الاهليه بمكن في نفسه، ومع السيسي شغال، ومع الحلو بحاول يفرد له صفحه جديده، ويصدر في المراسيم الفدراليه دي، والوضع يوريك وحمدوك بعين. حتى حمدوك ما قادر يقول لي يا زول انت شغلك ده شغل رجاله ولا ده شغل شنو؟ انت بيت قانون بتصدر لك مرسوم زي ده؟ طيب ما نحن متفقين عليه وموجود في الوثيقة يا زول، الوثيقة دي بتنفذها انت ولا بننفذها نحن؟ بتتغول على انت تغولت على السلام، وتغولت على التطبيع، وتغولت على الاقتصاد، وتغولت على الشباب، وتغولت على اي شيء دار تتغول على، حتى الدولة الحق تتهيكل بواسطة مجلس الوزراء، تغولت عليها؟ والله يا اخي والواحد انا طلع الكلام ده، انا والله قلت الناس حقه تمشي تسلم على الكومبارسي حمدوك. يعني التاريخ اللي قلناه والحمد لله انه هو بيمشي بنفس الطريقه بتاعته. بالمناسبه طبعا اديك النقطه الاخطر منها، اديك كمان الاصعب مني. شوف التمكين الثاني اللي انت ما جايب خبر وقاعد كده، الترقيات اللي تمت بتاعت الضباط دي ما الرشوه ذاتها بتاعت التمكين بتاع الدوله الجديده دي، ما رشوه ده في وقت زي ده بتقوم ترقي ناس عشان تقول لي في ناقص، ودي الفتره بتاعت السنه الجات. لا حسي، هو انت عندك ضباط كده زي الناس مالين مركزهم تمشي ترقون لشنو؟ هم سووا شنو؟ ما انت حسي الترقيات دي حقه تجي عن طريق شؤون الضباط، حقه تجي عن طريق هيئه الاركان، لا بقت الشغلانه مختلفه، ورق وقلم
ويقعد القريب القريب للبرهان يبدا يكتب فلان هاي اديه يا اخي ظبط له ده اديه يا اخي ده ما حيسندنا لو اي حركه حمسكوا المنطقه الفلان لا لا ده اهم حاجه النغيب ده ادوه طوالي لانه ده حمسكوا الكوبري لو حصلت اضطرابات وما اللي حيضرب لك الشعب السوداني منه ده تفكيرهم كله في انه كيف انه يستحوذوا على الدوله قلت لك الترقيات ده حتدخل البلد في مشكله لانه انت بعد ده زي ما تقول ولده الحاضنه بتاعت القتل والسحل انت قال الجيش والحواضن بتاعته دي اللي بتمه كده ده ما لسه على النمو بتاعه ده للاسف الشديد طفيلي غاتل للمجتمع البذور دي اللي بتنبت دي اذا كانت جيش ولا دعم سريع دي حتحصد المجتمع سامة انت محتاج تقوم تنظمها من تحت وتديها السماد بتاعها من الجذور تستأصلها وتبدأ تزرعها من جديد عشان تكون ما سامة الجيش سام بالنسبة للوطن ما تسمع ليه الكلام بتاع الناس اللي بتشكر في الجيش يا جماعة الجيش ده ما في النهاية هو جيشنا ومنظومة لازم تكون موجودة ونحن مؤمنين بها إمام مطلق لكن عدم وجود الوطنية فيها واندثار العقيدة الوطنية بتاعت الجيش ومفاهيم ذاتها وتربيتها اختلفت من الحاجة اللي ظهرت في العالم على أساس أنه هي نوع من التطور أنه العسكري ده في النهاية مهمة أنه يحمي الوطن يرجع لأعباء الوطن ذاته يرجع للأعباء بتاعت مساندة الوطن ومساندة المواطن الوقوف معه في الكوارث حماية الوطن حمل السلاح دي كده واجباته لا اتناسى رمى الكلام ده كله بقى هو ذاته بالبندقية ذاته اللي انت اديتها له عشان يحميك بقى يغمعك بها ويقتلك بها ده ما مفهوم تحرف انت محتاج تعيده عشان تعيده انت محتاج تهيكل هيكل عديل ما في علاج ده منظومة حيتهربوا منها ويلفوا بهنا وكده حيكون مستمر لكن هسي الليلة لو تابعته عبد الرحيم دقله طالع بتغريدات بخلد في الدعم السريع وبيصنع منه بطل وبيحكي في القصة عبد الرحيم أخو المعتوه عبد بخيت لعنه الله طبعا في ناس كثيرين بتضايق من نبذيلة بخيت دي طبعا في ناس بيحبوا بخيت مقروشه كثيرة طبعا وبيدفع طيب أنا قبل ده هي سمعت باني منقول سوداني عايش بامريكا دي سمعتها طبعا انا سمعتها برضو بشكليه مختلفه بدري يا اخونا هي سمعت باني صح اللي هو نحن ما قادرين نقود بلدنا فعلا نحن دائما بتيخنا دائما بنختار السيء طبعا سمعتها داري انا عندي حاجه داري اجيبها في الجزيره قبل مرت علي اولا يا جماعه التحيه للطبيب تم اصابته نزل الله انه يعافيه والطبيب في مستشفى مدني وطبعا دي حاجه طبيعيه قلت لك لانه في نقص وفي حاجات كثيره جدا وفي معدات ناقصه وفي الاطباء ذاتهم هم بدوا يفتشوا في انه يتخارجوا يعني بدوا دارين يفتشوا انه يطلعوا عشان كده الحاجات دي حتحصل كثير جدا للطبيب عنده نفس للتعامل مع المريض وللمريض عنده نفس للتعامل مع الطبيب ودي حاجه خلقتها الحكومه حقيقه بالضغط الحاصل ده بالنقص بتاع الأدوية والنقص الحياة المهمة الضروريات فدي خالقة مشكلة يا جماعة والواحد خايف ذاته الواحد بيشيل الروشتة وبكون بيرجف هو ذاته خايف طيب التحية لوني يا جماعة قال وزارة الصحة طيب أنا داري أجيب ليه لأنه في موضوع قريته قبل وزير الخارجية الموريتاني كده خلينا منه الثروة الحيوانية أنا قريته قلت أيوه ده مني طبعا فرحان فرح شديد جدا جدا طلع هو قرار عودة البلاد للحكم الإقليمي الفدرالي خطوة مهمة في اتجاه إعادة بناء تنمية متوازنة وعدالة وهو مفتاح رئيسي لوضع حلول جذرية لكثير من التعقيدات الإدارية والاقتصادية نرجو أن يتم تطبيق هذا القرار بذات الروح التي صدر بها يا الله مني طبعا يعني أنا ما قلت لك الناس ذاته شفقانين شفقة والله شفقانين يعني والله الناس شفقانين شفقة معلش في زي كانت جاتني مكالمة داخلة جذرية لكثير من التعقيدات الإدارية نرجو أن يتم تطبيق هذا القرار بذات الروح التي صدر بها يعني هو ذاته مني ما شفقان ما هي ده القرارات اللي قلت عليك هذه على اساس انه مني ذاته هو في النهايه تقايل شنو ما هو الزول ده كسر الجمود
ما هو كان لسه عمان الشغل ده ما انطرح، الشغل بتاع الدولة الإقليمية الفيدرالية دي ما انطرح لسه، لكن هو موجود في اتفاق جوبا عشان يقوم يتنفذ عنده بنود، فهمتني؟ يعني انت ما بتقدر تنفذه ساي، وكانوا لابتين يعني كل زول ساكت، فطوالي البرهان ده قام كسر لك الجمود كله، أصدر قرار دمر الشغلانة كلها وشيدها هي من عدم. يعني حسي القرار ده كله ما فيه دراسة، أنا أتحداهم حسي دي الدولة اللي بيتكلموا عنها حسي دي، أنا بتحداهم عديل كده، أنت وقت تجي تنفذ لك منظومة زي دي عشان أوريك إنه الناس ما بعرفوا سياسة ولا حيتعلموا سياسة، هي كلها الكلام ده بس اتكتب الكلمة دي الفيدرالية دي، هم دايرينها عشان من يركم الناوي يمشي للإقليم بتاع دارفور، يمسك الإقليم بتاع دارفور، لكن كمنظومة كده تندرس وتعرف هو حيطبق كيف. انت تخيل انتقلت من نظام حكم لنظام حكم، بتموها كده عليك الله، بتموها كده يا اخي، ده مص قوت ذاته عشان اوريك انه الناس ما بعرفه يا اخي، عشان تجي تغير من نظام لنظام محتاج زمن طويل جدا، ومحتاج مفاهيم كثيره جدا، ومحتاج انه ذاته يكون مشروع مدروس مخطوط كده. حتى النظام الفيدرالي بيختلف من دوله لدوله يا جماعه، ويختلف من نظام لنظام، البروتوكولات بتاعته بتختلف، رغم انه في النهايه السياسات الرئيسيه بتكون واحده، لكن في النهايه انت بتكون عندك منظومه حاجه جاهزه الناس بتقراها، بتعرف الحكم اللي انت دايره، ما بتقوم الليله تعمله وبكره تعين فيها، معقوله؟ يعني انت زي كانك انت خطت لك سلم يعني وبراسك كده قلت يا اخي ده الطابق الثالث، ونزلت الناس في الطابق في الطابق الثالث، ايوه زي كانك خطت لك بس منشاه في راسك يعني، ايوه ده الطابق الثالث، ارجعوا الزول ده في الطابق الثالث، وارجعوا الزول ده في الطابق الرابع. طبعا هو في النهايه حيمشي يقعدوا في مكاتب فاضيه، وحتكون نفس الفشل، بعد شويه حجون لك الزهجه، بعد شويه عساكرهم المعاون حيسهجوا، بعد شويه حينشبكوا مع المواطنين، بعد شويه حيفكوا رصاص، دي كده الحلقه حتتعاد بنفس التفاصيل بتاعتها. زي الحلقه بتاعت حسي مريم الصادق المهدي وعبد الرحمن الصادق المهدي وكده، نفس الحلقه بتاعت خالد سليك مع جمال الوالي مع فلان الفلاني، مو هذا زمن ترقيتهم جات؟ قال لي زمن ترقيتهم جات. طيب الترقية دي ما قاعد تطلع كده، الترقية دي بيكون بيجهزوا لها، لو انت لو الناس بتستحضر يعني كل فترة بيحصل لها تجهيز، وانا حسي انا بقول لك يعني انت حسي الناس الحق يفصلوه يعيدون، الناس المفصولين الحق يعيدون ما عادون ليه؟ انت كده خلينا من الترقية دي، انت ما في 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 ناس منتظرين لهم سنتين، منتظرين ديل انظلموا من النظام السابق، تم فصلهم تعسفيا وتم طردهم من الخدمة بسبب انه هم بنادوا بالحق واقفين معك في الثورة دي، قبل الضباط اللي ما وقفوا معك في الثورة دي لغاية حسي، ديل حقه كانوا يعيدون، ليه ما عادون؟ ليه ما عادوا المفصولين اكتر من كم 6500 ضابط وقريب له كم 60,000 من العساكر، شالون النظام السابق وحقه يتم اعادتهم، شالون عشان كان بمكن في الدعم السريع، كان بيجهز في الدعم السريع، عشان كده شال العساكر ديل وشال كميه كبيره جدا من الضباط. حسي حاليا الوضع اتقلب، ليه ما يعيدون؟ ما يرجعوا الناس ديل قبل ما يعمل الترقيات والحاجات اللي احنا بنشوفها دي. متفلتوا اسمع الكلام ده، الجزيرة السودان متفلتون يعتدون بالأسلحة البيضاء على شنو؟ على المركبات في شارع الهوى جنوب الخرطوم، وينهبون ممتلكات عدد من مستغليها مساء الخميس. يعني ده الشغل اللي أنا بقوله لك ذاته، أنا بفتش لك قلت لك يا هاي ما كده بس، امبارح لو قريت الصحف برضو ناس متفلتين في الشارع العام نهب جهارا نهارا، ده كده عديل في الخرطوم وفي مدرمان وفي بحري، ده الجو من وين يعني؟ فكتن يا هو فكتن عايشه دي، ودي حتى عايشه دي لا حسي قاعده كيف ذاتها، دي فكتن عايشه من الناس اللي فكتن عايشه دي ولا ايته عايشه طبعا ذاتها. شوف عشان تعرف انه والله يا جماعه الناس دي كلهم نقسم بالله العظيم يفقعوا المراره ويزيدوا الغولون ويعملوا مشاكل والله. يعني عايشه دي انا قريت قبل بتتكلم عن شنو، قالت الدخول قوات مني اركم الناوي اسلج الصدرنا، يعني انا ما عرفت ارد لها اقول لا يعني انت اسلج صدرك كيف يعني انت كده وريني، انت كنت بتحبيهم يعني من زمان منتظرهم، كنت منتظرهم في شارع الهوى، اسلج صدرك في شنو يعني؟ انت صدرك ليه حسي صدرك ده ما تذكر الناس اللي ماتوا وجابوك في الكرسي ده؟
ما قادره تتذكري عشان تسلقي صدر امهات الشهداء وشهداء الوطن ديل ما بيسلقوا. ما تشوفي صدرهم كيف بينسلق على الاقل. ايش ده يا اخي؟ والله ناس مرض اقسم بالله العظيم، يعني قدر ما تيجي تتكلم عنه وتستغرب ديل جو كيف اللي اختار منوع الشدي يا جماعه. دي جابوها من ياتوكا، نيكولا دي جابوها من وين؟ رجع نيكولا اللي قالت ما بتعرف مدنيه، دي جابوها من وين ديل يا اخي؟ يا اخي دم المرض ذاته ليه حس يقول لك يا اخي الحكومه ماشيه لقدام؟ ما حتمشي يا جماعه. يا جماعه الحكومه دي بتتمدد بنفس الطريقه بتاعت عمر البشير. قلت لكم حتحصل الانفراجه، والانفراجه حصلت ولا ما حصلت؟ انا كنت بعلم، ما كنت بعلم، عارف اللي بيحصل ده، وعارف انه بعد ده حتحصل، بعد ده حتحصل المشاكل، وحتحصل شنو؟ حتحصل الضيق. بعد ده بيحصل الضيق. انت قال الضيق ده قلت لك بيخلقوا منه؟ ما تقول لي سياسه البنك الدولي ويفتحوا البنك الدولي ويدعموك ب 300 مليار ويدعموك ب 400 مليار. اقسم بالله العظيم الخشومه الفاتحه الشرهه دي الجايعه دي، اقسم بالله ما تخلي حاجه للوطن. وده نظام نحن حفظناه وعفظ زي 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 الحاجه اللي انت بتعملها كل يوم، حافظينه ونعفظ. ما حيقدروا يسووا اي شيء، اي قروش تجي بيبلعوهم ذاتهم. ولو ما بلعوهم ذاتهم، لو بيقوا ناس نظيفين وقت تنزل تحت الجيوب اللي هي ما حتجي في ادارات بتاعت منظومات، اذا كانت وزارات ولا اذا كانت منظمات ولا اذا كانت جمعيات ولا اذا كانت حاجه اي منظومه هي حتنفذ المنح والقروض دي حتبلعها. لانه ما تغير يا جماعه السيستم، لانه ما تغيروا الناس. اتغيرت بعض الوجوه فوق غيروا رؤساء الادارات المحاور كده، لكن الكيزان لسه قاعدين لسه يعني متمددين في الوزارات دي. قدر ما تمشي حتحصل لك، حيحصل الصراع المشاكل والولغ والنهب. ودي حاجه بوريك يعني ده اقتصاديا انت بتقدر تمشي، لانه حمدوك لسه ما قادر يسيطر على الاقتصاد بتاع الدوله. ولو سيطر ما يقدر يعمل حاجه. حتقول لي صندوق الناس ديل حيدعمونا؟ حيبلعوها ديل، حيدعمونا حيبلعوها. حسي الليله مش قالوا يعني كلامنا زمان 5 مليون دولار هي عايد بيع الحصائل بتاعت الصادر دي، مش اصدروها الليله ناس البنك المركزي قالوا عندنا 5 مليون نحن بنضمنها؟ انا بقول لك بعد ده ايام معدودات والنازل بينهاروا. مش قاعدين حميتي مش قاعد، البرهان مش قاعد، الامن مش قاعد، الشرطه المحترمه دي مش قاعده. ما حنمشي لقدام. شفت ديل قاعدين؟ ما حنمشي لقدام. دي دوله عسكريه جايه عديل كده، استعد لها بس، استعد لها. وهي ضمنت بعدين كده، بعدين الناس الواقفه مع حمدوك، الناس الواقفة ضد حمدوك ما بتقبلهم. فهمتني؟ الناس اللي حسي واقفة مع حمدوك بكرة وقت يجي يقفوا ضد حمدوك الناس حتطنش منهم. ده ما صراع بقى بتاع شنو؟ بتاع انك انت زمان وقت وقفت معاي، انا ما وقفت معاي لان ما بقول ليك. انا حسي شخصيا انا بحكي لك عن ناس، عن مجموعة كبيرة جدا حسي هي بتعاين لكم. لكن وقت تقتنعوا بانه المنظومه دي ماشيه عسكريه وتجي تكوركوا معانا، نحن بعدين بنقبل منكم بنشح بوشنا، لانه ما بقدر اقف معاك. ما ممكن تكون بليد كده يعني، انت ما ممكن يعني تضيع الوطن على اساس انه انت مؤمن لك في 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 حاجه ما بتتحقق. يعني زي ما قلت لك قبل كده، يعني انت مؤمن زي المراه عايشه مع مراه منتظر يجيبوا لك اطفال، زي رجل عايش مع رجل منتظر ينجبوا اطفال. انت غبي ينجبوا كيف؟ دي ما بتجي يعني، دي ما بتحصل يعني. فانت ده اللي بيحصل يعني. حسي ما هم متناغمين وهم متزوجين وعايشين في حياه هنيه جدا جدا، وهم اللي عبروا. حسي هم عبروا، واي محل يمشي الدكتور عبد الله حمدوك بعد ما ينتهي بعد ما يدمرنا ويفوت بيشتغل في اي محل، وهو ما محتاج ثاني يشتغل. ناس حميتي حيستلموا الدولة دي، وبرهان حيستلم الدولة دي عاجلا أو آجلا. والأسوأ من الكلام ده كله إنه يعني المخابرات الإماراتية دي تقوم تصفي البرهان عشان تركب لكم حميتي ده طق، وحدث ما حدث. انت قايل خدتو نايف ساي زمان ساي، انت قايل الناس زي الجرولك في كلمة نايف دي ما موجودة في الوثيقة.
ما موجوده في الوثيقه. طيب ليش ليه داري نايب وما نايب؟ لانه هم خاتين الكلام ده، لانه الامارات وقت جابت حميتي هي قررت بعده انها تجيب برهان، ولانه برهان جايبينه هم ذاتهم. الكلام ده مكتوب ومعروف، حسي بقى واضح يعني، قلنا زمان الناس ما صدقته، بقى واضح بانه حميتي هو جاب البرهان. والكلام ده قاله عبد الرحيم، ده قال له شوف الكلام ده قاله هو اخوه. يعني لو انت سمعت كلام عبد الرحيم ده قال له في التصريح بتاعه الطويل ده، وبيحكي بيسرد وبكذب وبنافق في انه كان واقف مع الثوره، هو من الناس اكد لك بانه نحن فعلا هاي قلنا احسن برهان. اول ما قالوا البرهان قلنا خلاص ده بس البرهان ده ذاته. الكلام ده بوريك انه الناس الشغل ده مفصل وقراه عبد الرحيم كثير حتى يجي يطلع يكتبه ولا يتكلم عنه. ودي الدوله الحسي لو قام مات، لو مات فيها البرهان مسموم. وده وانا تخيليه قبل كده حاولوا الكلام ده، اللي انت لو بتتذكر البرهان ده كان اول ايام الثوره اخذ لي عيه شديد جدا جدا، لما بقى ضعيف جدا جدا زي اللي كانوا عملوا له حاجه. فاظنها الشغلانه ما مشت فيه، اهله تلاقيت كاملوا كده وتموا له شغله وفكوا له الشغلانه اللي عملها له. لكن زي ما قلت لك عاجلا او اجلا حيحاولوا يصفوا لك صاحبك ده ويركبوا لكم حمايتي دي. والله يبقى رئيس مجلس سياده يجوط لك جوطه، حتبقى كلها بس الحلب منو والصرة منو والغنماي القبضة منو والماعز قبضة منو. ما هذه ذات الدولة الماشة يا هالدولة، قلت لك بعد المخدرات التجارة جدا ده ما خلاص ده يعني حيجيب لكم شنو؟ يعني حيجيب لكم دكاترة؟ ما حيجيب لكم هو بتاعنا المخدرات، حيبدأ تفاهمات جديدة مع كولومبيا مع كده، بعد ما يمشي هو ذاته يعمل اتفاقية جديدة مع كولومبيا، واحتمال يدفع لهم الدية هناك في كولومبيا الأصلية. والله انت مشتكر انه يعمل لك شنو حميتي؟ يعني يقدم لك شنو؟ وبعدها حيقدم البلد دي في طبق من ذهب للامارات والسعوديه. وبالمناسبه كونها انها تتقدم بطبق من ذهب للامارات والسعوديه، امريكا ما عندها مشكله، لان امريكا في النهايه بتشيل حقها من الامارات والسعوديه. يعني شغل الغزل ده كله والاموال دي كلها امريكا بتنتفع فيها، هي خاتون على اساس انه زي الحرس ينهبوا لها عشان ما تبقى شينا. امريكا طبعا دوله ديمقراطيه وفيها حريات، فمن الصعب انها تنهب بصوره مباشره، بتقوم تاخذ لك اهلك زي ما حس الصراع الحاصل في دارفور ده اللي بيحصل ده. هم القتال ده حميتي ده ما جاي من الهند، جاي من المنطقه دي ذاتها، بيقوم ياخذ لك اهلك يقاتلك نفس الطريقه. اها امريكا خدت لك منه؟ خدت لك الامارات والسعوديه اللي هم ذاتهم الشفع ديل، هم بينهبوا في خيراتك وبحولوا لنفسهم بينهبوا جزاء الكلام ده، بيدفعوا ضريبه. الضريبة دي بتتم زي الشغل بتاع محمد بن سلمان، ال 400 مليار اللي ادى للامريكان، قال حماية سلاح، اشترى منهم سلاح، رغم انه المنظومة اللي هي موجودة بتاعت الدفاع الامريكان قبل ايام معدودات كانت ترام سحب البطاطير بتاعتها على اساس انه هو بيضغط على السعودية. وحسي الحسين كانوا بيتكلموا، قالوا الوقت الامريكان انه بيقفوا متفرجين في الحرب دي، نحن اسبوع بس بنخش لك للملك محمد بن سلمان، بنخلي لك سلمان براو ومحمد براو. ديل الحسين قبل دقائق انا كنت بسمع لهم، وفعلا الحسين لو فكون. بالمناسبه انا زمان كنت بتكلم عن الحرب دي والبدري، يعني انا عارف انه طبعا اليمنيين ديل بالمناسبه يا جماعه ناس شرسين جدا جدا، يعني التحيه لاصدقائنا اليمنيين ديل، والله العظيم مغاتلين شرسين بصوره ما تقول لي دعم سريع ولا قتل سريع ولا كده. ديل في ارضهم دي ما بتهزموا. وبالمناسبه طبعا الكلام ده ازعلوا منه ناس جمال عبد الناصر، المصريين ديل ماتوا متضام في اليمن دي ذاتها 50,000 دقون دق العيش. الناس ديل الواحد بيشيل له بس باغه بتاعت مويه وبيشيل سلاحه وبيطلع الجبل ده، تاني ما بتقدر المنطقة اللي بيقعد فيها تاني ما بتقدر تحوم فيها، ما بيقدر يخش فيها عساكر، لأنه قناصين وسريعين جدا جدا، وناس دي أراضيهم وحياتهم ذاتها غاحلة وجبلية، فعشان كده ما في زول بينتصر عليهم. وعشان كده أنا متوقع إنه فعلا تبقى مغبرة، للأسف الشديد هي مغبرة بتاعت أبنائنا. يعني ما هو الدعم السريع ده ما كله جاي من نيجيريا ومالي، فيه أبناء الشعب السوداني، يعني ناس مغيبين، ناس بيخشوا على استحياء، والله ناس كثيرين جدا بيخشوا على استحياء، الواحد بيكون خجلان وبدزدز في وشه عشان ما يشوفوا الناس، زي اللي عامل له جريمة. ف من النظارة يا
الغريبة قبل المسار اللي كنا بنتكلم عنه قال مسار يهدد بتكوين حركة مسلحة. طبعا الشغلانة دي يا جماعة قلت لكم دي ما بداية، أنا قبل وقت بتكلم لكم عن عن البداية دي حقيقة، قلت لكم نفس المفاهيم بتاعتي. مسار ده مسار على مسار وشارف على مسار، اللي هم ناس حميتي ذاته الحايمين حول حميتي ديل بيفتكروا انه الشغلان الكيكه دي وقت جات اتوزعت زي ناس مني اركم الناوي وناس جبريل وحجر ديل الدون، وكيف ما يدونا نحن؟ قال له يا اخي التكوز لا لا، هي ما الشغلانه بقت يعني مفتوحه، ما هي كيكه، ما في حاجة اسمها ما يدونا، والله ما يدونا نعمل حاجة طوالي نمشي نشيل سلاح. ما هي الشغلانة بقت أي زول طالما أنت حليت له مشكلته، يعني هو شال سلاح وحليت له مشكلته، بعد ده يتحزم ويتلزم كحكومة. انتظر بعد ده، دعك من المنتظرين، والله العظيم والله كله 10 أنفار يشيلوا سلاحه وبعد شوية ينهبوا. ما أنت غننت وعملت مشروع وفيه فايدة وفيه رزق. أنا شخصيا كمواطن مغيب بسيط قاعد في منطقة خلا، ما عندي اي امال وطموح. سمعت بانه في واحد اسمه محمد حمدان دقلو بين قوسين بخيت، الزول ده كان قاعد في نفس محلي دي وما بيعرف يقرا وما متعلم وزول بليد جدا، وكان بيبيع كرشه وكان بيحلب البهايم وكان بيبيع البهايم ده شغلته، تاجر بتاع حمير. فجاه كده الزول ده بيعمل له حركه كده بسلاح، بقى نائب رئيس مجلس السياده. يا زول طيب انت انا منتظر شنو؟ طوالي بجري على بندقية. ما هي شغلانة هم 5 6 7 حتبقى حتنشط الشغلانة دي، لأنها بعد ده انت ما غننت عملت لها مشروع وعملت فيها اتفاقيات وفيها عشان كده الأمريكان ديل قلت لك أصلا ما بيتفقوا على القضايا بتاعت الإرهاب. يعني بنك واحد إرهابيين دخلوا بنك يقعدوا يتفاهموا معاه على أساس إنه يدوا دية ولا كده، دي ما في، لانه يفتكروا انه بيبدوا مشروع جديد لحاجات زي دي. احسن يعني يموتوا الناس الجوا ويموتوا الناس العمل الجريمه دي مما يقوموا يغننوا الشغل ده، لانه كل نفرين تاني حيخشوا بنك وحيشيلوا سلاح وحيحتفظوا بالرهائن وحيقتلوا. فنحن عشان نغني احسن نقرضوا. بالمناسبه الكلام ده حصل لبوتين برضو اول ايامه، كان رئيس وزراء في الوقت ده. بوتين ده كان رئيس وزراء في الوقت ده، كان يعني على ما اذكر. وقاموا جل الارهابيين ديل، والله انا شوف التواريخ ذاتها بقينا ننساها لان انا كنت متابعها. يعني الارهابيين ديل دخلوا كنيسه، دخلوا لا مسرح، اكبر مسرح في روسيا هناك كويس، وكان عندهم مطالب بيطلع سراح بعض المعتقلين السياسيين ولا كده ولا بتاعين دولة تانية، نفس القصة بتاعت الأفلام بنفس المفاهيم. تعرف النازل يعني وقفوا لك روسيا دي كلها على كرة واحدة. طبعا الروس أولاد كلبة جدا جدا، فقاموا فكوا لهم شنو؟ فكوا لهم نوع من الغاز في المواسير بتاعت اللي هو التكييف. يعني كان شوف في اللحظة دي أول ما فكوا بعد 10 دقائق دخلوا لقوا الناس النايمة، الناس اللي ماتت 1500، الناس دي كلها نايمة أصلا. طبعا زول شايل سلاح ده ما مشى عليه، ما هو زول إرهابي ده ما مشى عليه، والنازل جايبينه وراكدين كده وشايلين الدنامات والمتفجرات والدنيا والعالمين ده ما مشى عليه. طوالي خشوا الدكاترة بيضعنوا حقن، بيدوك حقنة كده وبتفوك لأنه لو ما ادوك الحقنة دي بتموت. تعرف يعني في ناس اتدبلت لهم الحقن وفي ناس ما أخذوا الحقن ماتوا. الماتوا قريب لألف وشوية ولا كم ولا أربعة، أنا ما بتذكر لأنه التاريخ قديم. لكن في النهاية ديك طبعا في جيتهم دي شالهم ميتين، يعني ما ولا ادوهم حقنة ذاتها كويس، على أساس إنه يا أخي أنا ما بفاوضك يا أخي، أنا أنت ماشي بالطريقة دي أنا ما بفاوضك، انت بسلاح انا ما بفاوضك، انا تدار دولة، هي مطالبك شنو؟ هي مطالبي حرية سلام وعدالة، مطالبي دولة بجيش وطني بعقيدة وطنية بمفاهيم مختلفة، فيها حق المواطنة فيها حق الحقوق بتاعتي. لكن كونه انا قاعدة تبقى وزير وانا ابقى وزير، دي سيمة كيكة ودي سيمة مأكلة ويسيمة سرقة ويسيمة نهب للوطن والمواطن. دي يا دوبك تدخل في خانة الارتزاق الحقيقي، يعني مرتزقة مع مرتزقة.
يعني انت اول ما تقعد مع مرتزق، يعني انت محمد حمدان ده قال له ده، ما هو ما عارف نفسه، لو عرف نفسه عالميا بيتقال عليه شنو؟ بيعرف انه هو فعلا مرتزق، يعني زول قاتل. الصاله والغاز، قصه الصاله والغاز. انا والله انا سمعت الغساله او قريت الغساله. الغساله دي طبعا عندي صاحبي، تحيه له اخونا نزار، كنت معذبه اشتريت لي غساله. المهم يعني غساله كبيره يعني عشان تشيلني، يعني تشيل هدوم الاولاد وكده، انا ذاتي ممكن اخش اتغسل فيها. المهم اشتريت حاجه وجبتها البيت، عشان تعرف انه الشغلانه اي شيء هي محتاجه متيه، محتاجه مؤهلات، محتاجه معرفه. اها خمشنا لك الغساله وفرحانين، جبناها خطيناها طوالي جوا، اربطك اربطك اربطك. طبعا الزول عالم، انا ما عامل فيها عالم، ما سوداني، سبع صنايع والبخت ضايع، دي طبيعتنا طبعا. لك لك ربطتها تمام التمام. اها وشغلتها، اشتغلت يا زول، شغلتها. قلت له شغلتها عادي يا اخي، ما نحن ذاتنا التكنولوجيا، يعني نحن ما بعيدين من التكنولوجيا. بعد استمتعت بالقصه يعني، وجيت قعدت بشتغل في لايف كده، سمعتهم بيكورك وقفلت اللايف، كان قبل يومين. اتضحت انه قامت من فجتها دي البتاع دي، الغساله بتنطط، واتصل المرحله الاخيره بتنطط. ولدي ذات صغير كده دخل الحمام وكشافه بتنطط جاري، يا زول قال لي غسالتك دي داخله علينا البيت. حاجه اكفلك اكفلك، قفلنا الغساله. بقيت في مشكلة انه معقول غسالة جديدة بكرتونتها، يعني امشي اجيب لها صناعي ما بتجي. فتشك فتشك، فتشت الورق، قلت اخش في البتاع بتاع اللي هو خارطة الطريق بتاعتها، ما نحن اي شيء عنده خارطة الطريق، قلت اشوف الخارطة بتاعت الطريق بتاعتها وهالح. فتشتها ما لقيت. عندنا صديق لينا ضربت له، يا اخي حاصل حاصل، قال لي في مسامير كده، انا وكنت جابها لي قبل كده فكيتها، في مسامير بفكوها من ورا. هو بتونس معاي، جاء صديقه برضو في التلفون يا هو بنتكلم، فقام قال لي غالب ده عنده كده، قال لي في مسامير اربعه في الكوه. جيت وقت فكيت المسامير، لقيت فعلا مسامير، لكن وقت فكيتها زي يعني زي المكنه وقعت. انا قلت خلاص الموضوع انتهى، يعني بفكفك في المسامير خوابير كبيره جدا جدا. فكيتها يا زول، فكيت المسامير، توكلت على الله وشغلتها اشتغلت. وكي جات في المرحله بتاعت النطاط ما نطتت طبعا، لانه دي اصلا دي كان علاجه يعني. اتضح انه طبعا هو وقت يجيبوها من الاول بيكونوا شادين المكنه فوق على اساس انه ما تنضرب المكنه من تحت في النقل وفي الشحن، لانها تمشي دول كثيره. انت وقت المحل اللي بتصلها في النهايه انت بتفك المسامير دي، بتنزل تحت هي بتثبت بتعمل قاعده. عشان كده قلت لك يا اخي مريم الصادق ما ممكن تنجح الشغل ده، ما ساي يا جماعه، الشغل ده ما ساي. اذا كانت دي غساله انا جهجهتني كده، دي وزيرة خارجية يا جماعة، وزيرة خارجية دي بروتوكول يا جماعة. دي قال أنا في عنتر ابن شداد، مشت قالت لها خطاب ارتجالي وقفت كده. يا دول انت قال نفسك الفرس ده، انت قال نفسك منو تتكلم؟ عشان كده هي حجلت يا جماعة. نحن ذاتنا لايفاتنا اللي بنطلعها دي الواحد بيكون دقيق شديد جدا جدا، لأنه كلمة بتهوي به. انت قايل الزول اللي بكب مع حصائل الالسن دي ذات اللي بتكبنا في جهنم، وغير بتكبنا في جهنم، بتكبنا معاكم انتوا ذاتكم، بتبقى بوابه للعنصريه، تخلينا من انه تجي هي عامله فيها اسمها شنو، عنتر ابن شداد، ولا عامله فيها الفرزدق. طوالي جات تتكلم ارتجال، يا زول شيل لك ورقه احسن تقري من ورقه يا اختي. هو حميتي قاعد يقرا في ورقه، رغم انه بيقرا كله حرف فراوي، لكن بيقرا وقت يعني اي حرف في شرط مباراه، ولا طبعا لا فيها كسره لا فيها شده لا فيها شغل ساي، لكن برضه افضل من كلامك اللي قلتيه ده. عشان كده حميتي اخطائه كانت بقت اقل منك، شوفي خطا واحد رجعك ورا حميتي 300 درجه بكلامه اللي بيقوله ده، وهو معذور طبعا حميتي والله. فقلنا يا جماعه في فقه العلوم السياسيه لا يمكن اداره الدوله بقوه السلاح. ثانيا السلطة السياسية عليا ودنيا مصدر. هذا الشيء طبعا انت بتتكلم عن دستور يا اخونا فيصل، هو كلامك ده ما موجود، لكن الكلام ده ما هو مطبق هنا. ما هو الحسن بقود الدولة العساكر، شفت شو انت قايل شنو؟ انا ما قلت لك هو الاستقرار ده ما حيحصل، هو في النهاية انت قايل الصراع ده ذاته صراع بقى شنو؟
يعني بقى صراع بتاع دولة كاملة كده، يعني حصل فيها مشاكل اضطرابات. انا حديك كلام غريب جدا، قلت لك انا المشاكل بتاعت الذهب وارتفاع سعر الذهب والدولار والمشاكل دي كلها، انت قايل المسبب فيها منه؟ ما هو الحكومة والمواطن سوا. ما حس المواطن بقى ما عنده صيغة في انه ياخد قروشه في البنك. انت كمواطن هتاخد قروشك وين؟ في البنك؟ والله ما بتقدر تاخدها في البنك، لانه البنك انت الاليه دي بالنسبه لك فقدت الصيغه من ايام عمر البشير. طيب انا اخد قروشي اخدها وين؟ ما انا اي مواطن عاقل كده داير احافظ على قروشي، يا اما حفظتها دولار ولا حفظتها ذهب. ما هو فهم، انا ما ممكن اكون بليد. اذا الذهب والدولار اكثر زول بيشتريهم منه المواطن. طيب الخالق المشكله منه؟ ما المواطن برضه مشترك فيها، يعني خالق المشكله الدوله بان عندها مصارف قريبه، مصارف هي ذاتها محتاجه تتهيكل وتمشي لصالح الدوله، والمواطن اللي بقى خايف من انه ياخذ قروشه في البنك بيقوم هو ذاته يسبب لك في الدولار ده. اذا في النهايه الاستقرار ما الاستقرار الاقتصادي حيكون فيه مشكله. ثانيا في الاستقرار الامني ما في، معدوم. يعني انت ما عندك استقرار اقتصادي، هاي ما عندي استقرار اقتصادي، وبلدي طوالي منهار ومشاكل كثيره، ومنتظر لسه صندوق النقد الدولي وعندي منح كثيره جايه، يعني لسه هاي لسه ما ادي كورتي. عمر البشير هاي فات، لكن احنا برضو مادين كورتنا، يعني منتظرين القوايات دي اللي يصدقوا علينا. والواحد يجي زمان يقول لك انت كنت قاعد في البارات وحسي هذه القروشن، دي قروشنا. الناس زمان كان بتقول لنا انتوا قاعدين وبتاكلوا في قروش الخوايات وفي البارات، للناس السودانيين اللي قاعدين في المهجر. اها يا اخواننا حسي دي قروشن، حسي اللي انتوا بتتكلموا عنها زمان دي قروشن. اها نمشي النقطة بعدها. حزب الأمة ده طلع حزب الأرزغ من زمن الحبيب. طيب المواطن إذا هو مشترك في النقطة دي، حسي حاليا في عدم استقرار أمني، ودليل على كده الأسوأ من كده المواطن بدأ يفتش في انه يعني يبيع اراضي، والبيوت المعروضة دي يا جماعة ما طبيعية، ما ممكن يكون السودان كله عارض بيوته للبيع. لو اي زول دخل المواقع بتاعت البيع دي هو بينزهل، يعني ده دليل على انه الناس بدأت تفتش في انها تهاجر من الوطن. ودي نقطة بتوريك انه في مجموعة كبيرة من المواطنين بدأت تفتش فينا تطلع بعد تنجو بجليدة من الوطن ده. دي مهلكة، يعني ما انت كل ما يعني الثورة دي بالمناسبة كانت اعادت ناس كثيرين جدا، واعادت احلام ناس كثيرين جدا في المهجر، وبدوا يغردوا بالعودة. لكن حس اللي حصل ده في الفترة الاخيرة دي بدأت التفكير ذاته بقى التفكير الاخر، بيجوا يفتشوا في انه يشوفوا شقة وين. جماعة أنا ما دخلت لأسرة ولا تونست مع أهل من أهلنا إلا هم فتشوا تركيا كيف يا غالب، تركيا كيف يا طيب مصر كيف، طيب أها أثيوبيا كيف يا غالب، طيب والله أثيوبيا دي مشكلة ما بنقدر نربي فيها أولادنا، بلد مفتوحة بلد كده كده. طيب تركيا كيف، تركيا أي والله، لكن بيجينا شغالين كده. الناس كلها بدأت تفتش فينا تتخارج، يعني دي حاجة مؤسفة. طيب الحلم مش حيرجع الدولة المدنية وحيعيد البلد دي لنصابة وحياخد حق الشهداء ده منه؟ ما هو دليل على انه الناس دي طغوا وتجبروا. ما ممكن يكون السيسي باستخباراته ما عارف انه هو الشارع ده رافضه، الشارع السوداني رافض السيسي. ووجود السيسي ده يا جماعة الناس تشير، وجود السيسي ده اذا ما طلعت له يبقى ثورتنا دي ماتت، والله اقسم بالله لو ما طلعت لافتات توضح للسيسي ده بانه حلايب وشلاتين ارض مصريه، ضلوا كبارنا لكن احنا مستنيرين ومهتدين، ضلوا الكبار. نحن هم كبار في العمر لكن ما كبار عقل، طول السخله وعقله طول النخله وعقله عقل السخله. ضلوا اي ضلوا عديل، ضلوا ناس مريم الصادقه المهدي، ودل لانه يعني محتاجين معالجه ذات نفسيه والعيا. ده هي هم ذاتهم زي ما بقولوا شنو رواسب بتاعت الحكومة السابقة، كله الناس برهان وديل. لكن الشعب السوداني واعي وفاهم، فاهم هو داير شنو، حلايب أبو رمادة شلاتين مصرية بأدب
باخلاق. نحن مشكلتنا ما عندنا مشكله مع المصريين يا جماعه، ما عندنا مشكله مع الشعب المصري. الشعب المصري شعبي جار، شعبي صديق، ما عندنا مشكله، عندنا حق نشيله عديل. انا ما بكاتل معاك، ما تغشوا نفسكم، ما تبقى العماله شينه يا مريم الصادق المهدي، يا حمدوك، يا البرهان، يا حميتي، ما دي عماله شينه ظاهره واضحه. المصريين ديل شغالين، انت قالعين منك ارض جهارا نهارا، ما ممكن يكاتلوا معاك عشان يستعيدوا لك ارض ثانيه. ما تعملوا لنا فيها اغبياء يعني. ما كونوا انه يحاربوا معاك وانتوا تصمتوا منهم، دخلات انت تاني بقى عندهم حق مشروع بانك انت ما تقدر تتكلم في حلايب وشلاتين وبرمادة. انت قبل ما كنت تتكلم وكنت كنت رايل وكنت كنا مندي فيك السلاح، ما كان تتكلم يقول لك كده، حيقول لك انت قايل انت قبل وكنت يعني كنت بتستغل فينا عشان نرجع لك اراضيك. اظن احنا ما دلنا انك ترجع لنا اراضينا. الشعب السوداني كفيل وجيشه الوطني الجاي كفيل بانه يرجع الاراضي، لكن حلايب وشلاتين سودانيه، ابو رماده سودانيه، دي اراضينا. استغلالنا اكثر من كده بتبقى اخذت جانب ثاني، بتبقى فعلا جانب بتاع بغض. الشعب كله بقى عارف بان يعني الحكومه المصريه دي بتستغل الشعب البسيط ده. يكفي انكم انتم من اكثر الناس دمرتوا الثوره دي، يكفي انكم انتم خططتوا لرابعه العدويه ولفض الاعتصام. هم الخططوا المصريين حكومتهم دي. نحن ما بنقول عن شعبهم، نحن ما عندنا مشكله بشعبهم قلت لك، لكن قضيتنا في حكومتهم دي. حكومتهم هي اللي خططت لفض الاعتصام، وهي اللي ايدت البرهان. هم كلهم عملاء، كلهم الثلاث الاربعه خمسه دول دي، اي زول فيكم بيعرفها يعني. وقت تتكلم عن مصر ولا اتكلم عن السعوديه ولا اتكلم عن الامارات ولا اتكلم عن حس، حاليا داخله معهم برضو تشاد يعني، ما بعيده منهم. يا جماعة القضية بتاع نرجع لقضية الاستقرار، ما عندك استقرار اقتصادي، يبقى انت حتمشي وتجي تسقط. ما عندك استقرار امني، لا سياسي لا اقتصادي لا امني، ما عندك. يعني انت منظومتين قلت لك، المنظومة الامنية العسكرية دي ما انصلحت، البلد ما حتمشي لقدام. المنظومة العسكرية الامنية، بعدها تجي المنظومة العدلية عشان أي واحد يخش البلد دي يخش آمن، ما خايف على نفسه ولا خايف على ماله ولا خايف على إنه تضيع أمواله، ما بكون خايف. أي زول بخشها المواطن بتبدأ الرحلة الجديدة اللي هي الهجرة نحو السودان. ناس كثيرين بيحلموا بأنه يرجعوا السودان، يعني هيرجعوا الليلة بكرة، هيرجعوا الناس، هترجع، لكن ما بترجع في الوضع ده. الوضع ده حس في هجرة عكسية. الهجرة العكسية دي ذاتها هي بتجهجها الاقتصاد، لأنه أي مواطن طالع من بلده بيكون محتاج دولار، باع بيته بيكون محتاج دولار، باع زريبته بيكون محتاج دولار، هو ذاته لأنه بيفكر في الهجرة. فتفكيره في الهجرة دي لازم يكون عنده يعني عملة عشان يطلع، ما حيكون شايل جنيه هكذا، وما حيقوم يلم يشيله كلها بين ليلة وضحاها، لا، هو يعني منسق حبة حبة، كل يوم يجع 10,000 دولار 5,000 دولار على أساس إنه يبني، إنه هو خاتي نفسه إنه حيطلع حيسوق أسرة. ما هو الناس ماشية كده، حتلقى الناس كلها بعد شوية هاجرت حبة حبة زرافات ووحدة. أنا ما في ذول بعيش، ما ممكن تعيش حياتك كلها أنت في بطش وفي ظلم وفي استبداد وفي غهر وفي جوع وفي عطش وفي مرض وفي تعليم سيء وفي حياة سيئة وفي بعوض وفي مشاكل وفي اضطرابات. ما ممكن. أنا جابرني شنو يا أخي؟ ما واحد في الاثنين، عملت ثورة متى عشان تتغير، جل أسوأ من النظام السابق، وما في أمل، ما في تباشير بتاع الأمل. يبقى في النهاية الناس حتطلع، والطلوع ده مبني على يعني تدمير للاقتصاد، لأنه برضو حتطلع أنت محتاج عملة عشان تتشيلها معاك وتبيع أي شيء. حيبقى العرض في السودان كثير، أنت قال حسي حيبدأ العرض يزيد بعد شوية، ممكن الأسعار بتاعت السكن والبتاع ممكن تنزل، لانه بيبقى العرض كثير اكثر من اللزوم. لكن كمان السودانيين ما بنزلوا دائما، السوداني دائما لو بعلق ب 10 ثاني ما ببيع اقل من 10. انت قال حسن ما بنزلنا شنو؟ السوداني طبعته لو بعلق بسعر ثاني خلاص السوق ده مهما طلع ثاني ما بينزل. دي واحده من الحاجات السيئه. السيسي الناس تعرف، والله الناس اللي قالت المقال بتاع سهير مقال جميل يا اخي، وضحت فيه العماله والارتزاق بتاع المنظومة القاعدة معانا ديل، وضحت العمالة والارتزاق بتاع
السيسي والمحاولات بتاع تدمير الوطن دي طبعا قضية متواصلة لها سنين طويلة يا جماعة. ما هو السودانيين دائما بينسوا العبر والعظات بتاعت الدول العربية والمآسي والمواجع، إنها هي كانت دائما بتفتش في صالحها، وهي دائما السودان دايره يكون هو الحديقة الخلفية لها برضه بنفس الفهم ده. هي كانت في بترول من بدري كان حقه يتم استخراجه، تلاعبت فيها الشركات بتاعت شيفرون ولا الشركات الأمريكية دي، والشركات الأمريكية طبعا برضه مرتبطة بالسعوديين، لأنه بيفتكروا قلت لك أراضيك منخفضة ممكن تسحب من البترول بتاعه وممكن تسحب. وده كلام يتكلم عنه غزافي في مسجل، يعني نحن سمعناه عديل، يعني مسجل كده عديل الغزافي بيتكلم فيه بانه دفعوا له قروش، كلهم العرب دول اتلموا مع بعض دفعوا قروش لشركه شيفرون عشان ما تطلع البترول ده، لانه لو طلعته في الوقت ذاك كان حيحصل انفراج في البلد، وكان افضل في الوقت ذاك انه يطلع، لانه على الاقل كانت الناس لسه متمسكه ببعض النزاهه وبعض الاخلاق الحسنه، حسي ما تلفت، حسي ما بتلقى لك زول نزيه بسيط انك انت تخش لك وزاره ولا تخش لك منظومه تلقى فيها زول نظيف، نادر. اي ممكن يكون بيسلم كويس وزول دكران وبيقول لك اتفضل شاي، لكن اول ما تبدا معاه في الشغل داير حقه وداري داري داري يشوف حالتك انت، وداري يقراك كده انك انت محتاج للشغل ده شديد ولا ما محتاج له، عشان السعر بيختلف من الشكل كده يقراك. بلد كلها بقت عصابات، والعصابات دي كلها خلفتها الانغاز لانها صنعتها. وقال لي والميناء تابع لمنو حسي؟ يا جماعه الميناء ده ما قلت لكم، انا بفتكره هو تابع للامارات، ما تسمع الكلام ده، هو الاماراتيين خاتين يدهم فيه على اساس انه ما دارين اي مشاكل في المنطقه دي. ما هو ده ممكن تقول حسني حظ ولا سوء حظ، ممكن في لحظة من اللحظات يكون الميناء الحسي موجودة سوء حظ بالنسبة للسودان، لأنه عامل لنا مشاكل كثيرة جدا، وده اللي مخلي السعوديين والإماراتيين يدخلوا يدهم. أنت قايل شنو؟ لأنه العمق الاستراتيجي قلت لك للسعودية ذاته والشط الثاني وغرب المنطقة من السعودية ومن الموانئ بتاعت السعودية والعمق الاستراتيجي للبحر الاحمر والمنطقه بتاعت التجاره العالميه دي منطقه التجاره بتاعت العالم، الدنيا دي كلها بتجي من اسيا بهناك بالصين وبكده، بتخش بالبحر الاحمر ده وبتطلع تمشي اوروبا وتصل لغايه كندا وامريكا، ده العمق بتاع التجاره ذات البحر الاحمر ده. والمناطق دي عشان كده الاتراك قاعدين فيها، وعشان كده الامريكان قاعدين فيها بكل بعتادهم وبوارجهم وبكل شيء، والسعوديين قاعدين فيها والروس قاعدين فيها والاسرائيليين قاعدين فيها، وكل الدنيا دي قاعده، حتى البلجيك والدول الثانيه قاعدين عندهم بعدتهم وبعتادهم، لانه دي منطقه مهمه. فالاماراتيين مستحيل انه يعني يتركوا لك الميناء ده. القروش اللي بيدفعوا فيها دي كلها يا جماعه، الاموال اللي بيقدموها للسودان على اساس انه صدقه منهم وهم بيقدموها، هم في النهايه ده كله عشان الميناء اول حاجه قبل الذهب. حرب المواني الناس اللي اتكلمت عنها، وما ضروري انه الميناء بتاعك ده مش شالوه منك، ممكن ما يفتحوه بس يحفظوا به الموقع ده انه ما يتفتح فيه محل، على اساس انه هم دارين يتاكدوا انه السعوديه امنه، ممكن بهنا حسيت المينا ده ما ممكن. احنا انا شخصيا لو قمت قالوا لي يعني المينا ده دار تشارك منه، انا بشارك الحوثيين ديل عشان يلحقوا لي ما طاها السعوديين ديل. ما هو حس الحوثيين ولا الايرانيين ديل لو جو دخلوا خشمهم قبل كده طبعا قربوا يعني، وحسي طبعا السعوديين متكيفين بانه العقد بتاع الاتراك برضه انتهى. فالمينا ده ما ذهب، انت قايل شنو؟ المينا ده ممكن يعني يكون له صادرات السودان بس، ونحن باليوم نضربه لون للدنيا، نضربه للاماراتيين ديل باليوم، اليوم يكون اكثر من 5 مليون ريال ولا درهم، لانه ده كنزي، ولانه ده اللي بيحفظ السعوديه ذاته وبيحفظ الواجهه بتاعت السعوديه اللي هنا، لانه السعوديه بتبدا من باب المندب لغايه قلت لكم قناه لغايه سيما الشيوخ اسرائيل، من لغايه اسرائيل شوف الشط بتاع ده. فهي دائما الجانب الثاني ده ما مخيف، انت قايل نحن لو قلت لك 3 ساعات بالزوارق دي باب بنكون جوا السعوديه. فالناس دي بيدفعوا ايش عشان المينا ده؟
انا ما مهموم بالمينا. انا اول حاجه كده داير اشيل العماله والارتزاق اللي ترسخت فينا نحن ديل، وداير افصلهم كده اول حاجه. خلينا نحن ننفصل منهم، يعني ننفصل من حاجه اسمها السعوديه والامارات. ما حسي تحسي بقيت تحت رحمه صندوق النقد الدولي، يا اما غناك ولا اخذ حقك، يا اما بقيت زول كويس كده غايته. ودي ما بتحصل طبعا، هو ما بيغني زول، لكن حتكون تحت رحمته. بالله عليك الله، جبنا حمدوك عشان هو يغير، وعشان نبقى نحن في رحمة منه، في رحمة الثروة بتاعتنا، الثروات الكثيرة دي نحن كنا دارين نكون تحت رحمته. بقينا في رحمة الأجانب، بقانا حمدوك ده تحت رحمة المنظمات، ويجي يقول لك زول كويس. يا أخي نحن ما لنا مال المنظمات، نحن دارين نبقى في رحمة المنتجات بتاعتنا والسلع بتاعتنا اللي كان ممكن نستفيد منها من الصبغة العربي وكده. شوف غير بيك الوضع كيف من هنا لهنا. ما حمدوك برضو مشترك في القضية دي اشتراك كبير يا الله. دي الحاجة المحزنة، الميناء لصالح الدول أثيوبيا السودان وتشاد لا يستفيد منه إلا المستفيد، وتوريده الماني دبي. أي أم عبد الله، أي بلد هاملة والله، بلد هاملة. وهو الأسوأ من كده إنه الشغلانة دي كلها متمسكين فيها ناس. انت حسي بتعتقد انه الاماراتيين ممكن يكونوا شغالين، المينا ممكن يكون شغال، الكلام اللي بيحصل ده ممكن يكون كله فبركة. يعني المينا ده ضخم جدا وفيه مواقع كثيرة. الحاجة المحزنة انه حمدوك ده جبان، بس الحاجة المحزنة اكتر حاجة انه حمدوك ده جبان، يعني دي الحاجة المحزنة. لكن ودي المآخر الثورة. يعني حمدوك ده لو كان زول أحمق ساي كان الموضوع انتهى من زمان، على الأقل كان من الأول انشبك معاهم، وكان الموضوع يا إما حلو عديل ولا صورتنا دي واصلنا. حسي لا قادرين نواصل صورتنا ولا قادرين نرجع لورا ولا قادرين نتقبل حمدوك، وعارفين إنه ما في حلول. يعني يا جماعة بعد ده نبدأ، والله حقه نبدأ. أنا كنت داير نبدأ بعد ده، يعني نبدأ نحشد، نبدأ نكون عديل ناس تاني. نحن عارفين انه، لكن قبل ما نبدا المشروع ده عارفين انه حيحصل الاستهداف. يعني انا كنت دائما باخر المشاريع زي دي على اساس انه دار ادي الشباب ده الفرص انه يبدوا مشاريعهم. نحن نكون مجرد ضيفان، نخش كده نساندهم ناصرهم، لانه نحن اكتفينا يعني من الطعن ومن الاساءات ومن النبذ ومن التجريح ومن الكلام الفارغ اللي بيصلنا دائما، لانه في جزء من الاسر دائما ما بتقبل الكلام الحار. يقوم يقول لك يا اخي الزول ده كده كده. لكن حنضطر انه تاني نبدا الحشد، يعني نبدا نجمع في الناس، نلم الناس الكويسين، نواصل دريبنا، نعمل بهم باور، نبدا بهم مجموعات جديده، نبدا نتكلم في الشؤون الوطنيه الخالصه. ندي ساعه في، ندي كل يومين، ندي ساعتين في كل يومين، ساعتين في كل يومين مع المجموعات دي، 30 بهنا 30 بهنا 30 بهنا. نبدا نختار، انا دار تأييد من الناس عشان نبدا. لو هي فعلا بتحتاج انه الناس تتكاتف تاني من جديد، ما مهم انه انا اجيب فلان ولا فلان، لكن مهم انه يكون عندي مجموعه وعندي هدف وعندي مشروع. ما مهم انه يكون يعني مشروع ضخم، وما ضروري انه يكونوا يعني فيه 5000 6000 نفر، لا. لكن في النهايه المشروع بتاعي ده حيعمل مشاريع تانية، كل زول حيعمل مشاريع تانية، حتبقى مباحه، حتبقى كلها مشاريع نهايتها كلها بأهداف، أهداف معروفة طبعا بالنسبة لنا. ما أنت ما بتوافق حسي لو قالوا لك وافق على أي مشروع، قال لك في مشروع بتاع إنه نحاكم عمر البشير، هنا حتقول لي لا نحاكمه هنا ليش؟ طيب رأيك شنو في إنه الجيش السوداني تناسى؟ حتقول لي كيف إنه ده سبب المشاكل؟ رأيك شنو طيب إنه الدعم السريع ده نخليك؟ لا، فدي أساسيات. نقوم نفرد الأهداف بتاعتنا كلها ونجمعها ونبدأ نسيغ العمل ده من جديد، ندق النازل من جوا. ممكن نبدأ ب30، ممكن نبدأ ب100، بعد أيام أنا متأكد إنه حيعملوا 1000. نخد الميثاق قدامنا ونحن نكون مشرفين، بس أنا حاشوف زي 5، نحن نكون 5 مشرفين وندور الشغل ده، يكون الشباب ده ذاته نختار منه الناس كثيرين جوا وبرا، جوا وبرا. نبدأ نختارهم ونبدأ نفرد لهم جناح عديل، نبدأ نرسل لهم نلمهم. أختار لكم 5 6 من الناس المتميزين على أساس إنه يكونوا هم مشرفين بس. ما تشريفي، ما تشريفي زي مجلس السيادة، تشريفي عديل جد، ما دين ما كذابين طبعا، تشريفي عديل يكونوا مشرفين على البرنامج بتاع الشباب ده، ليضعوا برنامج لون نخلي الشباب ده يصارعوا هم ذاتهم، وخدتوا الأولويات بتاعت الثورة بتاعتهم، نبدأ انطلاقة جديدة.
ونحاول نخلق جزء من العمل ده نخليه اجتماعي، لانه في ناس بترسل لي يا جماعه، في ناس دي حاسه مصابين، في ناس مصابين من فضل الاعتصام ومن قبل فضل الاعتصام. انا شيرت لناس هنا، الناس الزول اللي عندها يا جماعه اتصل بالنازل ويخدم، لانه ده قدموا شيء كبير يعني، ونحن دارين نخدمهم بنفس المنظومه اللي حنبدا نفردها الجايه دي، حندق بها الناس. انا لو بديت تاني ما استفدت من العبر من المواعظ، كنت مريح نفسي شويه على اساس انه بدي فرصه يعني. ما معقول انا طوالي اكون انا قدمت 3 مشاريع ولا 4 مشاريع، والحمد لله هم كلهم مشوا، لكن الاستهداف كان كثير اكثر من اللزوم، فحسي دارين قلت يعني ندي فرصه لناس تانيين، ندي فرصه للشباب. المطلوب رؤية منهجية واضحة لمعالم وفلسفة سياسة الحكم البلاد، هي دي موجودة، لكن الفلسفة الصعبة يا أستاذ فيصل في إنه نحن نجمع الناس. أول حاجة الفلسفة في إنه نحن نتفق كسودانيين نغوت ثورتنا ونخط الأولويات بتاعة الثورة. بعد ده كونك إنك نجي نتكلم من الرؤية، هو نحن لو وصلنا لفلسفة إنه نتفق، أنا بفتكر إنه ده خطوة عملاقة، بعد ده بنمشي للخطوة الثانية بيننا أو أهدافنا والأولويات بتاعة أهدافنا شنو؟ وآليات التنفيذ. دمع مشروع. يعني بنخط الأهداف بتاعتنا وآليات التنفيذ بتاعتها. وبنخطها طبعا أهم حاجة ما تبقى زي قصة السودانيين ديك، بس أهم حاجة عندنا المدير منه والرئيس منه وكده. لا ما حتكون كده. والله حبابك قال لي رزق الله خليل، انا نمرة 20 من العمل العام، ليه قدام نحن جاهزين؟ والله متاكد انكم جاهزين، ومتاكد انه نحن ممكن نعمل شغل، والله نكمله مع بعض. والله في ناس كثيرين جدا يا جماعه، يعني انا كنت دائما يعني بحاول ابتعد من المشاكل دي، حتى ايام التحويلات وايام الناس اللي كانت قاعده في فضل الاعتصام انا كنت برفض. يعني ناس كثيرين من فرنسا هنا بيتصلوا بي، يا غالب بوين نحول، بوين نحول لمنو؟ انا كنت دائما بدل لهم، بقول لهم فلان في التكان كده اعملوا لي كده للناس اللي هنا. وفي ناس كثيرين زي يا اخي ناس منو يا الله، واحد من المميزين يا اخي حتى وكزه، قلت له يا زول انت بدك تسوي حاجه نازل حسي الليله وصلوا مويه بس، قال لي عندي ولد اختي. ده اول يوم ولا ثاني يوم الصباح، اول يوم والله يتخيل ليه، قال لي عندي ولد اختي، قلت له ولد اختك ده خليه يشيل لهم مويه ويمشي الاعتصام. وبدا مشروع الناس طبعا، بدات المشروع طوالي، فقال لي ده احسن كلام ادتني له، فعلا ضرب له ولد اخته وحول طوالي المويه. في ناس كثيرين ممكن يقدموا، سودانيين حرار والله، لسه فيهم النخوه وفيهم الرجاله وفيهم الشهامه. خلينا نرسخ لمشروعنا ده، خلينا نرسخ لمطالب الثوره اللي بدات تندثر دي، ما دي حاجات مهمه برضه. ما انت قال النازل ما اخذته لبنه، النازل لو مسحوا الثوره خلوهم ما يمسحوا المعالم بتاعتها والاثار بتاعتها، لانها اثارها حسنه، اثاره دائما هي مميزه. هم حسي طبعا ساعين في انه يمسحوها، حاولوا يمسحوها من وجدان الشعب السوداني، بدوا بمسحها في الشوارع وفي الازقه وفي شفتون انتوا، حاولوا يمسحوا كل شيء، لكن هي لسه راسخه وحتكون راسخة والله، ما حتكون حتزيد، ما حتلتهب أكثر، ونحن بنزيد لأنه نحن دارين نصل للدولة المدنية. ما قصدنا إنه ندمر وطننا، ولا قصدنا واقفين ضد حمدوك، ولا عندنا قضية ببرهان، ولا قريبنا وزعته برهان، ولا عندي معهم مشاكل بتاعت ورثة، عندي معهم قضية وطنية بس، عندي مفاهيم بتاعت الدولة دار أبنيها وبحلم بها، كلكم عارفيننا ونحن عارفيننا، ما عندنا معهم مشاكل شخصية يا جماعة، وما خايفين منهم في قضيتنا دي، ما خايفين منهم. خسرنا أهلنا وخسرنا ناسنا وخسرنا أحبابنا، لكن في النهاية حنواصل. طيب قال لي الغيور ليش يا جماعة؟ اكل من ذا. طيب يا جماعه تحياتي لكم، شايف عندي انذاري، اشتغل انذار بتاع الغرفه وحاجه بسيطه يعني، الا اطلع افكه كده. تحياتنا لكم
وليه قدام، خلونا نحن بكره نبدا عديل كده المشروع ده، نجي نقراه عديل، نقرا اهدافه، نقرا هو بيتحلى كيف، ونشوف نبداه كيف مع هنا ده ما حيخلينا مرتاحين. السلام عليكم. السلام عليكم يا شباب، إن شاء الله طيبين وفي صحة في صحة وعافية، وجمعة سعيدة عليكم وجمعة مباركة عليكم في كل مناطقكم وفي كل بقاع الأرض داخل وخارج أرض الوطن. تحية حب واحترام لكم كلكم. أحاديث الساعة زيارة السيسي المرتقبة للسودان، ورفض من جزء كبير من أبناء الشعب السوداني تحت مسمى إنه المصريين لا يريدون الخير للسودان، وإنه أموال السودان بينهبوها المصريين، وإنه تدمير الاقتصاد السوداني بفعل المصريين. زيارة مرتقبة وحالة بتاعت احتقان، يعني حالة بتاعت غضب بين جزء كبير من مكونات أبناء الشعب السوداني. جزء يرفض قدوم السيسي، لجان مقاومة طلعت بيانات رفضا لزيارة السيسي وإنه غير مرغوب فيه، هاشتاج في تويتر منتشر بكثرة نرفض زيارة السيسي إلى السودان. خلونا نتكلم على المواضيع دي ونتكلم على مريم الصادق المهدي. كان بديت لايف قبل يومين لكن ما يعني نسبة للبلاغات ناس قالوا الصوت راح يعني، وبس من هنا انا حابدا اكد يا شباب في اي لحظه من اللحظات حسيتوا انه الصوت رايح، حسيتوا انه يعني صوتي يعني راح، ده بفعل التبليغات ولكم العود بتحطها طرده، وبحكون مضطر انه انا اقفل اللايف اول ما الناس تقول لي يا اخي الصوت ما مسموع، لانه ما حقدر اتواصل مع الناس فحاقفل اللايف، حكون قفلت اللايف بأسباب التبليغات. حنتكلم على موضوع السيسي ونتكلم على هاشتاج رفض زيارة السودان، وحنتكلم على زيارة مريم الصادق المهدي ما عليها ولا عليها، والناس يعني حنتكلم على المواضيع دي كلها، وحنربط الحاجات دي كلها مع بعض، يعني الحاجات دي كلها مربوطة مع بعض. زيارة مريم الصادق المهدي للقاهرة، والبيان بتاع الكارثي اللي هو مزاد علني لأبناء الشعب السوداني، والخطاب الكارثي لمريم الصادق المهدي مترابط مع زيارة السيسي للسودان. وإذا أنت قبضت برضو العلاقات الخارجية لدولة السودان، أرجع إلى التصريح بتاع وزير الطاقة السابق في عهد حكومة عبد الله حمدوك، برضو مزاد علني لدولة السودان. أتمنى الناس تعمل شير يا شباب، وأتمنى الرسالة تصل لجميع من الشعب السوداني. طيب أنا الصوت مسموع. طيب شباب عليكم يا شباب، تحية طيبة. الناس كلها شايفيننا حايمين في هاشتاج جزء كبير من أبناء الشعب السوداني بيرفض زيارة السيسي تحت أسباب أو تحت الشماعات. أي زول عنده شماعته، أنت ما دار السيسي يجي السودان، لا السيسي ده عميل، أوكي تمام، السيسي ده قاعد يسرق موارد السودان، والسيسي ده قاعد يهرم موارد السودان. هل فعلا النظام المصري والنظام بتاع السيسي يدمر الاقتصاد السوداني؟ هل فعلا اقتصادنا السوداني مدمر لانه السيسي ده قاعد يدمر؟ عنوان الله يفوق بين البائع والمشتري يفتح الله، دي حاجه في عاميتنا او في السوق السوداني. لما تمشي تشتري لتاجر تقول يا حبيبنا القميص ده بكم؟ يقول لك والله القميص ده ب 5 مليون. انت كزول مشتري عندك الخيار انك يا تقبل بالسعر الخمسة مليون ده او تحاججه، او تقول له يا اخي افتح الله انا ما ادري اشتري منك. طيب لو انت مشيت تشتري عربية من الكيرين، لقيت لك زول متضايق في قروش ماشي القاهرة ولا ماشي مصر ولا ماشي اي دولة من الدول، قال لك والله انا عندي عربية، العربية سعرها الاصلي يكون مليار مثلا، قال لك انا ببيع لك العربية دي ب 500، انت حتقبل؟ بين البائع والمشتري يا جماعة افتح الله. لكن خلونا نرجع الى زيارة مريم الصادق المهدي، لانه الحياة دي كلها مربوطة مع بعض، ومربوطة بالباخرة الامريكية والباخرة الروسية التي حلت الاسبوع الماضي في ميناء بور سودان. طبعا الزيارتين دي لانك انت عايش في تشويش، يعني انت الليلة الاحزاب او القحاتة
بخموك بالكلام، بخموك بالكلام. الزيارة بتاعت الباخرة الروسية والباخرة الأمريكية قالوا لك شنو؟ قال لك شنو؟ قال لك يا أخ والله العظيم شفت الانفتاح وشفت العلاقات، وعلى قبل 30 سنة ما في باخرة أمريكية جات من أبور سودان، شفت الباخرة الروسية لنا 99 سنة ما جاتنا باخرة روسية، دي المدنية اللي احنا دارينها، دي السيادة، ده كان في عهد الكيزان ما في. طيب نرجع إلى خطاب مريم الصادق المهدي، وتكلمت عنه الجزئية الأولى إنه الناس متوقعة من مريم الصادق المهدي شنو يعني؟ الناس زعلت وطالبت إنه مريم الصادق المهدي دي نقيلة، ومريم الصادق المهدي دي ضيعت السيادة. أول حاجة أنت ما عندك سيادة كسوداني، أنت كسوداني ما عندك سيادة، ولا من حقك تتكلم عن السيادة في الوقت الراهن. سيادتك بإسقاط الحكومة الحالية، ده نقطة صدر جديد. مريم الصادق المهدي تكلم على إنه يا جماعة الجاهل ده تتوقع منه الجهل، يعني ممكن تجيب لك زول، يعني مثلا أسي محمد حمدان دقلو ده حميتي جنجويدي رباطي قاتل أمي ما نافع ما ناجح، تتوقع من الجاهل والأمي شنو يعني؟ هتتوقع منه زيادة من الجهل، هتتوقع منه زيادة من القتل. طيب جبت لك زول قاتل وزول مختصب مثلا بتاع أطفال، جبته وخطيته مع أطفال، قلت يا أخي أنا والله المختصب ده هخطه مع أطفال، هأشوف المختصب ده حيتوب ولا حيعمل شنو؟ حتكون متوقع من المختصب شنو يعني؟ حيختصب الأطفال وحيقتل الأطفال. فإنت ما تتوقع من الجاهل إلا الجاهل ده. تعرف إنه مريم الصادق المهدي جاهلة، ما عندها علاقة بالسلك الدبلوماسي، ما عندها علاقة بالخارجية، ولا عندها علاقة بالبروتوكولات. أرجع إلى سيرة مريم الصادق المهدي، بتلقى إنه مريم الصادق المهدي مع احترامنا لها كمريم الصادق المهدي كمرأة، لكن مريم الصادق المهدي بواب، زي ما قلنا قبل كده مدني عباس مذكرينه، قلنا لكم والله مدني عباس بواب في وزارة التجارة والصناعة ما بينفع، بواب عديلة بيكون قاعد مع الباب كده، دي ما عايزة مهارات ولا عايزة قدرات ولا لا يزول يكون عنده شهادات، زول بواب، لو جزول بيتدخله لو جزول ما بيتدخله، ده مدني عباس ما ينفع يكون بواب في وزارة التجارة والصناعة. أديناه فرصة سنة ونص وكانت المحصلة الفشل، يعني فشل زريع زي ما يقول حميتي. مريم الصادق المهدي بوابة في وزارة الخارجية ما بتنفع، بوابة، مش حديها كمان انه وزيرة شئون ولا وزيرة، بوابة ساي تكون قاعدة كده، السفير اللي بيجي خاشي تفتح لي الباب والسفير اللي بيطلع تقفل لي الباب ما بتنفع، لمؤهلاتها خريجة الطب بجامعة الأردن، جامعة خاصة بقروش أبوها، يعني ما جابت نسبة ذاته تدخل الجامعة، نسبة تدخل الجامعة ما جابتها، بليدة يا جماعة، البلادة دي كمان هي قسمة ونصيب كمان، يعني الله سبحانه وتعالى يعني برزق الناس، يرزقك الحكمة، يرزقك العقل، طولة بليدة مش شال أبوها قرها في شنو؟ جاب قرها خاص، قرها بأموال استعباد أبناء الشعب السودان، اتخرجت من جامعة الطب، شالت شهادتها خدتها في حزب الأمة كده، ولم تمارس الطب، يعني في فشل أكثر من كده، إنه طول طبيب ما يمسك حقنة ساي كده يضرب لمريض ما في. دي مهاراتها اشتغلت شنو في حياتها؟ اشتغلت انه هي بنت الصادق المهدي في المقام الاول، اشتغلت شنو؟ اشتغلت انه هي رئيسة رابطة المرأة في نادي الهلال، يعني علاقة عنده علاقة بالكرة، تتوقع منها شنو؟ تتوقع منه البيان بتاع المهزوز، يعني بيان مهزوز، بيان والله العظيم والله على ما اقوله شهيد. لو مشيت جبت طالب من الاساس، شفت طالب من الاساس، مش في الطلاب بتاعين الأساس اللي بيقولوا مطارحات شعرية مذكرينهم زماني، اللي بيكون زول كده بيحفظ شعر، والله يقول بيان أحسن وأعظم من بيان مريم الصادق المهدي. واللي انتم متوقعين انه السياسة يا جماعة، في حاجة اسمها علوم سياسية، في ناس بيقروا علوم سموها العلوم السياسية، يعني زول بيقرأ عشان يطلع لك في النهاية هو زول دبلوماسي. مريم الصادق المهدي قرأت الحاجة دي وين؟ خريج، نحن ليلة لو بنقول انه والله العظيم حميتي خريج لغة الغابة، يعني حميتي الليلة بنقول انه حميتي ما خش الكلية الحربية، بنقول انه والله حميتي الجنجويد الرباطي ده ما يتخرج من الكلية الحربية، والله ده زول فريق شفت خلا، مش بنقول على حميتي. لو جينا الليلة مسكنا مريم الصادق المهدي، خريجة خلا لغة سياسة، اتعلمت السياسة في المناظرات وفي الشوارع، لقد عملنا وسنفعل كذب وطرس على ابناء الشعب السوداني، فطبيعي جدا انه الخطاب بتاعه يكون مهزوز، وطبيعي جدا انه ما تكون عارف البروتوكولات بتاعت البروتوكولات السياسية. البروتوكولات السياسية سبحان الله، يعني تعرف انه شعب عظيم يتقدمه ارازل، انا ما حقول اغزام، الاغزام دي يا جماعة والله في اغزام كده مبهرين، والله
شعبي عظيم. شباب اتمنى الناس تعمل شير يا شباب. ده الرساله تصل بس. شعبي غزير، شعبي عظيم يتقدمه ارازل، ارازل القوم. يعني ارازل القوم دي معناته شنو؟ اسوأ ناس في القوم، ناس سيئين وما نافعين وما كويسين، وناس هم زي ما قال عمر البشير الصاغط، الرئيس الصاغط زمان عمر البشير بيقول لك ده شوزاز افاق. هم ده شوزاز الافاق فعلا، ده شوزاز افاق الثوره، شوزاز افاق الثوره يا اخي. سبحان الله، يعني حتى امهاتنا ولا حبوباتنا، امهاتنا وحبوباتنا ديل الماقروا ولا تعلموا، فاهمات في البروتوكولات، فاهمات في البروتوكولات. لما يجيك ضيف، لما يجي ضيف امك طوالي بيكون عارف البروتوكول دي، امك بتقول لك والله الضيف ده طوالي برادي امك المدقر المدعلمت وما قرت، لانه ناس العقول بتاعهم متفتحه، لكن ده ناس عقولهم محجره. امك بتقول لك والله يا اخي الضيف ده انا حاخدته في المرتبة العليا أو في المرتبة الدنيا. إذا أمك خدته في المرتبة العليا طوالي بتمشي بتفتح الفضية، بتجيب الكباب السمحة، بتجيب السيرمس بتاع الشاي، بتقول لك لا يا ولدي الناس دي نحن نعمل لهم عشاء، أمشي جيب أكل. فأمك بتكون عارفة البروتوكولات ذاته. أو زمان لما نحن نكون أطفال وتسوقك أمك تقول لك شوف يا ولدي لما أنت تمشي ما تتكلم والناس الكبار بيتكلموا، تمام؟ ما تقول داير عصير يا ولدي، تمام؟ اي زول اداك قروش قول له لا شكرا. دي البروتوكولات اللي علموها لنا ناس امهاتنا الماقر وزاته. فانت ما بالك بانه زول ما تكون عارف البروتوكولات، فعادي ممكن تقول للسفير تقول لي يا اخويا الكبير، لانه هي خريج لغه الغابه زيها وزي حميتي. واحد يا جماعه، حميتي ما تخرج من الكليه الحربيه، حميتي ما تخرج من الكليه الحربيه، خريج بتاع خلا، جاب سايق قوه بتاع الضراع، لا خش كليه حربيه ولا بيعرف يضرب سلاح، بنقول عليه والله جنجويد رباطي خريج لغه الغابه، خريج شفت خلص هاي بنضحك عليه. مريم الصادق المادي خريج السياسه لغه الغابه، بس ما عارف بروتوكولات. فعادي بتقول للسفير يا اخوي، يا اخوي الكبير، ودي امشي افتح اللقاءات الصحفيه لاي وزير خارجي في العالم ده كله، العالم ده كله من منذ ان خلق الله سبحانه وتعالى ابونا ادم، منذ ابونا ادم لحد اليوم اللي احنا بنتكلم عنه ده، جيب لي سفير واحد بيتكلم مع سفير زيه او وزير زيه بيقول له والله يا اخويا الكبير، يا ود عشاي، يا ود امي، يا حبيب قلبي. دي ما حتلقاها في كل الاعراف ولا حتلقاها في كل الوزارات. يا اخي يا اخي الكيزان اللي احنا بنقول انه هم اسوأ من وطئت قدماهم ارض الثرى، الكيزان دي اللي بنقول ما نافعين وبنقول انه والله هم اسوأ من وطئت قدماهم ارض الثرى، كانوا بيجيبوا وزير خارجيه عارف بروتوكولات. يا اخي اخويا الكبير، يا ود امي، يا ود عشاي، لانه اتعلمت السياسه وين يا جماعه؟ اتعلمت السياسه في حضن في الشارع، اتعلمت السياسه ساي خلا، يعني خلا. سبحان الله، نحن بنضحك على الجنجويد الرباطي حميتي، بنقول والله انه والله حميتي دي جنجويد رباطي، لكن لما تيجي تمسك مدني عباد خريج لغة خلا، لما تمسك مريم الصادق المادي خريج سياسة خلا، لما تمسك خالد سلك خريج بتاع شرطة خلا، لما تمسك جبريل وزير المالية وزير قاري اقتصاد في الخلا، كلهم قارين في الخلا، انت حتتقدم لوين وحتمشي لوين يعني؟ يا اخوي، يا ود عشاي، يا ود امي. ده الخطاب والأسوأ في الخطاب، خلي انها مهزوزة ما قادرة تتكلم طبيعي جدا، انا في نظري والله طبيعي جدا، لانه لما انا اكون عارف انه الزول فاشل وكون عارف انه الزول جاهل ما حتوقع منه النجاح. انت اسع امشي جيب لك واحد ما قاري طب، امشي اسع يجيب لك واحد ما قاري طب، ما قاري طب ولا بيعرف في الامراض، جيبه قول له تعال انت قاري شنو؟ يقول لك والله انا ما قاري. طيب رايك شنو انه انا ابقيك وزير الصحه؟ ما قاري طب، ما قاري طب ولا عارف اي حاجه. يقول لك حاضر حديك 10,000 دولار زي ما انه امجد فريد بياخذ 15,000 دولار. تعال انا بديك وزير صحه، انت حتكون متوقع شنو؟ حتكون متوقع انه الصحه تمشي لقدام ولا الصحه تتدنى؟ حتكون متوقع انه الصحه تتدنى. اذا انت متوقع انه زول الما قاري والما فاهم ده انه يعمل لك نظام صحي، معناتك انت والله امشي اتعالج. الأسوأ في خطاب مريم الصادق المهدي الثلاث كلمات اللي هي كلكم كما تعلمون ان دولة السودان دولة سكانها شوية. يعني ليه مريم الصادق المهدي قاعدة قالت للمصريين اللي هم محتلين حلايب وشلتين، اللي هم قاعدين في منطقة حلايب وشلتين، في لغة الماركتينج، في لغة الماركتينج أو اللغة بتاعت المبيعات أو اللغة بتاعت السوق ساي، اللغة بتاعت السوق،
لما يجيك واحد يقول لك والله يا اخي بدون ما يعرف نفسه يقول لك والله اسمع طبعا انت عارف الكهرباء انه تقطع وانه الـ 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 الايام الجايه الكهرباء حتكون مقطوعه والسخانه في السودان، تتوقع منه شنو؟ تتوقع منه انه عايز يبيع لك مولد؟ تتوقع منه كده؟ او واحد يقول لك والله يا اخي احنا عندنا عربات كويسه والعربات دي انت عارف رخيصه في الثمن والمكيف بتاعها شغال، شغل بتاع تسويق الزول ده داري يبيع لك حاجه. مريم الصادقه ما اتكلمت انه السودانيين ديل شويه، يعني يا مصريين السودانيين اللي انتم شايفينهم ديل 40 مليون نسمه، وبتتكلم مع دوله عدد سكانها يفوق ال 100 مليون نسمه، يعني مصر سكانها يفوق ال 100 مليون نسمه، وعندهم ازمه بتاعت سكن، عندهم الناس ال 100 مليون ديل ما عارفين انه يسكنوا وين ذاته. مريم الصادقه المهدي قالت لهم نحن والله العظيم الشعب بتاعنا ده شويه. طيب السؤال اللي هنا يطرح نفسه تعليقا على كلام مريم الصادقه المهدي، ليه الشعب السوداني شويه؟ ليه فعلا؟ نحن الشعب السوداني شويه مغارن، يعني ليه المصريين 100 مليون نسمه؟ السودانيين 40 مليون نسمه. الاثيوبيين ما يقارب ال 150 برضه او 100 مليون نسمه. طيب يا مريم الصادقه المهدي الشعب السوداني بسيط 40 مليون نسمه لانه معظم الشعب ده بيموت، الحكومات المتعاقبه يعني رخصت الدم بتاع المواطن السوداني. انت الليله امشي افتح الاخبار السودانيه بتلقى يوميا انه بيموتوا 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40، ده في السودان ثابت لانه نحن شعب 40 مليون نسمه، لانه نص الشعب اتخارج برا البلد، برا الطارده ما في انسان بيعيش فيها، والنص الثاني اللي ما قادر يعيش بيموت في اعتصام قياده العامه يقتلوا لك 5000، في دارفور يقتلوا لك مليون، في جنوب السودان يقتلوا لك 99000، حزب الامه في عهد الصادق المهدي مذكرين المجزره تحت الضعيم، مذكرين المجزره تحت الضعيم. يا مريم الصادق المهدي يا وزيره الخارجيه، الشعب السوداني عنده اراضي وازعه وهو عدد بسيط لانه كل الحكومات المتعاقبه كانت بتقتل ابناء الشعب السوداني، واكبر دليل امشي اسالي حزب الامه على مجزره الضعين، ابوكي تواطى على قتل ابناء الشعب السوداني في مجزره الضعين. الشعب السوداني شويه لانه ابوك كان بيسلح الميليشيات، الجنجويد ده جا من وين؟ جابه عبد الله مسار القيادي في حزب الامه، واول جنجويدي في السودان كان عبد الله مسار، بعديه جاء علي كوشيب، علي كوشيب بعديه جاب موسى هلال، موسى هلال بعديه جاب محمد حمدان دقلو، محمد حمدان دقلو بعديه حيجيب اخوه ودعمه ودخته. فمريم الصادق المهدي بتسوق للسياده، نحن الليله بنتكلم مدرين السيسي وزيره خارجيتك بتدعو المصريين، يا مصريين نحن عندنا اراضي وازعه دايرين ياتوا ارضي مديكم شمال شرق وغرب، بلغة السياسة مريم الصادق المهدي بتبيح في مزاد علني، ده مزاد علني بدق الجرس. طبعا كلكم كما تعلمون دولة السودان دولة مترامية الأطراف، والشعب السوداني شعب شوية، وما عندنا أي مشكلة تجيبوا فلسطينيين ولا تجيبوا أردنيين ولا تجيبوا سوريين ولا تجيبوا تشاديين ولا تجيبوا أريتريين ولا تجيبوا أثيوبيين، أرض الله كبيرة، تعالوا ده شنو مزاد علني؟ لله يا محسنين أرض فلسطيني كم تدفع مزاد علني لأراضي الشعب السوداني؟ فإنت الليلة لما تيجي تقول هنا الليلة نحن نرفض زيارة السيسي، أنا لن ألوم السيسي والله العظيم السيسي، أنا حقول لأ مرحبا السيسي في دولة السودان، ولا حقول إنه السيسي يدمر أراضي السودان، ولا حقول إنه السيسي بيسرق الموارد بتاعت السودان، بين البائع والمشتري يفتح الله، السيسي ودول الخليج هم المشترين، ديل الناس بعد سقوط عمر البشير ديل المشترين، قاعدين في السوق بتاع شنو؟ سوق النخاسة أنا بسميه، قاعدين في سوق النخاسة. السوق ده فيه ناس بيبيعوا الوطنية وبيبيعوا السيادة وبيبيعوا الجيوش وبيبيعوا أبناء الوطن كعبيد، ده في السوق ده. السيسي واحد من المشترين، بين البائع والمشتري يفتح الله. السيسي اشترى وحكومتك الحالية باعت، حكومتك القاعدة السعدي هي الحكومة الباعت، ما تلوم الناس القربة، وما أقول إنهم هم بيدمروا الاقتصاد، المصريين ما قاعد يدمروا الاقتصاد، وكل الاتفاقيات اللي أنت بتقول إنه المصريين قاعد يسرقوا موارد الدولة ما قاعد يسرقوها، الموارد دي أدت لهم حكومتك اللي أنت أسرع قاعد بتتكلم عنها دي. فهل الليلة العيب في السيسي ولا العيب في أولاد بلدنا؟
العيب في السيسي ولا العيب في حكومتنا اللي بتبيع الشعب السوداني بأرخص الأسمان؟ العيب في منو يا جماعة؟ الليلة انت بتقول حلايب وشلتين مصرية، منو يتنازل على حلايب وشلتين؟ عمر البشير يتنازل على حلايب وشلتين، وأسع وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي تنازل على حلايب وشلتين. واحد يقول لك والله مريم الصادق المهدي قالت ده قرار يمسني أنا براي. أجي أرجع وأقول لك قبل عام من الليلة، قبل سنة من الليلة، قبل سنة من الليلة في الحكومة دي زاد، عشان تعرف إنه الحكومة الحالية دي المنهج بتاعها منهج بتاع ارتزاق. الكلام اللي قالته مريم الصادق المهدي عشان أعرف إنه ده بيمثل مريم الصادق المهدي ولا ده برس ولا ده بيمثل الحكومة اللي قاعدة السعري. أرجع إلى وزير الطاقة، وزير شباب، شباب أتمنى الناس تعمل شير، أتمنى الناس تعمل شير. أنا داير الجزء ده شفت يا سلمان، نركب شماعاتنا على الآخرين، شماعة فينا نحن، دارين نعالج المشكلة، دارين نمشي لقدام نعرف السبب الأساسي في المشكلة منه. طيب قبل سنة من الليلة السيد وزير الطاقة في عهد حكومة عبد الله حمدوك اسمه عادل إبراهيم ولا منو ما عارف، شباب الناس تذكرني، وزير الطاقة السابق كان اسمه منو، وزير الطاقة السابق مشى والتقى بوزير مصري، التقوا سفير دولة السودان التقى بسفير دولة شفطة مصر، وكلنا عارفين انه منطقة حلايب وشلتين هي منطقة سودانية والشعب السوداني بيطالب بها، بيطالب بها صح؟ جاء السيد وزير الطاقة في عهد حكومة عبد الله حمدوك وبيتكلم مع السفير، قال ليش قال ليه رايك شنو يا مصري؟ انت يا مصري رايك شنو؟ منطقة حلايب وشلاتين اللي هي في الأصل سودانية، في الأصل سودانية، قال لي رأيك شنو منطقة حلايب وشلاتين دي نقسمها بيناتنا بالنص، أي هي أراضينا لكن انتو حبايبنا برضو، رأيكم شنو منطقة حلايب دي؟ انتو تشيلوا حلايب وتدينوا شلاتين، أو عادل إبراهيم أو تشيلوا شلاتين وتدونا حلايب. ده السيد وزير الطاقة في عهد حكومة عبد الله حمدوك. هل وزير الطاقة هنا كان بيمثل نفسه ولا بيمثل حكومة الفترة الانتقالية؟ ونفس الكلام اللي قاله وزير الطاقة زمان قبل سنة انه تعالوا منطقة حلايب دي نقسمها النص، انتوا شيلوا وودونا، او تعالوا نشتغل فيها مع بعض برضو تنازل على السيادة، او تعالوا كلنا نخليها منطقة حرة برضو تنازل على السيادة. واربطه بكلام مريم الصادق المهدي بتلقى انه الاثنين بيتكلموا عن التنازل على اراضي السودان. ما تقول لك انه ده راي مريم صديق المهدي الشخصي، ديل اراء في وزيرين في حكومه عبد الله حمدوك خلال فترتين مختلفات، وده احمد عادل قبل سنه ومريم صديق المهدي قبل 4 ايام. فانت الليله العيب ما في سيسي، الليله يا جماعه نحن كدوله السودان مربوطين بالعالم ده كله. يعني شنو؟ يعني الانظمه والقواعد اللي بتحكم اللعب العالمي ده نحن محكومين بها. نحن ما عايشين في القمر ولا عايشين في المريخ ولا عايشين في كوكب زمردة ولا عايشين في كوكب زحل، نحن عايشين في كوكب اسمه الأرض. الأرض اللي عنده قوانين بتحكمه، يعني قوانين اللعب محكومة بشنو؟ بتقاطع المصالح، أي دولة عندها مصلحة مع الدولة الثانية. طيب انت الليلة الدولة بتاعتك دولة ما عندها سيادة بالنسبة لمصر والإمارات والسعودية، ما تتوقع أي حاجة تمام؟ والدولة بتاعتك باعت، باعت وما باعت من الليلة، باعت من يوم سقوط عمر البشير، من يوم سقط عمر البشير حكومتك دي باعت. باعت شنو؟ باعت سيادتك، باعت خيراتك، باعت أراضيك، باعت جيشك دزاته، باعت حلايب وشلتين، باعت مصلحة الشعب السوداني لمصلحة الآخرين. ده من يوم سقوط عمر البشير. إذا كلكم متابعين يوم سقط عمر البشير كانت في طيارة متحركة من دولة السودان فيها ضباط رتب، ما رتب صغيرة، فيها الكباشي عضو مجلس السيادة، طيارة تحركت ومشت، مشت مصر. مشت مصر ليه؟ مشت مصر عشان تقول لهم نحن دارين 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 ننحاز إلى الشعب، أدعمونا يا المصريين. وده السوق كان كده بين البائع والمشتري يفتح الله. مصر دعمت العساكر اللي قاعدين السعوديين، جابت لك البرهان وجابت لك حميتي، وبموجب
الاتفاق بين جنرالات الجيش والحكومة المصرية، مصر فتحت أبوابه للسيد صلاح عبد الله غوش. صلاح عبد الله غوش مرفوع فيه قضايا في أمريكا، ما بيقدر يمشي يسافر ويمشي أمريكا. بموجب الاتفاق مع جنرالات الجيش ما مشكلة، بندعمكم بنثبتكم. طيب يا اخو الشعب السوداني ده قال صلاح غوش ما دايره، طيب صلاح غوش ده نوديه وين؟ جيبوه. تم فتح الأراضي المصرية لصلاح عبد الله غوش انه يقعد فيها، ومش يقعد فيها بل انه يجيبوا له وظيفة. يمشي صلاح غوش يبقى عاطل؟ وبموجب الاتفاق صلاح غوش اصبح مستشار لعبد الفتاح السيسي. السيسي قاعد الغوش اللي بيقول لك الدجاج بتاع القحاطة والله غوش بالانتربول، غوش قاعد في الغاهر قاعد يجي السودان ويطلع زي ما هو داير. يعني ليه ما قبطوا الليلة؟ غوش بموجب الاتفاق قاعد في الغاهرة بين البائع والمشتري، يفتح الله احزابك كلها باعت. يعني الليلة حكومتك القاعدة دي بمريم بيدل كلهم باع ما حيقدروا يتكلموا على اي موضوع بتاع سيادة، ولا حيتكلموا عن اي موضوع بتاع خيرات. العيب ما فيهم، العيب فينا نحن، رضيانين انه رويبضة زي حميد يكون حاكمنا، رضيانين انه زولة عميلة زي مريم الصادق المهدي في مؤتمر صحفي تقول لكم تعالوا شيلوا اراضيهم ونحن نكون ساكتين. العيب فينا نحن، العيب فينا نحن، العيب ما في السيسي. اي دولة في العالم بتبحث على مصالح شعوبها. يعني اللي بيعمل فيه السيسي ده في لغة غوانين العالم يصفق له. اي دولة الرئيس الناجح او الحكومة الناجحة هي الحكومة التي تبحث على مصالح شعوبها. يعني الصين دي اشوفها قاعدة وين؟ الصين دي قاعدة في السودان وقاعدة في افريقيا. الصين بتعمل في شنو؟ في افريقيا وهي قاعدة في اسيا. الصين بتبحث على مصلحة الشعب الصيني، بتجي افريقيا بتسرق له ذهب، بتسرق له لحمة، بتسرق له رز عشان الشعب الصيني يعيش مرتاح. صح؟ الروس قاعدين في سوريا بيعملوا شنو؟ بيعملوا في شنو؟ الروس قاعدين في سوريا عشان يشيلوا البترول يودوه للمواطن الروسي ما يكون واقف في صب بتاع بنزين. الامارات والسعودية بتقاتل في اليمن ليه؟ عشان الشعب الاماراتي والسعودي يشيل خيرات اليمن يمشي يوديها الامارات والسعودية والمواطن الاماراتي والسعودي يكون مرتاح. طبيعي جدا انه اي دولة تبحث على مصلحة شعبها، ده الطبيعي. يعني ليه لو دولة السودان، ليه لو عبد الفتاح البرهان ده ولا حمدوك مشى تدخل في الشأن الاثيوبي ولا الحرب تحت اليمن دي ذاتها، كانوا قاعد يشيلوا خيرات ويسرقوا موارد يجيبوها للمواطن ده عشان محمد ما يقف في صف العيش وعشان آمنة ما تبيت في صف البنزين، نقول معليش. فالبيعمل فيه السيسة في 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 قانون الأعراف ترفع له القبعة، مصلحة الشعب في المقام الأول. لكن انت الليلة لأن حكومتك قبضت الثمن من بدري، ما من الليل، ما تتكلم، ما تقول انه والله الخيرات اللي حاوريك انه ما سرقوها باتفاقيات عديدة. السود ما سرقك، انت الليلة مشيت لزول وبيحتلوا عربية بعقد والعقد موثق، هل حتجي بعد 5 أيام تقول لي يا حضرة القاضي فلان ده سرقني، فلان ده والله سرق العربية بتاعتي؟ هيقول لك حبيبي والله انا ما سرقتك، ده الاتفاق يا باشا، انت بيحتلي يوم كده وبيحتلي بالسعر الفلاني. لا يا سعد القاضي الزول ده حنكني، ما حيقول لك القانون لا يحمي المغفلين يا شباب. فانت الليله اللي بيعمل فيه السيسه طبيعي لابد انك تدفع، الناس اللي دفعوا لك بالمناسبه. طيب اثنين، حكومتك دي كلها مريم الصادق المهدي بيقول لك تعالوا شيلوا اراضي، ما في مين عماير الناس سافرت الغايره. انت قايل يعني صدقت كلام الاحزاب انه مريم الصادق المهدي سافرت عشان تتناقش في الشان السوداني وعشان تتناقش في الحلول المتاحه للوطن؟ صدقت الطلس ده؟ انت مشيت عشان تقبض الثمن يا باشا وقبضت الثمن. يعني الليله لما مريم دي تقول كلام زي ده وبرضه حتشوف حتسافر سعوديه حتقول برضه كلام يرضي الجماعه الطيبين، ما بيرضيك انت. نرجع الى موضوع السيسي، مجزرة فض احتصام القيادة العامة، تعليمات جات من فوق. انت قايل البرهان ده ولا حميتي هم اللي قالوا نحن قادرين نفضل الاحتصام؟
هم ما رجال ياخذوا قرار زي ده بالمناسبه. يعني البرهان ده مش دبابيره حميت ده ما رجال ولا عندهم الشجاعه انه ياخذوا قرار بتاع فض احتصام القياده العامه. القرار ده من فوق من المصريين ده ذاته. العيب ما في مصر، العيب فينا نحن. العيب في حكومتك القاعده دي. العيب في حكومتك الليله يا سيدي حلايب وشلتين ما هدي قاعده فيها الجيوش المصريه. قاعده فيها الجيوش المصريه نعم السعدي. السعد قاعده حلايب اللي بتقول حلايب وشلتين سودانيه قاعده فيها الجيوش المصريه. ومش قاعده بس، مش قاعده بس كمان. عامله مشاريع بتاع التنميه. ودائرة حلايب وشلتين خاشة في دوائر الانتخابات المصرية. والشركات المصرية تنقب عن الذهب والمعادن في حلايب وشلتين. تمام؟ ومنطقة حلايب وشلتين المواطنين القاعدين فيها يتم تغيير أوراقهم الثبوتية لأوراق مصرية. حكومتك قاعد تعمل في شنو؟ حكومتك أسي قاعد تعمل في شنو؟ خاشة حربي بتاع وكالة مع أثيوبيا. يقول لك والله العظيم السيادة الوطنية، والله منطقة الفشقة منطقة سودانية، في حين انه اثيوبيا محترفة انه دي اراضي سودانية، في حين انه منطقة المناطق المتاخمة مع اثيوبيا القاعد يقاتل فيها ما الجيش الاثيوبي، قاعد يقاتل فيها ميليشيات متمردة، جيشك السوداني رفع القبعة وطلع لك قال لك انا عايز احرر الفشقة، طيب اثيوبيا دي على حلايب وشلتين ما شايفيننا؟ لأنه ما بيقدروا. لأنه الليلة أعضاء مجلس سيادتك تحت الجزمة المصرية. ولأنه ديل قبضوا الثمن، قبضوا الثمن حنقعدك يا برهان، حنقعدك يا حميتي، والله يا حميتي حنخليك تنقب عن الذهب في منطقة حلايب وشلتين، ناس ما عندهم عزة ولا كرامة. طيب، الناس اللي بيقول لك إنه الاقتصاد السوداني والله المصريين بيهربوا. معلش أنا والله لا مصري سوداني زيي وزيكم. لكن كلمة الحق لما نحن نكون بنطعن في الضل بتاع الفيل ده معناته فشل مننا، ده معناته انه نحن جبانين ما قادرين نواجه العدو الحقيقي. لما نحن نخد شماعتنا في انه خيراتنا قاعد يسرقوها ما في زول قاعد يسرق خيراتك، بيسرقوها ابناء بلدك. الناس بيقول انه المصريين بيدمروا الاقتصاد السوداني. طيب تعال ليه في شنو؟ والله انا شفت المصريين الحاويات بتاعتهم قاعد يشيلوا الماشيه السودانيه بيهربوها عن طريق المعابد. اوكي تمام. القلق من انه المصريين قاعد يهربوا. المصريين ما قاعد يهربوا. حكومه عبد الله حمدوك السعدي وقعت اتفاقيه مع الجناح المصري، مع الجناح المصري بموجبه المصريين عندهم الحق بفتح مسالخ مصريه داخل ارض الوطن. دي سرقه، دي ما سرقه يا باشا. المصريين عقد اتفاق، يعني انت لو مشيت فتحت بلاغ في اي مصري بيقول لك حبيبنا والله ده اتفاق هنا، دي حكومتك. يا اخي الناس دي الحراميه، لا معلش امشي ازعل حكومتك، امشي ازعل عبد الله حمدوك. ما تزعل المصريين ديل، ده هنا ده اوراق رسميه. والله الناس دي قاعد يسرقوا الذهب بتاعتي واللحوم بتاعتي، معلش يا حبيبي ما بدك قاعد يسرقك، امشي ازعل البرهان. لا لا البرهان ما بقدر ازعله. امشي ازعل حمدوك يا اخي، ازعل حمدوك كيف يا اخي، شكرا شكرا يا حمدوك يا اخي، ما تخزي الناس يا بوك. لكن انا المصري ده ممكن اردمه. اقول انت حرامي وانت مصري واصلا نحن بنكره المصريين. اتفاقيه وقع السيد عبد الله حمدوك، والكلام ده كان له 6 شهور من الليله. مشكلتنا انه نحن بنتابع الفارقه يا جماعه، بنتابع الفارقه والله. بيسوقونا بالخلا وبيمرروا الاجندات بتاعتهم بتحت، والقراي امل السودان، القراي للتعليم، القراي كافر، وتحت الجسر يتم توقيع اتفاقيات بموجبه يعيش الشعب السوداني شعب ذليل. ما نزعل من مريم، دي الحكومه كده. حكومه دراجه ما تقدر. الحيوانات عبد الله حمدوك وقع اتفاقيه مع الجناح المصري ببناء مسلخ مصري في السودان. المسلخ ده بيجيب لحومك بيقطعها بيصدرها اثيوب، بيصدرها القاهره، بيكتب عليها ميد ان ايجيبت، خروف مصري، دجاجه مصريه. اثنين، حكومه عبد الله حمدوك وقعت اتفاقيه مع الجناح المصري بموجبه يعملوا المصريين في المخابز. المخابز دي بعد شويه هتلاقيها كلها مصريه، هتلاقيها كلها مصريه.
حقول لا والله العظيم العمالة المصرية ملت البلد والمصريين ملت البلد. لا يا حبيبي، النازل ما جو تهريب، جو باتفاقية استثمار بين دولتك الزليلة وبين الجناح المصري. المصريين والله قاعد يهربوا معاديننا. لا يا باشا معلش، نقطة سطور جديد. حكومة عبد الله حمدك وقعت اتفاقية مع وزارة التجارة المصرية بموجبة التنقيب عن المعادن في دولة السودان. مين اللي قاعد يسرقني؟ مين اللي قاعد يدمر اقتصادي؟ اللي بيدمر اقتصادي ابناء بلدي، اللي بيدمر اقتصادي حكومتي قاعدة السعودية، لأن حكومتي عميلة، لأن حكومتي مرتزقة، والبيع مال المصريين بس بالمناسبة، مال المصريين لا، حكومتك دي قلت لك زي ما قاعدة مريم الصادق المهدي في المؤتمر الصحفي شفتها، والله أرض السودان أرض شاسعة وتعالوا أسكنوا فيها، برضو نفس الحكومة دي بتسوق شفتها برا. ما هو سوق بتاع نخاسة، أي زول داري يشتري اللي يشتري، سوق بتاع عبيد زمان مش في الجاهلية، مش كان في سوق عكاظ، سوق عكاظ ده بيكونوا قاعدين فيه العبيد والناس بيبيعوا، هذا عبد أسود، هذا عبد قوي، هذا عبد شجاع شهم لا يسرق، بعد ده بكون قاعد، بعد شوية بيجي المشتري، أنا والله أحطيك في 1000 دينار، 3000 دينار، 4000 دينار، ده سوق، سوق نخاسة، وفي سوق النخاسة ما في عزة، ولا في كرامة، ولا في وطن. لا في عزة ولا في كرامة ولا في وطن، ده سوق نخاسة، سوق كده بس أعرف أقول لكم شنو. السوق ما واقف على المصريين بس، تعال تعال بيجاي تعال بيجاي. كلكم تابعتوا القاعدة، السفينة الحربية الروسية أجت من نابور السودان، شفتوها صح؟ لكن الأحزاب قالت والله ده تبادل مع روسيا، وإنه والله دي علاقات جميلة مع روسيا. أنت عارف القاعدة العسكرية دي والله لها 44 سنة ما خشت السودان. أنت عارف سفينة روسية واحدة ما جت من نابور السودان، ده إنجاز لعبد الله حمدوك. لا يا حبيبي، الإنجاز إنه تجي الشركات. نحن عايزين سفن حربية روسية ليه؟ وين الشركات الروسية في الاستثمار في السودان؟ وين الشركات الأمريكية في الاستثمار في السودان؟ وين المستثمرين اللي بيعدوك بيهم؟ الشركات الأمريكية جاية والشركات الأوروبية جاية، وإن هنالك منحة 99,000 مليار، وهناك سفن، وهنالك شركات روسية. وين الشركات دي؟ وين الشركات دي؟ ما شفنا. يعني أنا الليلة داير أبني بلد بسفن حربية روسية، ده ما طيب استعمار، ده فرق من الاستعمار. شنو يعني أسع بشار الأسد القاعد في سوريا ده يقول والله الطائرات والدبابات الروسية دي جاءت عشان 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 تهنيني، ولا ده اسمه استعمار؟ طيب نجي للاتفاقية اللي بموجبها الروس جو السودان. شنو الروس جابوا؟ شنو السفينة الروسية جات من أبو السودان دي أجاب ابنه اللي قال لهم دعالوا بور السودان منه؟ هل الروس براهم حفت لهم الليلة اللي احنا مفروض؟ والله يا جماعه، والله يا بوتين، ما هي كده كل سياسه بتاعت خلا. والله يا بوتين انت مشيت تهنيت عبد الفتاح البرهان؟ لا والله انا ما هنيته يا اخي. عبد الفتاح البرهان ده ما بيك رئيس السودان، خلاص يا محمد، شيل لك سفينه حربيه وشيل لك معاه روسيه وشيل لك معاه 5 خرفان وامشي هني عبد الفتاح البرهان. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، الروس أجات السفينة الحربية بتاعتهم دي في بور السودان ما جوا بلاهم، ولا جوا محتلين، ولا حاقول لهم أطلعوا برا يا روس، لأنه جاب دعوة من حكومة الفترة الانتقالية. جو قال لهم تعالوا تعالوا جيبوا سفينتكم البحرية، وجوا بموجب اتفاقية وقع السيد عبد الله حمدوك. وسبحان الله الاتفاقية دي بداها عمر البشير، ده مشروع عمر البشير. مش بقول لك مش عندنا مثل بيقول لك الخلف ما ماتش، مش في مثل مصري بيقول لك الخلف ما ماتش في المسلسلات؟ انه والله واحد ده يقول لك والله ياخذ ولد فلان الفلاني، تقول والله فعلا الخلف ما ماتش، يعني الزول جاب ولد والله ما مات. نحن نقول والله العظيم عمر البشير الخلف ما ماتش، والله عمر البشير الخلف ما ماتش. ليه ما ماتش؟ لانه في اخر زياره لعمر البشير لروسيا مش قاعد مع بوتين، شفت زيارة عمر البشير لروسيا؟ مش كان زليل كده وقال لي يا بوتين دعال احميني، الامريكان بيعملوا لي والامريكان بيسووا لي؟ اي
بموجب الاتفاق ده عمر البشير قال لي بوتين دعان اعمل لك قاعده في بوا السودان. رايك شنو يا بوتين؟ تيجي منطقه بوا السودان دي تعمل لك قاعده عسكريه وتجيب جيوشك عشان تحميني؟ بوتين قال لي اوكي ما مشكله يا عمر البشير، الكلام ده جميل وخلاص يا عمر البشير كده، انت امشي السودان السعودي لانه احتمال المحكمه الجنائيه تقبضك ونتفاهم في الموضوع ده. عمر البشير رجع السودان، رجع السودان، ابناء الشعب السوداني طلعوا في الشارع ثوره 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 ثوره، صعد عمر البشير. الزمن ما ازعب عمر البشير انه يحقق حلمه باستعمار السودان بالبوارج العسكريه، ما ازعف. شفت الزمن جه السيد عبد الله حمدوك اطال الله في عمره واحطاه الصحه والعافيه، وفعلا عمر البشير الكوس ما ماتش والله، لانه ذكراه تسير في ارض السودان. جه عبد الله حمدوك ده القاعد السحر شال اتفاقيه عمر البشير ذاته، نفس الاتفاقيه اللي قالها عمر البشير. قال لي تعال، نحن يا عمر البشير على دربك سائرون، نحن يا عمر البشير على درب مشاريعك سائرون. ووقع عبد الله حمدوك اتفاقيه مع الجناح الروسي، اتفاقيه الاعلام ما تكلم عنها لكن الصحف الروسية اتكلمت عنها. اتفاقية بموجبة بناء قاعدة عسكرية في منطقة بورسودان، قاعدة عديش كده، دبابات، طائرات حربية، جيوش روسية قاعدة جنبك هنا، قاعدة جنبك جيوش بمدرعات بوطئفة. الكيزان ما عملوها يا خلاص، سبحان الله يا أخي، نحن طلعنا عشان نسقط الكيزان عشان نبني دولة سيادة، الكيزان ما عملوها، عمر البشير ما عمله، جاء الأسوأ من عمر البشير عشان يعملها. الاتفاقية كالآتي: بناء قاعدة روسية في بورسودان لمدة كم سنة؟ لمدة 25 سنة. 25 سنة الروس يكونوا قاعدين خمسة، شوف دجيل، يعني دجيل كامل يكون قاعد تحت وطأة الاستعمار الروسي 25 سنة، ده عمر يكونوا قاعدين استعمار روسي. هل أنا حلوم الروس؟ لا، الروس والله ما بلومهم، أنا بلوم الناس اللي جو قال لهم تعالوا يا الروس خشوا أقعدوا أكلتوا كويسين دارين حاجة؟ لما دارين حاجة 25 سنة الروس يكونوا قاعدين، المقابل شنو؟ مجان، مجان لوجه الله. نحن ما شعبي بلدنا ما فاضي زي ما قالت مريم الصادقة، أراضينا واسعة ونحن فاضيين وبنموت ساي، نحن زول يصحى الصباح يقول والله أنا ما داري أعيش، يموت، نحن ما بنموت. طيب انتوا ما عايشين، ما تجيبوا الروس خلوهم يعيشوا معانا، جيبوا يا اخي جيبوا الناس كلهم خلوهم يعيشوا معانا في السودان، ما البلد دي ما ارض الله يا اخي. دي الاتفاقيه جاب عبد الله حمدوك، ده استعمار ولا ما استعمار؟ هل انا الوم الروس ولا الوم انا نفسي القبلان بانه حكومه بتوزع في سوق النخاسه وانا راضي؟ طيب نجي نشوف الامريكان، هل حمدوك له صلاحيات يوقع اتفاقيات عسكرية؟ والله يمشي أسأل، يمشي أسأل عبد الله حمدوك، لكن الحين اللي بعرفها حكومة الفترة الانتقالية وقعت اتفاقية مع الروس بموجب بناء قاعدة عسكرية لمدة 25 سنة، ده ما كلام، ده كلام الصحف الروسية. وده عشان الباخرة الروسية الجادية عشان تشوف اللوكيشن. لا هنا ما كويس، أنا والله حامل القاعدة هنا، هعمل كده. طيب، الباخرة الأمريكية، هل الامريكان دي الجو في 30 سنه ما جو السودان يا خلاص المفروض كنا احنا نطبح لهم؟ المفروض نحن نطبح للامريكان زي ما روج لك الاحزاب انتصار. الانتصار انه لما انا اشوف شركات امريكيه، شركات تجيني شركه امازون تشتغل في السودان، تجيني الشركات الامريكيه عشان تنمي الاقتصاد، انا عايز بالعساكر شنو يعني؟ زول عسكري مليار سنه ما جاني، استفيد منه في شنو انا؟ الاتفاقيه الامريكيه يا حبيبي جايين لانه من بور السودان بوابته امريكا، كيف الكلام ده مع عايزاه الامارات؟ لا، اللعبه اتغيرت يا باشا، اللعبه بتاعت من بور السودان اتغيرت. الإمارات والسعودية عندهم السيد بتاعهم، يعني الإمارات محمد بن سلمان والإماراتي ده السيد بتاعهم فوق هي أمريكا، ده السيد بتاعهم، يعني لو قلنا حميتي السيد بتاعه قاعد في الإمارات، البرهان السيد بتاعه قاعد في مصر،
دولة السودان كلها بعبد الله حمدوك السيد بتاعهم قاعد في الإمارات. الإمارات السيد بتاعها قاعد في أمريكا. الاتفاقية تغيرت بموجبة إنه ميناء بور السودان حيقع لشركة أمريكية يغش. وده شوف ده حيقشوا بالأحزاب السياسية كده إنه والله دي ما شركة إماراتي، أنتوا كنتوا ما عايزين الإمارات، لكن أنتوا ما كنتوا مدنيين الأمريكان. الاتفاقية اللي وقعت الإمارات، اتفاقية وقعت الإمارات مع شركة كندية، مذكرين الشركة اللي بتعامل معها حميتي. الاتفاق شنو؟ إنه الشركة الكندية حتضغط السودان، حتضغط ناس حميتي إنه يسلموا بور السودان المواني لابنه لشركة إماراتية في المقام الأول. إذا تعثر إنه الشعب السوداني الرافض الإمارات يجي عن طريق بوابة شركة أمريكية. عشان كده الشركة الكندية قدمت وبتضغط في الحكومة الأمريكية. يعني شوف الشركة الكندية بتضغط بين حميتي مساهل، شوفوا يا الأمريكان ميناء بور السودان عايزينه الإمارات، ميناء بور السودان ده مولوا الاتفاقية. ميناء بور السودان حيكون من نصيب الأمريكان، والقاعدة العسكرية حتكون من نصيب الروس. ما في صراع ولا الدول العظمى بتخش في صراعات. أمشي مثال بسيط، أمشي شوف سوريا. سوريا دي فيها كم دولة؟ سوريا دي جواها في كم دولة؟ في الروس قاعدين بقواعدهم العسكرية، في الأمريكان قاعدين جوا برضو بجيوشهم وبطائراتهم. هل حصل يوم شفته في سوريا دي والنزاع السوري له غرابة 5 سنة، هل شفت يومي انه الروس اتشاكلوا مع الامريكان؟ الدول العظمى ما بتخش في صراعات لانه القصة مضمونة. الروس دارين شنو؟ والله نحن دارين الذهب، دارين البترول، اوكي تمام. الامريكان انتو شيلوا الاراضي. الدول العظمى ما بتخش في صدامات لانه اتفاقيات بالنسبة لها واضحة، ما بتتصارع مع بعض في الموارد. امشي شوف العراق فيها كم دوله جوا العراق؟ جوا العراق جوا فيها بريطانيا، فيها فرنسا، فيها امريكا ذاتها. العراق جوا في ايران ذاتها قاعده جوا، في تركيا ذاتها قاعده جوا 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 العراق. هل يوم شفته البريطانيين يتشاكلوا مع الاماراتيين؟ البريطانيين الجيوش خشت في صراع مع الامريكان؟ هل شفت الامريكان خشوا في صراع مع الاتراك؟ هل شفت انه اتراك خشوا في الصراع مع الايرانيين؟ لا، كلهم قاعدين في دوله واحده يتقسموا موارد الدوله. تحليل خاطئ يا اخوي، ما هو ده نفس كلامي. تحليل خاطئ يا اخوي، جوع على حسب اتفاقية البشير، ما نفس الكلام اللي قلته لما زار روسيا وطالب بالحماية. ده ما نفس الكلام اللي قلته. انا ما قلت حاجة غلط. طيب هنا انا الوم منه يا جماعة؟ الوم منه؟ مرحب بزيارة السيسي السودان، مرحب بزيارة السيسي في السودان. مشكلتنا ما مع السيسي، مشكلتنا مع الفتح البوابة قال لي خش يا سيسي. شو بدك؟ داير ذهب شيل. شو بدك؟ عايز مواني شيل. العيب فينا ان احنا رضيانين، رضيانين انه يحكمنا رويبضة، ان احنا رضيانين انه حكومتنا تكون عميلة. حكومتنا فعلا عميلة. انت مستني شنو يعني؟ لسه ما متخيل انه الحكومة دي حكومة بتاعت عملة؟ لا انا لسه ما امشي اسمع كلام مريم الصادق المهدي قالت لك عديل. تعالوا يا اخي شيلوا السودان ده وشيلوا الشعب السوداني ذاته لو دارينه. لا يا اخي مريم الصادق المهدي ما بتمثل الا نفسها. ما مشكلة امشي اسمع كلام وزير الطاقة عادل ابراهيم قال تعالوا يا مصريين حلايب وشلاتين نقسمها بيناتنا. لا يا اخي عادل ابراهيم لا يمثل الا نفسه. ده كلهم لا يمثلوا الا نفسه. المشكلة فينا يا جماعة. ما في زول قاعد يدمر الاقتصاد، او بلدنا اللي هم قاعد يدمروا الاقتصاد. ما في زول قاعد يسرق مواردنا، أبناء بلدنا هم اللي قاعد يسرقوا مواردنا. هل لاحظ مرة شفت لك إماراتي مهرب له ذهب؟ الله يسألك، شفت لك إماراتي جه السودان مهرب ذهب؟ إماراتي قاعد في الإمارات معزز ومكرم، الذهب بيجيه لحد عنده، لأنه عندنا أبناء بلدنا من عبيد الحقول.
الذهب بيجي للإماراتي معزز ومكرم. هل شفته زول قاعد يسرق جنودنا؟ هل انت تسمعني انه والله العظيم جنودنا قاعد يسرقون؟ لا يا حبيبي، جنودك يركبوا الطائرة زي الأغنام زي الماشية، يشحنوهم زي الماشية. تعالي لا في الأضحى، مش الماشية دي بيشحنوها، بتمشي دول الخليج معززين مكرمين. يا مح... يا جماعه هنا اسمه مو اوني، والله ما قادر اقول اسمه، لكن انت قلت سبب قدوم الروز على حسب اتفاقية مع الجانب المدني. انت انت لسه عايش في جانب مدني وجانب عسكري وجانب كيزاني وجانب لا ديني وجانب انت لسه عايش في الطلس بتاع انه الحكومه دي خشم بيوت. والله دي الحكومه الشق العسكري ما تبعنا، والله دي الحكومه الشق المدني حقنا، والله دي الحكومه الشق المدني الشيوعي، والله دي الحكومة الشق المدني بتاع ناس الدقر، والله دي الحكومة الشق المدني بتاع الجبهة الصورية، والله دي الحكومة الشق المدني جناح القمر، والله دي الحكومة الشق المدني جناح زحل، والله دي الحكومة الشق المدني جناح الشيطان الرجيم. دي هذول الحكومة واحدة في دولة قاعد يصنفوها كده؟ انت ساقينك بالمفاهيم الخاطئة دي؟ حكومة يعني حكومة الليلة السعودية الاتفاقية الوقعها الروزي حيقولوا احنا والله وقعناها مع الجانب العسكري، هتكون اتفاقية بين دولة السودان ودولة روسيا. الليلة في الاتفاقية حيقول لك والله العظيم لقد غام الجناح الروسي الشق بتاع بوتين بتوقيع اتفاقية مع 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 حكومة الفترة الانتقالية، جناح البرهان وجناح حميتي. ما في اتفاقية بيكتبوها كذا يا اخي، اتفاقية بين روسيا واتفاقية بين شنو؟ بين السودان، وملزمة بالنسبة لك. هل 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 الاتفاقية الوقعها المصريين ب ب بخصوص المسالخ، أقول والله لا، هذه اتفاقية بين هذه اتفاقية بين دولة أو بين جمهورية مصر العربية، جناح عبد الفتاح السيسي العسكري، بين دولة السودان جناح محمد حمدان دقلو. ما في كلام زي ده. اتفاقية يعني اتفاقية بتمثل الدولة. فيا شباب، المشكلة فينا وما نخط أخطائنا في الغير، بين البائع والمشتري يفتح الله. انت مشيت السوق ده تشتري لك قميص ولا بنطلون، اتحنكت في السوق ورضيت بالسعر، ما بترجع البيت تقول والله العظيم فلان قشاني ولا فلان اكل قروشي. بحت لزول عربية بقروش زهيدة، عندك عربية سعرها مليار، بحتها بجنيه، وقعت اتفاق نحذي بعد ثلاثة ايام تقول فلان ده اكلني، فلان ده حنكني، العربية دي سعرها مليار انا باع علي بجنيه. دي الاتفاقية. شوف زي ده عادل محمد عثمان، are you from Sudan since when؟ انا ما عارف اقول لك شنو يعني، والله ما عارف اقول لك شنو يعني. يعني تمسك الاحزاب يقول لك انت كوز، انت دولة عميقة، انت شيطان رجيم، تتكلم في شؤون الدولة يقول لك انت سوداني من بيتين، سوداني بالميلاد ولا سوداني بالتجنيس ولا سوداني بالفطرة ولا سوداني يا حلك الله. يعني يعني ما عارف ارد اقول ليش يعني 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 زي عادل محمد عثمان ده، are you from Sudan since when؟ اهي انا سوداني، جوازي سوداني منذ اجداد 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 اجداد، اهالي ذاته سودانيين، اسرتي في السودان، عشيرتي كلها في السودان، اديك قبيلتي واديك تاريخ الميلاد ووريك الدايل القامت وولدتني. يعني 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 ناس بيوروك انه يعني سبحان الله يعني. اللهم لا لا اللهم لا تحاسينا بما فعل السفهاء منا. فيا شباب، العلاقه بين الدول اساس المصالح، اي دوله مع دوله اساس المصالح. ما في زول بيسرق زول ما لم يكن راضي،
وما في زول بينهب موارد زول إلا يكون راضي. المصريين بين البائع والمشتري افتح الله. لو كانت حكومة تقدي قالت افتح الله كان السيسي زي ما يقولوا وقف بعيد وجر شخيط. لو حكومتك قالت افتح الله على السيادة على الوطن على مصلحة المواطن كان محمد بن سلمان وقف في السعودية وجر شخيط ووقف بعيد. لابد ان الحكومه دي تمشي غير مأسوفا عليها. وداخل كلام الناس يقول لك والله شوف لنا حلول بينك وبين الحكومه، دارين حلول وسط بطرد الشعب وبطرد الحكومه، وما في منطقه وسط، ما في منطقه وسط نهائي، ما في منطقه وسط نهائي. يا المواطن يعيش بسياده وعزه وكرامه، يا تعيش بمذله واستعباد. ما في منطقه في الوسط. حكومتك اختارت انك تعيش عبد، انك تعيش ذليل، انه تتنازل على اراضيك. سوق نخاس زي ما قلت لك، السوق ده بتلقى فيه الشرف، بتلقى فيه الوطن، بتلقى فيه العزه، بتلقى فيه السجاد، الحاجات دي كلها قاعد يبيعوها هناك. بيجوا رؤساء الدول ديل، ها والله انا ابغى سياده الشعب السوداني، افتح الله او او تمسك وتبيع. انا والله ابقى موارد الشعب السوداني، انا هلا بيمني النيل، والله انا عايز سيادتك بتاعت، والله عايز مواردك. حكومتك قالت سمعا وطاعة. واخر كلامي، العيب ما في سيسي، اللي بيبحث على مصالح شعبه، العيب في ابناء بلدك وحكومتك اطيحت مصلحتك انت. بسم الله الرحمن الرحيم. كما درج دوما نترحم على أرواح شهدائنا العظام، نسأل الله أن يتقبلهم جميعا وأن ينزل سكينته على المجنعات محروقات الحشد في أي مكان. أسأل الله أن يوقف نزيف دماء الشعوب السودانية في أي موقع، وأسأل الله أن يعيد هذا الوطن العظيم إلى أهله الحقيقيين، وليس ما يعتلون مناصبه الآن ويريدون أن يصنعوا منه ممالك. تكلمنا عن في السابق مقدمة أولى عن مسائل السفارات في السودان، يعني السفارات السودانية في الخارج، والتي قررت أن أتناولها سفارة من الوجع والألم الشديد اللي يعني مسقطة وزارة الخارجية ممثلة في هذه السفارات في أشكالها المختلفة في مواقع السودان. حاول أتأكد بس من البث. أعرف إنه الناس متواصلة معنا أو connected. عادة ما يحدث تشويش، عذرا، تأكدت من إنه البث متواصل. زي ما ثبتنا في المرة الفاتت إنه إخواننا عندنا 73 سفارة و21 قنصلية باللغة السابق،
والقائم على أمر هذه السفارات أو هذه القنصليات إما إنهم هم كيزان بحق وحقيقة معروفين وما داسين حاجتهم، وإما إنهم هم كانوا شغالين مع الكيزان في السلك الدبلوماسي. على أساس إنه يعني نحن نوضح فكرة إنك أنت إذا عندك أخلاق وعندك إيمان بمسألة محددة بوطن، من المعروف أنه وزارة الخارجية والسفارات تحكس رؤية الدولة أيا كانت رؤية الدولة، هذه إسلامية نهبوية دولة يسارية دولة يمينية، ما تقوم به الدولة من منهج واتجاه سياسي وفكر سياسي، أنت كدبلوماسي في أي موقع من العالم إما أنك تكون متطابق 100% مع هذا المشهد وهذا الفكر وهذا التوجه وبالدافع عنه بكل ما تملك، ودي واحدة من حاجات من مهام السفير وطاقم السفارة، الدفاع عن فكر الدولة وموجهات الدولة. الناس الشغالين دي ما يجيني زول يقول لك والله لا لا أبدا يا أخي، نازل بروفيشنال ونازل قروا يتعلموا ويتعاخذوا الوظائف دي بجدارة أبدا. العمل في وزارة الخارجية يعلم الجميع أنت بتحكس وجهة نظر الدولة. إذا الدولة مؤمنة بالخط الديمقراطي الليبرالي انت بتكون زول في منهجك ليبرالي، في تعاملك ليبرالي، في تعاملك علاقاتك الدوليه ذاتها اصلا بتكون في هذا المنحى. اذا كنت زول اسلامي في 30 سنه الناس شافته او متاسلم، خلينا نقول العلاقات الدوليه كانت علاقات انتهازيه وعلى علاقات يعني ذات قرض وممرض وعلاقات مع دول محدده وعلاقات الحركات الاسلاميه في العالم والاشياء المعلومه دي كلها ما دارين ندخل في تفصيلة كبيرة في المنحة ده. عشان ما يجينا ما عايزين تبرير، نحن ما عايزين تبرير، يعني حس السفير اللي قاعد في واشنطن ده ما يجينا زول يبرر لنا والله ده زول بروفيشنال وزول فليكن، لكن احنا في السودان عندنا مبدأ اللي هي احنا زي ما قلت لك احنا مضروبين في الأخلاق، الشعوب السودانية مضروبة في الأخلاق، فخلونا نعاين المسائل دي من ناحية أخلاقية، من ناحية نزيهة، من ناحية أولاد مقنع وبنات مقنع نزيهين السودانيين اللي احنا بنعرفهم. يعني ما في أي تبرير أيا كانت شهاداتك وأيا كان أدائك الدبلوماسي، وإن كنت أستاذة يعني وإن كنت حلاجة في 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 الأدب والرؤية والتغرب لله وفقه الحلول وأخوان الصفا، مهما يكون من وصول لهذه المربعات ما حتجي تقنعنا بانك انت ما كنت موالي او موافق او يعني قبلان بالفكره كليا. واذا كنت ما قبلان ولا ماشي مع نازل في خطهم، يبقى انت قاعد تفتش لك لمصلحه عشان تقعد تشوف مستقبلك ومستقبل ابنائك، ودي الضربه في الاخلاق اللي انا كنت بتكلم عنها كل مره. فرجاء يعني كثير من الناس انا ناقشتهم وتحدثت اليهم بخصوص هؤلاء يعني السفرة والجماعة ديل، يقول لك لا ياخذ البروفيشنال، ما في بروفيشنال لأنه نحن شفنا التعيين وشفنا التقديم وشفنا المسألة. أنا واحد من الناس دخلت بعد تخرجت في من كلية الآداب لغة إنجليزية جامعة خرطوم سنة 97، مشيت في تقديم كان في الخارجية، مشيت قدمت زي زول قدم ومليت الفورمات وكل حاجة ومريت في كل الثلاثة اختبارات، والاختبار الأخير يعني قال لي يا أخي وده حدث عشته يعني يا أخي قد سمع علينا من تيسر من سورة الأنبياء. قلت له أنا ما حافظ سورة الأنبياء. قال لي طيب النمل، ما حافظ النحل، ما حافظ. فشوف يعني خلاص ابقى مالك يعني خلاص يا هو ده الامتحانات دي الامتحان عشان تدخل وزاره الخارجيه. وزاره الخارجيه علاقتها بحفظ النصوص شنو؟ انا ماشي امثل دولتي في حفظ النصوص او كذا. عموما يا هدي الفكره يعني. فاذا انت كنت اصلا زول عندك ايمان بوطنك بشكل حقيقي، ما افتكر انك هتدخل في عمل مع هؤلاء الناس ولا حتدخل في وظيفة مع هؤلاء الناس ولا حتتدرج فيها. وإن أخذتها واكتشفوا إنك أنت ما تابع لهم أو ما بتنفس فكرتهم ما بتنفع، بالذات في وزارة الخارجية. السيدة مريم المهزومة انتبهي للحاجات دي. أنا قررت إنه أتكلم عن السفارات ديل، وفي البداية انتهينا من فكرة إنك أنت كنت سفير سابق دي بتشفع عليك في إنك تجي تواصل في السفارة كأنما الدولة السودانية ما فيها سودانيين.
طيب أول سفارة، نحن قبل ما ندخل في قصة السفارة خلونا هنتكلم عن سفارة تايلاند الليلة في بانكوك، دي السفارة الأولى اللي هنبدأ بها الحديث عشان نشوف التفاصيل بتاعت السفارة دي، وهل هي بتخدم الشعوب السودانية في حاجة ولا بتخدم الثورة السودانية في حاجة، وهي بتعمل شنو، تأسست كيف، والقائم على أمرها منو، وشكلهم شنو الناس القائمين على أمرها، ووضع السودانيين في بانكوك في تايلاند اللي هم بين 15 ل 17 نفر. تخيل الديل يعملوا لهم سفارة اللي هي بدت به قنصلية. خلينا نتكلم في الجانب الأمني الأول اللي هو عنده علاقة بالنظم والبوليسي والسياسة. الجزء الأول ده يا إخواننا، في أي في حاجة اسمها الدومين لأي عمل بيزنس تجاري أو سفارة أو وزارة أو دولة أو مكان بتاع سياحة. الدومين ده اللي هو مربوط، الدومين ده اللي هو زي ما بنفهم في الإيميلز، بتلقى مثلاً hotmail.com، ده كله at hotmail.com بعد أدي، وكل الحاجة دي ده اسمه دومين. ما قبله ده بيكون خاص بك أنت في حالة الإيميل، ما قبله ده بيكون خاص بك أنت في العمل التجاري، ما قبله ده بيكون خاص بك أنت للعيادة بتاعتك أو الفيرم بتاعتك ولا البيزنس بتاعك ولا الفيسبوك بتاعك ولا إيش. الجزء ده الدومين بتاعك. الدومين ده بتوفره لك جهة أخرى، يعني الدومين بتاع الهوت ميل ده بتوفره لك دولة تانية أو جهة تانية أو مشغل آخر، سيدا السيرفر بتاع القصة دي كلها. الزول ده هو ممكن يتحكم على حاجتك اللي انت بتسويها. لذلك الدول المحترمة كلها، الدول العالم دي كلها، الدومين بتاعها بيكون حق البلد. يعني بتلقى مثلا السفارة البريطانية، السفارة الأمريكية، السفارة الأسترالية، بتلقى الدومين حقهم فيه gov اللي هم بسموها .gov. بتلقى مثلا Australian Embassy in Cairo .gov.au. الAU دائما الدومين ده بتاع البلد، ده ممكن يشيله أي زور، أي عمل تجاري ممكن يخوت الانيشال بتاع البلد. السودان SU ممكن تخوت الانيشال بتاع البلد. لكن السيرفر الأساسي بتاع السفارات دي بيكون دائما سيرفر .gov، بيكون حق الحكومة. gov دي gov دي للgovernment. في ناس بتقول gov وفي ناس بتقول gov اللي هي يعني مسألة بتاعت abbreviation لgovernment عشان ما يكتبوها طويلة في الدومين. وده بيعني شنو في الفقه الأمني وتأمين المعلومات وتأمين الأشياء الخاصة والخاصة في السفارة والخاصة بالدولة المعنية. الدومين ده بتكون ممتلكة الحكومة حقة البلد، وهي بتوزع منه لسفاراتها وبتوزع منه الإيميلات الخاصة وبتوزع منه كل المسألة، حيث إنه الموضوع ده بيكون عليه تأمين كبير جدا. إحنا ناسنا بتاعنا الأمن ما بيشتغلوا في الحاجة دي، ناسنا اللي يمشي يقبضوا الناس ويقتلوا الناس ويعزلوا، دي شغلتهم. يقول لك إحنا عندنا أمن، ما عندك أي أمن. سفاراتك دي كلها ظهرها مكشوف، كلها ظهرها مكشوف، لأنه السفارات دي الدومين بتاعها .org، وorg دي organization، وorg دي معناته في زول سيد الدومين ده أداك ليه وإنت أداك سجلت فيه، زي بتاع الهوت ميل وزي بتاع الياهو وزي بتاع الجيميل وزي أي إيميل تاني أدوك ليه، وهم يعني مهما تفعل ومهما تترك داير، إذا نسيت الباسورد بتاعتك تمشي لهم، هم بيعملوا لك ريسيت ويرسلوا لك كود وكذا. الدومين حقهم يعني الصندوق ده حقهم، هم بيدخلوك انت ويمرقوك ويعملوا الدارين، يعملوا في مراسلاتك وممكن يشوفوها واي حاجه، ويتغرسلوا عليك وكل شيء، ويسهل اختراقك وكل شيء. لكن لما الحكومه يكون عندها الدومين حقته ده مرتبط بناس الاتصالات والمشاكل دي، ناس بيفقهوا في ده اكثر مني. لكن المعروف انه لابد من يكون عندك دومين حقك حق الحكومه مقفل. يعني لما هيلاري كلينتون عملت لها سيرفر خارج السيرفر العام، انضرب السيرفر وجابوا الايميلات بتاعتها وكل شيء، لكن ما انضرب السيرفر حق الحكومه اللي هو فيه .gov دي، خلوا لا بالكم ما انضرب، لانه ذاك فيه تامين وفيه دوله قاعده بوراه عشان ما ينضرب، لانه فيه موضوعات الحساسه جدا وفيه المراسلات بين الرئيس الدوله والوزير والسفير وغير الناس، وفيه معلومات خطره جدا بنتعامل فيه في الدومين ده. احنا الدومين ده حقنا كله مكشوف، سفاراتنا كلها مكشوفه للناس، كل الناس ممكن يدخل لك، اي واحد شاب
جذاب صغير يدخل يفرد لنا زمارتنا يقول لا، وما في شيء مكتوب عليه خوف. لكن في نهاية الأمر أنت بتكون مضروب أمنيا، يعني لو حتى حصلت إيميلات داخلية وبيفتكروا إنهم هم قاعدين في الويب سايت بتاع وزارة الخارجية، الويب سايت بتاع الخارجية ذاته ما حقك، ما حق الحكومة، عندي جهة تانية. فانتبهوا يا أخواننا للمسألة دي، مسألة مهمة جدا ومسألة خطيرة جدا من ناحية أمنية، إذا اتكلمنا عن مسألة الدومين تسيطر عليه عملك في الدومين بتاعك. يعني بتلقى وديك مثل أمثلة لسفارة السودان في السعودية هي www.sudanesembassy.org.sa org organization، ده ممكن تشيله من أي جهة. يعني حاسس المركز اللي أنا بضيف من المركز عشان عندنا عندي فيه عرض شير للسكرين عشان أوري الناس بعض الأشياء المهمة جدا للإيفيدنس بتاعت الحديث عن سفارة تايلاند. وتاني بتلقى السودانيز إمبسي بانكوك، ودي حتة الحديث الليلة .org، كلها .org. org دي ORG، ده دي organization abbreviation دي organization. فديل النازل كلهم في دومين ما حقك، دومين انت ما عندك عليه السيطرة، يعني انت مضروب شغلك بتاع سفارة كله مضروب، اي ايميل رسلت واي حاجة انت مضروب. انت تجي تقول له يا اخي المصريين داخلين في كيسنا، المصريين داخلين في كيسك انت ذاتك كاشف، ما دار لا اتحادات ولا دار لا مصري ولا دار لا امن ولا دار لا حبش، انت ظهرك مكشوف، حتى قاعدة في سهلة، انتوا فاضين من زلة الناس، فاضين من بس الوجع راجد. وهتسمح يعني الناس هتسمع حاجات والله غريبة. المركز هو مركز الدراسات اللي قاعد نبيث منه الليلة تحديدا مركز تنويري، يعني في دي أنا ممكن أعمله عبر المركز إنه أملكك الحقيقة وإنت أمشي شوفها غارنة بأرض الواقع بعد ما نقدم لك كل الحاجات اللي ممكن تسندك فيه المسألة دي عشان تعرف موقفك. والناس يعني الثورة هي في مقام الأول هي ثورة وعي وإدراك واستنارة وتنوير مع بعضنا البعض، ننور الناس كل الناس عشان يعرفوا القصة دي كلها واقفة وين، عشان ما يقول لك في تأمين والدوشكات حايمة في الخرطوم. إنت مأمن شنو؟ إنت مضروبة قصتك كلها، قصتك كلها مضروبة. أي إلا تكونوا بتتعاملوا بالهمس، إنتوا ما في إيميلات، ما في العالم ماشي بالخضة. يعني أرجعوا شوفوا الدومين بتاعكم ده قاعد يقول عملوا لكم دومين، اشتروه من قروش الذهب اللي بتنهبوا فيها كل يوم، ده جنجوي شليك شحنة من بتاعت الذهب دي، عمل بها دومين للحكومة بتاعت البلد كلها عشان وزارات وحاجات دي يكون عندكم .gov، يكون حاجة فيها government حقتكم you own it، الدومين own it، بعدك وزعوا على سفاراتك ويكون عندك سيرفر واحد تكون عارف الحاصل فيه شنو أصلا. انت الناس تخطط المسألة دي قد تدخل في الدومينات تحت الآخرين، الدول العظمى بتدخل في دومينات الآخرين وبيضربوا، لأنه ده الشغل المهم جدا، ده التفاصيل القصة بتاعتك. السفارة دي عندها تويتر اسمه @sudan_thailand عشان الناس تمشي تشوف المحل ده مكتوب فيه شنو. احنا ما قاعدين صور، كلنا قاعدين صور، احنا قاعدين ما جايبين خبر، احنا بنتكلم في الحاجات اليوميه الرغيف الغير والبدعه، بنتكلم في حاجات، لكن احنا دولتنا مضروبه. يعني الله اعلم وضعنا، الوضع العسكري ذاته في الدوله السودانيه شكله شنو، عندنا كم من السلاح، عندنا شنو من القطع، عندنا شنو، الحاجات دي مضروبه لانه انت ما عندك ديفنس. انت والا قلت لك بيكونوا الناس زي اللي بيتعاملوا زي الدفاع بالنظر، بيمشوا يلاقوا بعض ويمشوا لهم فجة بعيدة ما فيها تلفونات ما في حاجة، يتكلموا مع بعض عن مسيرة الدولة وإدارة الدولة، ودي ما طريقة بتدير بها الدولة، وده time consuming. يعني ما بتضرور الناس يتقابلوا، يا هو بتشتغل بالإيميلات، بتشتغل بالدومين المقفول للمسيجز بينكم وبالتلفونات ذاتها يكون عندها دومين مقفول. طيب سفارة تايلاند دي إحنا ندعي عنها خلفية سريعة جدا، هي كانت يعني في ناس، الناس عارفة أسرة النفيد، وجمال النفيد عليه رحمة الله كان عنده بيزنس في بانكوك من زمن طويل جدا هناك، والناس المعروفين ناس بشغلوا بيزنس. يعني السيد جمال شغال بيزنس هناك، واتصلت به الحكومة السودانية اللي هي زي 2005 اللي هي حكومة الماسون، وكان عندهم معه تواصل، وفي محل البيع بتاع الصمغ السوداني
هناك بتشال من السودان وبتصدر من هناك وبتعمل له شغل معالجات في البلد ديك وبيمشي، ما ناسنا ما يتوظف ولا يشتغل ولا اي حاجه. المعالجات دي ما كانت تدعمل في السودان. anyway ده بيزنس، وده الافراد عندهم حق التحرك والحريه في اداره المساله دي، وعايد وما بيجيك ولا بتشوف ولا عندك ما علاقه. اتصلوا بزول ده، وزول ده قام رتب لهم اول قنصل جابوه رسمي من الخرطوم اسمه يحيى المكي، وده زول كوز عديل، وده شيء طبيعي انه نازل يجيبوا زول كوز. فيحيى المكي ده ما يدوروا لي حسانه في خطيب السفاره، ده يجيبوا لك في سفاره ثانيه وتجي تقول له ده ما كوز ده مهني. ركز في الموضوع ده. الزول ده تعليمه متوسط جدا، يحيى المكي ده. الزول ده كان اساسا زول بتاع بيزنس، ودي الحاجات اللي حسها هتقابلها، او لو قمت عملت تحليل في التشكيله بتاعت الحكومه دي بتلقى الناس دي كلهم اغلبهم عندهم علاقه بالبيزنس، وناس ما مرتبطين بعلوم ولا مرتبطين باي شيء. اغلب الناس دي ما تسمع الكلام ده، شهادات منحتها لهم جامعه الخرطوم وابان وجود الناس دي. الزول ده كان عنده أعمال تجارية في 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 كل الحتات. المهم اتعين الزول ده وبعت هناك بعد يحيى المكي ده، ودلت الكارثة الكبرى هنا. بعد يحيى المكي ده جابوا زول تايلندي، تايلندي راسه عديل، ركز في كلام ده، تايلندي ما سوداني، زول تايلندي عديل كده، جابوه معاه زول اسمه عبد الرحيم العربي. عبد الرحيم العربي ده زول قاعد هناك وشغال بيزنس، ما عنده اي تعليم ما عنده اي معرفه، شغال بيزنس وشغال بروكر للعرب ديل، وفي مستشفى هناك بيجوا يعالجوا في العرب ديل احيانا. فشغال بيستقبلهم ويودوهم ويجيبهم، عنده علاقات مع العرب وبيعزمهم هنا وهناك في مطعم مشهور هناك، وبيجمع بلم السودانيين اللي بيجوا هناك للبيزنس وكده، وبلاقيهم وزول متحرك مع الناس زي زول بتاع بيزنس، وحاسه هو ملياردير من دهر السفاح. الزول ده مع العربي هو يعني اشتغل مع التايلندي ده، العربي ده عبد الرحيم العربي ده اشتغل مع زول التايلندي ده، وكان قاعد سنتين التايلندي ده ممثلنا نحن، ممثل حكومتنا في القنصليه هناك. من 2017 لحد 2020 لحد شهر 10 تقريبا خلينا نقول، جاءت زوله اسمها سناء، وما أدراك ما سناء دي السفيرة اللي هي بعثت الحركة الإسلامية. السفارة وجر لها شقة في مبنى تجاري في برج، العنوان عندنا فيه 25 طابق، برج تجاري ما عنده أي أدنى علاقة بالدبلوماسية ولا جنب الحلة بتاعت الدبلوماسيين ولا جنب السفارة. ليه المحل ده مؤجر وليه قاعدة فيه سفارة؟ لأنه العربي ده قام سأجره للناس أول، وكان جزء من محلات التجارة الأولى بتاعت ناس جمال النفيدي وكده. الحاجات دي عملوها البيزنس يعني فوضى، منتهى الفوضى. سجلت الحاجة دي، أجر الزول البيزنس ده وأجر البتاع لهم، والقنصلية زادة بدأت في البيزنس بتاع جمال النفيدي ده في موقع البيزنس، كانت بتدار الحاجات من هناك. السودانيين بسيطين جدا وما زالوا بسيطين في المحطة دي، ما عندنا طلبة كتار ولا عندنا حاجة، عندنا شوية ناس في يسافروا يعملوا بيزنس ويفوت. طيب جات سنة دي وقعدوا في نفس المبنى ده ولا غيروا ولا أي شيء، ولا سفارة عندها حرس ولا عندها ولا نازل عندهم أي حاجة، نازل قاعدين هناك بيشوفوا في البزنس بتاعهم وبيشوفوا في أمورهم الخاصة جدا. طيب نجي نشوف سنة هذه، سنة البيلي خليني أقول. الزولة دي هي وزوجها بعثهم، خليني انا اعمل شير للصفحه، خلينا نبدا بواحده واحده. طيب اول حاجه أوريكم أمرركم على صفحة الأستاذة سناء حمد عوض، العوض ده الكاتباو. هي بنت سناء، بنت ناس سناء
سنابت ناس البيلي كوزة معروفة في جامعة الخرطوم وموضوع منتهي، ما دار لأي نقاش، ما دار ندخل في أي تفصيلة. أول ما حاجة تمشي والصفحة دي قاعدة لليلة النازل ولا دسوها ولا بتتشوا منك ولا عندهم معاك أي مخافة يصوتوا لك عينك، أنا بخليك تحكم دي الإنغاز اثنين الحكومة دي ولا الإنغاز ثلاثة، الموضوع ده بخليك تحكم، أنا بملكك الحقيقة وتحكم. دي صفحتها على الفيسبوك لايف، يا هدي صفحة الأستاذ سناء حمد زحم الناس البيلي لأنه البيلي معروفة أسرة بتاع كيزان، وده منهجهم خلوه يسووا، إحنا ما عندنا مال الموضوع ده، لكن الزولة دي كوزة راس عديل. وشوف يا هدي هنا أول ما تفتح صفحتها بيلاقيك العجب العجاب، أول صفحتها الريليتد بيجز، أول صفحة بتلاقيك يا هدي ركز معاي فيها على يدك الشمال الصفحة بتاعت إسحاق أحمد فضل الله، والصفحة الثانية معاها هي فيها الدبابين، بعد ذلك بتلقى صفحة الأديب والصحفي الصادق الرزيقي، وقصة طويلة ما دارين نضيع بها زمن الناس، لكن الناس تشوف دي الصفحة، والصفحة مكتوب فيها في مطلع الصفحة هنا بتوصف زولة من الناس معروفة جدا اسمها سمية أبو كشوة، وهي رد لها ومتغازلين في الصحافة في الدنيا دي، كل الدنيا إحنا ما بنشوف، إحنا ما عارفين الحاصل شنو على بلدنا، ما جاي الخبر. إحنا ناس الحرية والتغيير والرمم ديل، قلون خلوني أستخدم الكلمة دي عفوني عليهم، الناس ديل قاعدين يحاصوا في وزارات ما شغالين بالموضوع ده، يعني مريم المهزومة الزولة دي دايرة تكون وزيرة الخارجية، ما شغلت الخارجية فيها منو وبيديرها منو وبيديروها كيف، وموقفنا نحن شنو في القصة. كتبت هنا، كتبت لها، خلوني أقرأ حاجة صغيرة من دي، كتبت لها سمية أبو كشوة، قالت هي سيدة نبيلة نسج وحدها عالمة فالحة مفلحة، شوف الكلام ده، يعني نسجت روحها براكدة، وهي امرأة من عظيمات النساء طوال عملها في اتحاد المرأة الذي رأسته وفي جامعة الخرطوم، والتي وصلت لنائب مديرة وفي الوزارة التي تولدها نائب مديرة مديرة جامعة الخرطوم، وبعثتها هي وزوجها الحركة الإسلامية عملوا ماستر بي اتش دي في لندن، وأهلنا السودانيين مكسترين، عندنا ناس قاعدين في الكيران في الشوارع ما أكل ولا شرب ولا أطفال صغار، تجي تقول لنا عندي حكومة اخترتها. بعد شوية جات كتبت هي تحت في نفس الحاجة، الناس كلهم ممكن يمشوا الصفحة دي وقاعدة كما تشيل باقي النهار ده، سمية أبو كشوة سيدة لا تخشى في الله لومة لائم، تتوصف في ديك وتلاقي تغازلوا، وتحمل كل أمانة تكلف بها بما يليق بالأمانة من همة، وتعاملها بما تقتضيه المسؤولية أمام الله والناس، هي حازمة في زمان كثرت فيه المجاملات، وواضحة في وقت ساد فيه اللون الرمادي، ومترفعة عن الدنيا وزخرفها، لا لدنيا بتعملها. شوف الناس ديل في قيهم يعمهون، الناس ديل قاعدين بدولتهم يكتبوا على ملأ الميديا، ما في زول يقدر يتكلم، في زول شاف الصفحة دي، ما في زول جايب لها خبر، وقاعدة تكتب وهي سفيرة، ووري قصة سفارة، السفارة مشت عليها باتجاه، يا هدي بتتكلم هنا عن الخارجية وبتتكلم هنا عن أشياء طويلة عريضة. لما الخطاب بتاع حمدوك اتكتب للأمم المتحدة قالت في كلام كبير ومكتوب هنا قاعد في صفحتها، قالت دي خيانة للدولة، وده يعني أكتر خطاب بايخ في الدنيا قدمه زول مهزوم مكسور ذليل، كلام خطير جدا. حمدوك ما قال الخطاب ده ما شافه، المكتب الإعلامي بتاع السليك اللي كان بياخد 9,000 دولار في الشهر ما شاف الكلام ده مكتوب وين؟ ما أنا عشان كده قلت لك في البداية الناس دين لما بتاع أصدقاء ما عندهم البلد دي ما بتهمهم في حاجة، الناس دين قاعدين لقوا مناصب ما بيحلموا بها أصلا،
يعني في ناس ما كانوا بيحلموا يكونوا غفرة. الواحد لقى نفسه مستشار ومتحدث باسم الحكومة السودانية، الدولة السودانية ذات العظمة والسلطان. الحاجات دي ده جزء بسيط جدا من الأمن السبراني، الأمن الإعلامي، الأمن بدعمك ضب الرئيس، الأمن الحقيقي اللي بيشتغل من أجل الدولة. شوف الناس دي بتسوي في شنو، بتكتف في شنو إذا أنت أصلا عندك دولة. هم ما محتبرينك دولة، والدماء الناس بيقولها ما فيها أي حاجة ولا عندها أي علاقة بالدولة، ولا أنتوا اللي عملتوا ده ولا أي شيء. فطايس متوا في القيادة، وفطايس 300 و400 ألف من دارفور من أهلنا اتغبروا، والقرى اللي اتحرقت دي شنو ده؟ ما عنده أي علاقة بأي حاجة. احنا بالنسبه لنا انتوا كلكم الدوله السودانيه دي اي مواطن فيها ما عنده قيمه. القيمه عندنا نحن، وبعفصوا فيك كل صباح كل صباح، وانت قاعد وحكومتك قاعده ونحن مارقين وداخلين، وناسنا بتاع الحركات المسلحه جو هسه فزع، جو حايمين بالدوشكات. امن الده، امن الجنب دي، امن البلد دي، وورونا انه احنا يا اخي شغالين في اتجاه البلد دي ومصالحها. لما قلنا لك يا أستاذ أسمى في أول مرة استدعي السفر دي كلهم أنسي في الفكرة، ما تكلمتوا. يبقى وزارة الخارجية دي أنا بالنسبة لي هي ملك حر للحركة الإسلامية، ما في زول يقدر يتكلم فيها. ومن شدة بجاحتهم قلة أدبهم زي كلهم قاعدين صفحاتهم قاعدة ويقولوا ما يقولوا فيها. تعال أبقى ومجنع أتكلم في موضوعاتنا دي عشان ننسفها. كاد بهنا حاجات ما مسحت أي شيء. رحم الله الشيخ شيخ الإسلام والمفكر العالم المجتهد الدكتور حسن التراب من العزاءات. يعني شوف الكلام ده قاعد من سنين خلت، قاعد الصفحة دي هدي. أنا هسه وريتكم لها هنا، وريتها للناس كل الناس عشان الناس تشوفها وترجع لها وتشوف. أنت لو مشيت هناك بتحتار في الأشياء المكتوبة وبتحتار في الأشياء الموجودة هناك. دي سفيرة السودان في تايلاند. ومريم المهزومة تمشي تتكلم لنا في مؤتمر مع أقعد ينجض يعيش القبال تركب يتسافر أي محلة. شوفوا يا أخوانا، نصيحتي لكم أولاد المقنع، أولاد المقنع القاموا بالثورة دي ورصفاء في علياء وملان. الزول دي ما تقعد في وزارة الخارجية يعني. خلونا نمشي للسفارة، موقع بتاع السفارة اللي هو موجود الآن. يكون معي بالثواني عشان أعمل شير لموقع السفارة عشان الناس تكون شايفة الحاجات معي ومتابعة المسألة. عذرا طيب يا اخوانا، ده موقع السفارة بتاعتنا، سفارة السودان في تايلاند. هذه الكوزا كاتبه هنا في الويب سايت، كاتباه سناء حمد العوض جرافي. الزولة دي جارية من البيلي، جارية من أهلها. جرافي ده افتكر انه هلومة. انت خد اسمك هنا، او لو غيرت اسمك قول انا غيرت اسمي بشهادات لجدمة حريتك، لكن ما تهرب لأنه نحن ما بنعرفك، الناس بتعرفك. ما أنت قاعدة، أنا شخصيا كنت قاعد يا خطوة خريج. أنت 95 أو خريج 97 كنت قاعدة كنت وشغالة مع الكيزان، ومع الموضوع ما دار لنغاش يعني. لكن أنتوا قاعدين حمر عين. القصة مش قصة إنك أنت ما كوزة ولا دا، أنت ما داس أي حاجة. تعال أوريك السفارة، أمررك على السفارة سريع جدا. طيب اول حاجه القصه الاولى، الويب سايت بتاع السفاره
ويب سايت ممكن هسي شاف يعمله الليله دي منتهى ال عدم الاحترام. يعني ما شفتوا انتم ما شفتوا ويب سايت تحت سفارات ثانيه؟ ما شفتوا ولا انتم حجر انتم الدوله السودانيه ده تحجروها؟ في اباضص في السفاره مكتوبه الامبسي ستاف. شوف النقطه دي عين معاي هنا، عين معاي في السكرين هنا. الناس ديل عذرا الناس ديل خاتين صوره السيده السفيره، افتكر ان الناس شايفه في اثنين ناس اثنين خاتينهم تحت كده. شوفوا الناس الاثنين ديل ده الطاقم بتاع السفاره، فيهم زول اسمه رضوان عثمان سيد ابراهيم ده جوز، واحمد سيد اسماعيل مهدي ده جوز، وديل الاثنين ما خاتين صورهم اصلا. احنا في ما خاتين ده شنو ده؟ دي ويب سايت بتاع سفاره؟ ما دام تاخذوا صوركم مختشين ليه ما تاخذ صورك يا اخي بشكل محترم احترافي؟ المساله دي مساله سياسات وبوليسي ونظم يا اخواننا. الويب سايت بتاع السفاره ذاته عنده شروط ما زيه زي اي ويب سايت ثاني. الويب سايت بتاع البزنس عنده بوليسي ونظم في محلتها، الويب سايت بتاع المستشفيات الخاصه عنده حاجته. اي بزنس اي شيء اي ويب سايت اي دومين عنده بوليسي ونظم بتاعته. انت بتفضح فينا ليه ما يضحكوا عليك؟ ليه ما يعفسوك؟ دينا الاثنين ديل رضوان قاعدين لحد هسي احمد سيد ومهدي ديل منهم قروا وين الناس ديل وقروا شنو ذاته كيزان؟ بس احنا ما عارفين لهم شهادات ذات ولا عارفين لهم اي حاجه عشان بتعرفها. قاعدين لهم السيد السيد بس. واحد الديبيوتي هيد اوف ذا ميشن ده سكرتير اول، والثاني ده ادمنستريتيف ملحق اداري. شفتها؟ شوف ناس المحفل ديل يصنعوا لك وظائف وحاجات لا يعلم الا الله. والسفاره دي هسه مصنفينها علينا فيها الثلاثه ديل، وهي السفاره طاقم السفاره اكثر من السودانيين اللي قاعدين شغالين اكثر من السودانيين في تايلاند اللي هم بين 15 ل 17 نفر. وفي رجال وسيدات اعمال اللي يسافروا عندهم بزنس هناك يسووا. شوف الفضيحه اللي احنا قاعدين فيها وديل قاعدين لنا بهنا وبهناك. سنة دي سنة البيلي بتاع الخرطوم، خريج جامعة الخرطوم. يعني المسألة من الوضوح بمكان، وفي عينكم أنا قاعدة وقاعدة حاسس في الويب سايت بتاع سفارتكم دي. بلاش دم بتاع ناس دفعوه في القيادة العامة، بلاش صفوف، بلاش دارفور الماتت كلها، بلاش دراسة، بلاش مستشفيات، بلاش علاج. قاعدة أنا وبصرف مرتباتكم شيء دوام أبيت وأشيل دولار أنا من السودان زي حالي زي ما هو، ما تغيرت أي حاجة. دماء ما غسلت إلا تراب القيادة في نظر هؤلاء الناس الخونة. لكن نحن أكد ليك الدولة السودانية دي وعظمة الشعوب السودانية دي بتقيف، إحنا بنملكهم كل المعلومات وبتقيف وبتتحاسب يا سناء. مش لو هربتي قعدتي في الهند، يا ريت هسه لميتي مع التيم بتاعك في تركيا، كله متابع ومرصود ومعروف. احنا ما دارين نشتغل بسط بتاع ناس ولا عندنا علاقه بالقصه دي، وانما دي حقائق يمتلكها تتملك للشعوب السودانيه ست الحق، اللي هي ما قادره الحكومه ذاتها تتكلم عن الموضوع ده او تشرحه او توصل رسالته للناس بانه يا اخواننا ده الموقف بتاعنا. About us دي بتكون عباره عن مجلدات، انت لو تكلمت عن سفاره يهودا مكتوب في امبيسي ستاف، يهودا ده الستاف بتاع السفاره، ثلاثه اثنين جابين لهم شخصيات كرتونيه صور كرتونيه معلقين لها، وخدت هي سناء صورتها هناك وقاعده خدتها على السودان وراها، ودي حاجه كويسه اتليست خدت العالم لوراها. الكولوم الثاني اللي هو بيتكلم عن اباد السودان، خلونا نشوف الحاجه دي مكتوبه بانجليزيه ركيكه بكل امانه، انجليزيه ما بتليق بصفه دوله عظيمه زي السودان. وده الكلام المكتوب ده مكتوب الخلفية عن المسألة دي، الموقع الجغرافي للدولة السودانية وحاجات ما عندها أي معنى ممكن تتكتب. دي ممكن يكون عندها موقع آخر تتكتب فيه تفصيل عن الدولة السودانية. وكاتبين هنا قصة رواية كبيرة جدا إنه السودان بدأ حروب من 55 والسودان والخلفيات التاريخية دي.
السفارة بتقدم الجوانب المشرقة للدولة عادة، ده المعروف، بتقدم الحاجات المشرقة والإنجازات المشرقة والمساعدة. هم كاتبين إنه المسألة دي مشت ولحد ما الحروبات اتطورت وأطول حرب في أفريقيا وكذا وكذا، وانتهينا في إنه نفصل، تتفصل الدولة إلى دولتين ويشهد ميلاد دولة تانية اللي هي دولة جنوب السودان. فرحان إدي on July 9th 2011 Sudan will witness the beginning of the second republic in its history. انت بتكتب الكلام ده وكاتبين لوكيشن، الموقع الجغرافي، وصفته بتاع دي، ما حاجات ما بتتخطى في اباداس. اباداس دي بيكون حاجات تانية. امشي اقرا في السفارات التانية مكتوب شنو لما نزول يكتب اباداس، بخصوصنا الجانب التاني في جايبين هيستوري السودان، الهيستوري بتاعه يهودا الكيندمز الممالك يهودا، ده كله يهودا، ده كله تاريخ، دي كلها الدولة السودانية. هيستوري اوف ريبوبليك اوف سودان يهودا، الريبوبليك اوف سودان وين الديمقراطية؟ ما هي جمهورية السودان الديمقراطية ليوم الليلة اسمها الديمقراطية، ما فيها رئيس الجنجويد حاجة كمان، لكن ما حتى كلمة ديمقراطية دي بيضنوا عليك توالك في الويب سايت بتاع السفارة وين كانت كذب. History of the Republic of the Sudan. حاجات تفرس ويعني تمغيس، والناس قاعدين. شوف الناشونال سيمبلز اللي هي جايبينها، اللي هي العلم جمهورية السودان، برضو هنا ما مكتوب جمهورية السودان الديمقراطية، نصر لنا، لأن هم خلاص ما بقت، هم بالنسبة للكيزان أصبحت مملكة بسلموا المسيح بشكل أو آخر، يسلموا المسيح هم شخصيا أو يسلموا المسيح عبر سلك والقاعدين دي الحسن، الناس اللي ما عندهم قيمة، ما عندهم وطنية، ناس مريم المهزومة وجمع ليل بالطريقة دي، برضو هي عاد تسلم للمسيح. لكن شوف، ما دام في دماغ غسلت أرض القيادة العامة وفي آلاف المجهولين المدفونين في دارفور وكل هذه الأرواح التي صعدت إلى باريا وكل طفل يتحرك في كل قرية وكل أم اغتصبت أو فتاة اغتصبت، هذا سيلاحق هؤلاء الناس وهذا سيؤسس لدولة عظيمة شاء أم أبو. الخونة في الحكومة والخونة الهسلة موجودين يديروا الدولة من خلف السجارة كلهم. بعدين تعال شوف النيوز المكتوبة في الويب سايت، عندهم تويتر، حساب عنده تويتر، لو دخلت للتويتر، التويتر دي كل الحاجات اللي عاملاها هي بتمشي احتفالات الدول العربية دي وتسمن في احتفالات الدول العربية دي، ويا هدي صور. أنا ما داير يعني أخذ من زمن الناس في تفصيلة زي دي، يعني تخيل يا هدي، احنا بس محل ما نمشي بس في العارين دين في راسنا، وما في اي حته نمشي العارين دين احنا في راسنا وعلاقتنا مع يا اخي، احنا ما عندنا معانا علاقه نازل نازل غير ما غير انه يستنزفونا ويطلعوا عيننا، ما عندهم معانا شغله يا اخي. قطر مش قطر، الامارات بتنقب في حلايب، بتنقب عن الزاف في حلايب، ودي قاعدة تمشي تحتفل معاهم، احنا ما عارفين سرنا مع غطر ليش يحلموا دي بتاعنا البوليتيكا دي جداد الناس ناسيلي. شايف دي كلها مرور سريع، الناس تمشي تشوف بعدين اخواننا السفارات دي كلها الله يرضى عليكم، شوفوها، شوفوا الويب سايت بتاعاتهم، شوفوا السفارة دي منهم الشغالين في السفارات دي منهم اصلا وبيعملوا في شنو، ودور السفارة المفروض يكون شنو، زي ما نحن شرحناه ألف مرة، دور السفارات شنو المفروض يعملوا، شنو 73 سفارة يعملوا في شنو. ناس ديل ليوم الليلة الشقة اللي تعجرت من الزمن ده. تعال شوف يعني الله يرحم جمال النفيدي، الناس ديل يعني ده كان سفير السودان عندنا هناك وتزوج وعاش هناك مع نازل وبتاع، ومشى بقى سفير تايلاند هناك، زي ما احنا اول اديناهم سفير تايلاندي في حقتنا، هم جاءوا سفير سوداني عمل ورق تايلاندي وغيره ومشى مثل الناس ليل هناك في السفارة التايلاندية في السودان.
في مكتب هناك الناس حقه تنتبه له ايضا اللي هو مكتب الصمغ العربي، في مكتب للصمغ العربي ومسمينه المكتب مكتب الصمغ العربي، لكن هم يعني لسه ما دخلوا معنا في المود بتاع انه هو الصمغ السوداني ونحن نرجع لاصولنا ونرجع لحاجاتنا المفروض نقدر يعني نعملها ونثبتها للعالم عشان يحترموا فينا. 77% من انتاجه في العالم حقنا يبقى المسمى المفروض يكون حقنا، وانا طلبت الصحفيين وكل العارفين في انه احنا نثبت الموضوع ده في اهميته. الناس قد تفتكر انه الموضوع بتاع الحديث عن واقعنا بتاع السفارات ده يعني قد ما يكون عنده علاقه كبيره بالاكل والشراب، وقد لا يكون عنده علاقه. الناس دي بتصرف الاف الدولارات اللي بتتشال من دمك ومن علاجك بتمشي عشان تتصرف على الناس دي، مرتبات وسكن وايجارات ومصاريف وعربات وغيره، وهم شغالين بيزنس ما شغالين لك، ما عندهم معاك اي علاقه انت ولا بيساعدوا اي زول. ولا انه جمال نفيد عليه رحمه الله كان بيساعد الناس، كان هو الوكيل ذاك عنصر، الناس تمشي له في مكاتب تجاريه يمشي يجدد لهم الجوازات ويعمل لهم الحاجات ذاك اللي كان عنصر. لكن الفالحين دي جو عملاء سفاره وجابوا التيم بتاعهم. سندي اللي هي السفيره دي متزوجه ود خالد جمال الوالي، وود خالد جمال الوالي يعني قريبه سيري، قريبه سيريك. يعني شوف لو قعدت للتفصيل دي عن تلاب تلقى فيه شربكه خطره جدا، ما من منظور شمال نيلي او هامش ابدا، لكن بتلقى فيه ترابط خطر جدا في المحطات دي. وفي حاجات يعني احيانا قد ما نلوم الناس اللي بتطرفوا في رؤيتهم لبعض التركيبه ولبعض الوظائف. سؤال كبير، ليس انا وعلاقات جمال الوالي ببانكو ليه؟ ما في تاني السودانيين ما فيهم زول ممكن يكون سفير في المحطة دي؟ غراءة سياسية أولى، الحاصل ده بيحكس لك إنه في اتفاقات تمت، الشعوب السودانية ما عارفة الاتفاقات دي. في اتفاقات تمت بما إنه وزارة الدفاع ما تتهبش، ووزارة الداخلية ما تتهبش، ووزارة الاتصالات ما تتهبش، جاءت وزارة الداخلية فضلت جاءت وزارة السودانيين عندهم الحق بشوى، وزارة المالية ما عندها معنى. إذا الوزارات اللي أنا قلت عليك دي حسا في اتفاق عدم ما يهبشوها، وتحديدا الخارجية تحديدا شغل السفارات ده لأنه شغل بتاع قروش المستقبل، يبقى الفضل شنو لنا لحكومتنا القاعدة اللي هي جبناها بالدم يا حمدو؟ فضل شنو هو تحت يد الشعوب السودانية عشان تتصرف فيه وعشان تنمي البلد وتطورها، عشان تقدر تقيف في وش طموحات مملكة دقلو ده كيف؟ المسائل دي كلها بتحتاج لصروحات للشعوب السودانية اللي دفعت الدم وكل صباح منتظرة، وكل ما يسألوها لفزع تكون حاضرة. رسل قروشك بالبنك، ترسل الناس القروش، القومة اللي حمدوك، القومة للسودان، الناس بتمشي تدفع أي حاجة من شأنها ترفع من السودان وقيمة المواطن السوداني حاضر رقم واحد. الحكومة غايبة، الحركة الإسلامية دي واقفة وين؟ أنتوا حليتوا الحزب ده بالكلام، لكن الواقع بيقول غير كده. يعني ما في سبب يخليك أنت تحتفظ بسفير عنده علاقة بالمحفل، ما في سبب، ولا في سبب ذاته نحن يكون عندنا سفارة في بانكوك أصلا، ما في سبب. لكن السبب الرئيسي أنه سناء لازم يسمعوا لها وظيفة. دي ماكوزا يعني تمشي وين بعد أنتوا افتكرت انكم غيرتوا الحكومه وكده؟ تمشي وين؟ ما كان نائب مدير جامعه الخرطوم، ما عندها مؤهل خليها تبقى نائب مدير جامعه الخرطوم. ما عندهم مؤهل الناس دي. لكن لازم يختلعوا لها سفاره على اساس انها تقعد فيها ويواصل النهب بتاع الدوله السودانيه على مرأة ومسمع من دماش، وهذا على مرأة ومسمع من ملايين المغابر المليئه باطفال جبال النوبه. وآلاف مؤلفة من المغابر المملوءة به أهلنا في غرب السودان كله. ما في أفتكر إنه زلة ومهانة أكثر من دي حمدوك، وما في زلة ومهانة أكثر من دي حكومة الثورة، ما في. بعدين ما في قنصلية ولا في حاجة بيدوها لرجل أعمال لأنه قاعد شغال في البلد بيعرفها يعني. وليوم الليلة السفارة دي وناس قاعدين لحد ما الناس دي مشت منها
الزول اللي قاعد يساعدهم اسمه عبد الرحيم العربي. يا هذه الاشكال، يا هذه الاشكال بتاعت الحركه الاسلاميه اللي بتقدمها للناس، اشكال انتهازيه ما بتعرف يا هو غير رئيس الجنجويد. من حالم لحلم يا هادي حكومتك، يا هودي للناس اللي قاعدين يمثلوك في الخارج هم كلهم كيزان، انا ما عندي استثناء لاي زول مهما علت قامتهم المعرفيه والتعليميه. ونص انك ارتضيت بانك تكون قاعد تمثل الدوله دي، انت معناها بتعكس فكره الدوله، وكجات فكره الثوره ودوله الثوره نازل ما عكسوا الثوره ولا عكسوا دوله الثوره لإيماننا القاطع بما كانوا يؤمنوا به. و30 سنة أنت شغال في تلك الدبلوماسي، ما أظنك تجي يحرك لك ساكن الدماء أو يحرك لك ساكن كيفية وضع الاعتصام. ما تقول لي دي حكومة انتقالية وده مجلس، ده مجلس سيادة وده رموز سيادة، أبدا ما في سيادة أكبر من سيادة الشعوب السودانية على الإطلاق. عندها حوار كامل هذه السنة مع كمال حسن بخيت، الناس تمشي ترجع تقرأ الحوار ده ممكن أربعه في الصفحة، حوار كامل كامل، زول قاعد يقول أنا زول كوز أديل كذا، وفي عينكم أنا أقعد سفيرة مشت حسي بعد حصلت إشكالة سفارة حسي ما فات مشيت اخذت لها اقامه في الهند 10 سنوات، ادوها الهنود اقامه 10 سنوات، ومن هناك طوالي ركبت مشت لحقت اهلها في تركيا عشان يقعدوا هناك ويديروا امر الدوله السودانيه من هناك، والقاعد عندهم في السجن يدور الدوله من السجن، قاعدين ما قادرين يتحاكموا على عثمان، ما قادرين، الكلام ده الناس ملت من تكراره. انت السفارات دي من اول اولوياتها هي خدمه المواطن او الجاليه الموجوده في الدوله اللي اقيمت فيها السفاره. السفاره لخلق علاقات دبلوماسيه وسياسيه مع الدوله وبراغماتيه منتهى البراغماتيه لتبادل المنافع بين الدولتين وتوقيع الاتفاقات التجاريه والاتفاقيات العسكريه والاتفاقيات التنميه واتفاقيات التطور واتفاقيات المشروعات الضخمه، ده شغل السفارات اصلا. بجانب الشغل الامني وبجانب المسائل التحتيه هذه. لكن الناس دي اي سفاره هسه مرينا بها، بدينا بالتايلانديه دي وما فيها الكثير يعني، لكن الفضائح فيها ما يكفي. في شويه سودانيين هناك كان فتره من الفترات المحفل، المحفل ما هو نحن مضروبين في الاخلاق، والمحفل يعني عمل حاجات خطره جدا الناس ما منتبه لها. في مجموعات من البنات كانوا سافروا المنطقه دي، سافروا تايلاند دي وقعدوا جو هناك، وحصل اشكال بينهم وبين السودانيين، كانوا يعني المجموعه اللي مشت هناك كان فيها يعني عدم تهذيب وفي سلوك ما بيشبه السودانيين وما بيشبه عظمتنا. قاموا اولاد المجنح اللي قاعدين هناك لموا في البنات ديل، ربطوهم وقبضوهم وربطوهم شالوهم ودوهم السفاره. سفاره بجلال الردرع قالت لهم خلوهم جاكت دي حرياتنا النازلين السودانيين سووا. ولا حتى قعدوا يناقشوا الناس اللي شافوا ظروفهم شنو والسودانيات دي جابوا هنا شنو والظرف شنو جابوا اصلا وجوا ليه. وفي بجانب ذلك في اثنين ثلاثه سيدات اعمال محترمات جدا بيمشوا هناك وبيسافروا وبيرجعوا. في كلام كان الناس قالته عن الموضوع بتاع تايلاند اللي هي الناس ما جاب لهم خبر، يعني بالضبط السمعه حقت السودانيات والتوب السوداني في قطر مثلا او التوب السوداني في الامارات. خلينا نقول المسائل دي كلها يعني اتضربت في الاخلاق دي باصرار المحفل انه يكسرنا في اي محطه ويرمي اخلاق السودانيين في كل محطه بقصد، ما تقول لي من غير قصد. الحاجات اللي بتحصل دي كلها حاجات مرتبه لانه بيسمح لك تسافر منه انت وظروف سفرك وحاجاتك شكلها شنو يعني. إذا بيزنس ما البيزنس ده معروف، حاجاته معروفة والسفارة معروفة والسبورت بتاعها بكون معروف للناس. المكتب ده قاعد هناك برضو بيشتغل منه القصة بتاعت السمو. أحاسي السفارة هذا جدا ما في أي حاجة، والزول اللي اسمه عبد الرحيم العربي ده اليوم اللي بيتكلم باسم السفارة هو اللي عنده علاقة بالدبلوماسية واللي عنده علاقة بأي شيء، زول قاعد هناك زي الناس اللي كانوا قاعدين في قهوة جي دي في غيرة المعز.
يتكلم باسم دولة كاسة، ما قادر أنت تضبط أي حاجة، ما قادر تعمل أي حاجة، ما عندك أي إمكانيات تعمل أي شيء. قد يقوم زول يقول لك لا لا يا أخي، ده ما كلام أسس فاد، ده ما كلام جانبي كده، نحن أسف كده صدع عرض أكل وشراب، أكلك وشرابك دواك علاج أطفالك حاجتك دي شايلينها الناس دي آلاف مئات آلاف الدولارات. الناس اللي تعرفهم بيصرفوا كم؟ الناس اللي عارف ميزانية السفارة دي كم؟ النازل ساكنين وين وكيف؟ العربات المدورة حقت السفارة دي بيدفع قروش منه؟ بتدفع انت من الدواء بتاعك، بتدفع انت من الغاز بتاعك، بتدفع انت من الاكل والشراب، وتفتح قشفة جنجة جودة واحدة في السودان. ده واقعنا. وحمدوك ساكت ما داري يمر يتكلم يقول يا اخوان الموقف شكله. مريم المهزومة دي تمشي عشان يجي تجي يتمقنع ثانية في الوزارة دي، تصفي سفارات دي كلها زي ما خدتنا لك الورق، تصفي سفارات دي كلها داري لنا سفر ثلاثة تين على الموضوع ده، أمريكا بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ثلاثة سفارات. آسيا دي كلها يكون فيها قنصل، بس قنصل واحد دور آسيا دي كلها، قنصل ماكوس تكون إنسان. عموما دي سفارة تايلاند ودي أوراقها، وما دارين ندخل في تفاصيل شخصية البوليس كيس اللي عملتهم واحدة من السكرتيرات هناك اسمها ندى، ما دارين ندخل في تفاصيل الناس، لكن في فضايح وفيها بوليس كيس وفيها منتهى جلد الأدب وزلة بعض السودانيين اللي كانوا قاعدين هناك يتزلوا زلة تاريخية من قبل هذه الشخصية، وما عايزين ندخل في تفاصيل كثيرة، وإنما بس عشان الناس تعرف الحاصل شنو. بخطوط عريضة اسمها ندى جعفر أبو حاج. ندى جعفر أبو حاج دي كانت سكرتيرة هناك في السفارة، لكنها كانت هي الأمر الناهي في كل شيء، وكانت هي اللي بتبدأ وتنتهي الحديث. وإحنا عندنا زي ما قلت لك 15 و17 سوداني في تلك البلاد البعيدة، وهي كانت شغالة في شركة النفيدي جروب، ودين الناس اللي قاعدوا مشوا للبزنس هناك وتحولوا بقدرة قادرة لدبلوماسيين يديروا أمر الدولة السودانية. ندى جعفر أبو حاج الكيزان معروفين، والده كان سفير في لندن، الكيزان أولاد كيزان، وعامل لها كان بوليس كيس وحاجات زي دي. هذا اللي ندخل فيه التفاصيل دي في تعامله مع الناس، خلينا نتعامل مع الكيس ده مع البوليس التايلاندي وتعالج أموره رغم انها فضيحه للشعوب السودانيه. ودي السفارات وده بتحكي شنو على السودانيين، اخلاقهم وسلوكهم وحاجاتهم البره اللي نحن ما عارفين عنها اي حاجه، وفي ناس غادي يكونوا ما عارفين بالذات نحن عندنا سفاره في تايلاند. حسي نازل المنشي وفي سكات كده ما معروف السفاره بتسوي في شنو. حاسه الزول دي رجعت مشت لاهلها في تركيا، اهل الكيزان عايشين في تركيا، ومتروك الامر حسي ليه الزول اسمه عبد الرحيم العربي، هذه الشخصية الأسطورة. أي حاجة تهبشة بتلقى عندها علاقة بالكيزان اللي قاعدة في وزارة الخارجية أو قاعدة في السفارات الخارجية، كلهم يا كيزان يا أقرباء كيزان، والذي أبوه كان سفير، والذي قريب جمال الوالي، والذي وقالت فلان، والذي بالناس ألمي. السودان ما فيه ناس آخرين يملوا الفراغات دي، ما فيه ناس آخرين كفاءات يحبوا البلد دي يعني يسهروا عليها ويحرصوا عليها، على سمعتها وعلى أخلاقها وعلى سلوكها وعلى سلوك أفرادها في 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 بلدان الغرب والشرق. ما في، بس اللي هم النازل يا يكونوا كيزان ولا يكونوا فاميلي واسر محدده. المسائل دي شوف يا حمدوك حقه تدركها بشكل سريع جدا وتعالجها بشكل سريع جدا، لانه المساله دي ممكن يكون عليها اضغاطات خطره جدا على مستقبل الدوله السودانيه، لانه بتعملوا في ده ما سليم. السفارات دي قلت لك حس المفروض يصدر قرار اليوم، السفارات دي كلها تقفل أبوابها والناس دي كلها تجي السودان، وشوف ما حيجيب منه زول، أغلبهم حين في تركيا، ما حيجيك أي زول. أعلن النقطة دي وأنا أتحداك ما حيجيك راجعين السودان الناس دي، لأنه المحطات اللي قاعدين فيها دي الكبير منهم بيكون زي بتاع أمريكا ده، داري يقعد هناك، ده داري يشوف علاجاته وحاجاته، ومش أصلا هو يتعالج، مش الأولاد يتعالج، أنت أديته سفارة من حبة تقعد هناك ترتب أمورك تنزل المعاش قبلك، ما بيجيك ده لانه ما بيجيك، لانه انت ما عندك اي حته يتعالج فيها ذاته في السودان، كل السفره بتاعينك ما بيجوك ثاني. حس تستدعيهم، استدعيهم بعد ما مريم دي تقطع وشها
استدعيهم بالتمجنة عجائي سفير الوزيرة الخارجية الغادمة تستدعي نازل زول بيجيك كل زول بيشيل حاجته وبيفوت من هناك بيشوف البيزنس بتاعه بيشوف البيوت اللي اشتراه بيشوف حاجته اللي اشتراه لأنه ما عندهم حاجة للبلد أصلا ولو عندهم حاجة للبلد ما في زول بيشتغل مع الحركة الإسلامية أكثر من 20 سنة وبيقبل حاجاته كلها ويجيك هسه سفير ثاني في واشنطن ويجيك سفير في لندن ويجيك في سفير في أي محل تعلم الشعوب السودانية إنه وزارة الخارجية هذه هي ما زالت حقة الحركة الإسلامية شئنا ما بينها بالواقع السياسي وبالمعلومات الموجودة عندنا الآن وحنمشي معلومة وناس السعودية سلام إذن تعالى لقاء الجمعة القادم سيكون عن سفارة السودان في الرياض والقنصلية بجدة ودي فيها العجب العجيب نسأل الله أن يتقبل شهدائنا العظام ونسأل الله أن يهون على هذا الوطن المستقبل أكثر تشريفا وأولاد وبنات مقنعات يقهون الأمر في أسرع وقت ممكن إخواننا الخارجية وسفاراتنا واحدة من مغاتل ومصاصات دماء